ازيكم يا اجمل متابعين في الدنيا، وحشتوني جدا جدا من القصه اللي فاتت. جايه وجايبه لكم النهارده روايه جميله جدا، انا متاكده انها تعجبكم، بقلم الكاتبه خلود مصطفى. لكن قبل ما احكي، ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم كل جديد بنقدمه. في ارض جميله جدا تابع الأصلان درغام، عين أعيان مدينة جرجب سوهاج، كانت ماشية نسرين هي ونور أختها. ساعتها نور قالت بإعجاب: وعى الجمال اللي هوعاله يا نسرين، إيه الجمال ده كلاته؟ أنا ما خبراش كيف اسمه إيه ده بيمتلك الجمال ده كله وما أثرش عليه. هاكفلي خشمك عاد، بالك لو مخلوق سمع كنت هتتحدثك ده، هو أصلان وصل له الحديد ده، مش بعيد يقطع رجبينا كلتنا. خبري عاد يا نسرين، هو أنا قلت حاجة؟ أنا بقول اللي هسمعه عاد. كيف يكون الجمال ده للجسد وقلب حجر ده؟ ما قصديش اللي وصلك. طب احنا كنا جايين هنا عشان ناخد عودين نعناع ووردتين لامك وخدناهم، بينا نروحوا على الدار، اصل قلبي مش مطمن. وانتي ما هتسكتيش الا ما يحصل مشكله، هاني خبراكي زين. ولسه البنات هيمشوا ويطلعوا من الارض، اتفاجئوا بالحارس بيزعق وبيقول: خبريه يا حرمه منك ليها، ايه اللي جابكم هنا عاد؟ مال سايب اياك عشان تدخلوا وتخرجوا فيه من غير احم ولا دستور؟ بتعملوا ايه هنا؟ انطاجي بدل ما فرغ فيك الفرفر منك ليها. جرى ايه يا جدع انت؟ هو حد كان نسلك على طرف اياك؟ احنا هنا كنا هناخد عودين نعناع، ما اخدناش حته من الارض ورجعنا على الدار، ارضكم كيف ما هي، ما نقصدش حبتين واحده منيها عشان تقف لنا بالشكل ده. ولسه الحارس هيرد، جه واحد تاني وقال: خلاص يا مرزوق عاد، قالوا لك انهم كان هياخدوا عود نعناع، ما مستهلاش القصه، حصل خير يا انسه، تقدروا ترجعوا على داركم. اتكلم مرزوق الحارس وقال: يا جاسم بيه، اصلا بيه منبه عليا ان محدش يطب الارض هنا، واني كيف ما انت خابر، واني كيف ما انت خابر، ما ينفعش ارد كلمه لاصلا بيه، حديتك على راسي من فوق، لكن اصلا بيه ده اوامره وحضرتك خابره، لو عارف القصه من نفر غيري مش بعيد يقطع عيشي من هنا وحضرتك ما يرضكش واصل. اتخبلت اياك يا مرزوق، كيف هتتحدث معايا كده؟ اسمع لما اقول لك يا راجل، انت تمشي من هنا عشان ما فقدتش اعصابي عليك اياك. قلت لك البنات هيرجعوا مطرح ما جم في سلام، يبقى هيرجعوا، ايه الرعب اللي مسوينه لاهل البلد هنا؟ ما حصلش حاجه لده كلاته. وما تقلقش، اني اللي هخبر اصلا بنفسي وهقول له ان معلكش اي مسؤوليه واصل، ارتحت كده؟ تمام يا جاسم بيه، انتم اصحاب الملون الغفير. ساعتها نسرين بصت بخجل وقالت: احنا متشكرين قوي يا جاسم بيه، وبنعتذر عن سوء التفاهم ده، واوعدك اننا ما هنطبش الارض هنا واصل، احنا ما رايدينش نسوي مشاكل بينك وبين اصلا بيه عاد. اصلا اخوي جاسي وعنيد صح، لكن هو في النهايه قلب ابيض، والارض تجوها وقت ما تحبوا، ولو حد تعرض لكم قولوا له انكم تبعي، الحكايه بسيطه، دول عيدين نعناع. تمام، يلا بقى يا نسرين، امك في الدار لحالها، وانت خبره ما هينفعش نسيبها اكتر من كده واصل. بيمشوا البنات، وبيفضل قاسم واقف وهو بيردد بينه وبين نفسه وبيقول: نسرين نسرين نسرين، يا ترى انت بنت مين عاد في البلد هنا؟ اقفل خشمك يا جاسم عاد، انت متجوز وحدك واد هيدخل المدرسه السنه الجايه، الله يسامحك يا حنان، مهملاني وهتتعاملي معايا كيف الغرب. وفي بيت رأفت الأسيوطي كانت راجعة نسرين ونور للبيت، وأول حاجة عملوها دخلوا على أوضة أمهم، لكن اتفاجئوا بسماح مرات أبوهم موجودة. ساعتها نسرين قالت بغضب: بتسوي هنا إيه يا مرات أبوي؟ إحنا مش اتحدثنا قبل كده وقلتلك مالكيش صالح بأمي؟ اتكلمت سماح بلوية بوز وقالت: جرى إيه يا أختي مالك؟ جاية تسني أسنانك عليا كده ليه؟ وبعدين يعني أنا ما دخلتش منطقة محظورة عشان تبقي متنرفزة ومزعلة نفسك قوي كده، ولا هي الأوضة دي بقت خلاص متحرمة عليا؟ أنتم ناسيين إنها أوضة في بيتي، يعني من حق أدخلها في أي وقت وأعرف إيه اللي بيحصل فيها. أمي ما هتحبكيش تدخلي هنا عاد، وأنت خابرة ظروفها الصحية، ما كفكيش اللي حصل لأمي، لا حول لها ولا جوة، قاعدة على كرسي بعجل، كيف ما أنت وعيالها؟ مفيش داعي لشغل الضراير ده عاد، اخدتي كل شيء رايده تاخديه. ايه كمان عايزه تاخدي الكرسي اللي قاعده عليه؟ وقتها ردت هنيه ام نور وقالت: خلاص يا نور يا بنتي، مالكيش دعوه بيها، هي كانت جايه تاخد حاجه من الاوضه وماشيه على طول. اتكلمت سماح بحده وقالت: اسمعي يا هنيه، انت وجوز الغربان اللي انت مخلفاهم دول، انا هنا يا حبيبتي ست البيت كله، ومش انا اللي قلت كده، رأفت حبيبي هو اللي قال كده، وبعدين مش معنى اني ساكته على وجودك هنا في البيت يا ست هنيه، هي يبقى خلاص معنى كده ان الروس هتتساوى. لا يا حبيبتي، المفروض اللي زيك انت وبناتك تشكروني كل يوم اني سايباكم قاعده هنا وما طردتكمش لحد دلوقتي. سبحان الله يا ناس، الواحد بيعمل خير وبيرميه المالح على راي اللي قال. نسرين بخنقه: قلت الكلمتين اللي عندك عاد، تقدري تهملينا لحالنا ويبقى بجمله الخير اللي هتسويه يا مرات ابوي. ماشي يا نسرين،
أنا همشي، بس أنا هبقى خارجة دلوقتي بمزاجي، لكن اعملي حسابك منك ليها، وشوفي بقى هتقولي لأبوكي إيه لما يرجع ويعرف إنكم كنتوا برا من غير ما يعرف. أمي نفسها هفتها على شوية نعناع عاد، روحنا نجيبولها من الأرض اللي ورانا، ما كناش هنتصرمح إياك، وعايزة تخبري أبوي خبريه، إحنا ما عملناش حاجة عفشة. أرض أصلاً؟ وإيه اللي وداكم أرض أصلاً بس؟ انتوا عارفين ده راجل شراني وما بيجيش من وراه غير المشاكل، وانا مش عايزاه يعرف انكم ولاد رأفت الاسيوطي، امين المخازن بتاع المصنع بتاعه. اتكلمت سماح بعدم فهمه وقالت وليه بقى ان شاء الله كل الرعب ده؟ هو اصلا ده ضابط في الداخلية ولا بناتك يعني عملوا ايه لكل ده؟ راحوا جابوا نعناع وجم. مالكيش دعوة بناتي يا سماح، ولو فعلا عايزة تعملي خير ما تجيبيش سيرة لرأفت ان البنات راحوا النهاردة ارض اصلان، عشان فعلا كده ممكن يحصل مشاكل كبيرة، وانت يا حبيبتي هينوبك من الحب جانب، واللي انت فضلت تجمعي فيه 11 سنة هيروح في لحظة. وقتها سماح اتأكدت ان في حاجة غلط، هي عارفة اصلا ان هو واحد من كبارات البلد، لكن ما تعرفش ايه سبب الرعب والخوف من هنية اول ما الاسم اتذكر قدامها بالشكل ده، وقررت بقى انها لازم تفهم ايه الحكاية. واخر اليوم في اوضه نوم سماح ورأفت، دخل رأفت الاوضه وقال سماح مازن ومعاذ نعسوا ولا لساتهم صاحيين يا سماح؟ لا يا حبيبي ناموا، وانا برضو معقوله هسيب ولاد 10 سنين و8 سنين صاحيين لحد دلوقتي؟ مستحيل يعني، انا مش عارفه انت قلقان عليهم كده ليه. كيف يعني يا مراه مغبوله اللي هتقوليه ده؟ انت خابره يا سماح اني احبك، لكن بسبب معاذ ومازن هحبك اكتر واكتر. خلي بالك على العيال كيف ما انت خابره، هنية انا هعشقها عشق، لكن بسبب خلفتها للبنات عاد انا مهملها ومخليك انت ست الدار كلاتها. ان شاء الله يخليك ليا يا رب يا رأفت. هو انا ليا غيرك يا حبيبي؟ المهم انا كنت عاوزه اقولك على حاجه حصلت كده النهارده. اسمعيني زين يا سماح، لو هتقولي لي حديد يفور الراس ويحرق الدم يبقى بلاها، انت وهنية ضراير عاد، وانا ماليش صالح بخرابيط الحريم دي. لا 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 يا حبيبي، ضراير ايه بس، انا زي ما انت قلتلي بقيت اتعامل معاهم عادي خالص، ده انا حتى بقيت اعتبرها زي اختي. لا بس انا كنت عاوز اقولك حاجة تانية خالص، بناتك النهاردة الاتنين خرجوا وراحوا الارض القبلية بتاعت اصلان، وامهم لما عرفت كده فضلت تزعق جامد وتقول ايه اللي وداكم هناك، وانا بصراحة استغربت، واستغربت اكتر من طريقتها لما قالت لي واكدت عليا ان انا ما عرفكش حاجة، بس انا قلت لا يمكن، لازم راجل البيت يعرف عنه كل حاجة، احنا هنا يا حبيبي من غيرك ما نسواش اصلا. وقتها رأفت كان متضايق قوي من كلام سماح، فضل بصص لها كتير بغضب، وبعدها خد بعضه وراح على اوضه هنية. واول لما دخل كانت هنية بتقرا في القرآن على الكرسي المتحرك بتاعها، رفعت راسها وقالت بسخرية معقولة يا رأفت جاي لأوضتي؟ ده أكيد هيحصل حاجة النهاردة في الدنيا. إيه الحديث اللي أنا سمعته ده يا هنية؟ أنت ما جدراش على بناتك ولا إيه؟ كيف يروحوا أرض أصلان عاد؟ أنت ما خبراش مين أصلان؟ ولا أنت هتخلينا ندم إني هملتلك البنات؟ هي برضو مرتك جريت لك؟ الله يسامحك يا رأفت، بسببك وبسبب شهواتك دخلت واحدة زي دي في وسطينا. بناتك ما يعرفوش حاجة، الحكاية وما فيها إنني كانت بطني وجعاني شوية وطلبت منهم إنهم يروحوا يجيبولي نعناع، وهم اتصرفوا بعفوية وراحوا يجيبوا من أرض أصلان وهم ما يعرفوش حاجة. اسمعي بقى لما أقولك يا هنية، الحديد ده أنا مريتش يحصل مرة تانية، إنه بادي ربنا سطرها، مين عارف النوبة جاية إيه اللي هيحصل؟ خلي بالك على بناتك ولا أنت ما وعي لهمش. لا هو واخد بالي من بناتي كويس قوي يا رأفت، ومش محتاجة انك تقولي الكلمتين دول، لكن اللي عايزة افكرك بيه واللي انت نسيته هي هنية يا رأفت، اللي ياما كنت بتسمعها احلى كلام. فاكر يا رأفت لما كنا بنقعد مع بعض كنت بتقولي ايه؟ فلاش باك من 20 سنة. رأفت بحب، والله يا هنية انا بيكفيني ان اوعلك واطلع لك كده، انا ما خبرش كيف عقلي مستوعب اللي حصل من هبابة، معقول انا وانتي انكتبنا لبعض عاد؟ امتى الفرح يا حبة القلب؟ واني كمان يا رأفت مش مصدقة، مع ان ماما وبابا كانوا رافضين ان اتجوز في الصعيد ده، بس مش عارفة ربنا، ايوة ورانا شوية صعوبات في الاول، لكن الحمد لله انا فرحانة قوي يا رأفت، ربنا يقدرني واسعدك. ساعتها رأفت مسك ايديها وقال ربنا يقدرني واسعدك يا جمر، وما خليكيش تندمي واصل على انك اتجوزتيني، وتكون حياتنا هنا في هنا، يعني مش هتيجي في يوم من الايام وتقولي ان زهقت منك يا هنية وتقول لي عاوز اغير عتبة، يعني ما هي الرجالة عندكم اصلها كده ما بتكتفيش بواحدة. لا لا مستحيل اعمل كده، واصل يا هنية، في مخلوق برضك يستغنى عن روحه؟ ده انت روحي يا هنية، انت ما خبراش انا عملت ايه عشان اتجوزك، بكرة تتوكدي منك ده، انا عمري ما اقدر ان ازعلك واصل. ربنا يخليك يا حبيبي، هو ما يحرمنيش منك ابدا ويقدرني دايما واسعدك باك في الوقت الحالي. اتكلمت هنية وقالت
ايه اللي جرالك يا رأفت؟ سماح عملت فيك ايه؟ أني لولا اني عارفها كويس قوي كنت قلت انها سحرت لك، لكن انت اللي واضح بقى ان كنت بتقول كلام وخلاص، واني زي الهبلة كنت بصدق وبس. ماني كنت عيلة لما جيت اتجوزتيني، فاكر كان عندي كده يا رأفت؟ ما كنتش كملت 18 سنة وحبيتك وقفت جنبك لحد ما بقى عندك البيت اللي احنا فيه ده كله. هو مش بس كده، بقى عندك فدادين ارادهم كل سنة ضايع عليك انت وولادك الصبيان. انا عارفة انك متمسك بسماح عشان هي اللي جابت لك الولاد، بس انا عمري ما اتضايقت اني جبت لك البنات، لان بناتي ما شاء الله عليهم، واحدة في اولى كلية، هو مش في اي كلية، دي في كلية هندسة، هو التانية كل سنة بتطلع من الاوائل. لكن ولادك، ابنك الكبير اللي عنده 10 سنين جايب في سنة 5 ملحقين، ولا ابنك التاني اللي المفروض في سنة 3 ابتدائي ما يعرفش ينتج جملتين على بعض. هو كل ما قول للبنات اكفوا جنب اخواتكم وعلموهم، تيجي مرتك وتقول ابعدوا عنهم، دول عوض ابوهم، واحنا مش عاوزينهم يبقوا متعقدين. معقول يا رأفت اني عقد ولادك؟ وقتها رأفت قرب منها ومسك ايديها وقال انا عمري ما كرهتك يا هنية عاد، بس كيف ما انت خبرة، سماح لو دريت او حست اني احبك هتأذيكي، ومش بس كده، دي ممكن تاخد الولاد وما شوفهمش تاني واصل، وتهملني، وانت ما يرضكيش يا هنية كده واصل، انا احبك وانت خبرة، لكن برضك سماح انا ما رايتش اخسرها عشان ولادي، وهي ما اذتنيش. ولا انت مش واخد بالك انا وصلت لحد فين يا رأفت؟ الا انا فيه ده انت احد اسبابه. ولسه رأفت هيرد على هنية اتفاجئ بسماح داخلة وبتطلع نار من كل حتة، وده لما شافتهم قريبين من بعض كده. ورأفت ماسك ايد هنية ساعتها قالت بكره وغل الله الله، شجرة بقى واتنين ليمون، هو ولا ايه قاعد جنب المشلولة دي بتنيل ايه؟ وانا اللي قلت هاجي لقيك مكسر الأوضة على دماغها عشان بتستقردك وبتخرج البنات من وراك؟ اتدبيتي اياك يا وليه ولا ايه؟ انا هنه راجل البيت، ادخل من هنا اخرج من هنا، انا حر، ولا نسيتي ان هي مرتي كيفك بالظبط كده برضو؟ يا اوفا يا حبيبي، وانا اللي جيت عشان اشوفك اتأخرت ليه؟ وكنت فاكرة ان البتاعة دي هي اللي فورت دمك. صحيح، خير ان تعمل شر ان تلقى. لا، وانت ما شاء الله عليك يا سماح، من الصبح وانت عمالة تعملي في خير. عموما خلاص يا رأفت، الرسالة وصلت، البنات ما كانوش يعرفوا ومش هيخرجوا تاني ويروحوا هناك. هي أرض أصلا دي فيها إيه علشان كل الرعب ده؟ أنا مش عارفة بصراحة لحد دلوقتي أفسر اللي بيحصل في البيت ده. مالكيش صالح باللي بيجرى هنا يا سماح، مفهوم؟ وياريت ما تحاوليش تعرفي حاجة، أنا مريتش إنك تعرفيها، حديتي واضح ولا قول كمان؟ لا 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 يا أخويا، ما تقولش ولا تعيد، أنا بس كنت خايفة على البنات، دول زي بناتي. لا يا حبيبتي، خلي خوفك لنفسك ولولادك، ومالكيش صالح ببناتي، وفي بيت كبير أشبه بالقصر أو أكبر شوية، وده بيت أصلا وعايش فيه هو وإخواته قاسم وأميرة. بنلاقي أصلا داخل البيت وهو بيطلع نار من كل حتة وبينادي على أخوه بصوت عالي، وفعلا نزل له قاسم وقال له باستغراب خبرها عادي أصلا، ايه الصوت العالي ده؟ هتندمك ده ليه؟ ما خبرش هندمك ده ليه عاد؟ انت كيف تهمل البنات دول يمشوا في الارض من غير ما ياخدوا جزاتهم؟ جزاتهم على ايه؟ على انهم نزلوا الارض وطلبوا عود نعناع، ودي ان شاء الله جزاتها تبقى ايه؟ اعلقهم في الفلكة واربطهم، ولا انت رايد ايه يا اصلا؟ ولو انك هتتمسخر، بس ده اللي كان مفروض يتم، البنات اللي هم دول المفروض كانوا يتعاجبوا عاد، وانت اللي كنت عاجبتهم. لكن هنقول ايه؟ والله ابويا الله يرحمه كان عنديه حق لما كان يقول عليك انك قلبك كيف قلب الحريم. انت كيف تتحدث على البناتك ده؟ وكيف تقول عنهم انهم هم؟ شفت عليهم ايه عاد؟ وعيت لهم في ايه عشان تقولك ده؟ يا اخي حرام عليك، بزيادك اللي هتعمله فينا وفي نفسك، اهل البلد كلاتهم بمجرد ما اسمك يتذكر الرعب يدب في قلوبهم، وانا ما خبرش انت ليه هتتصرف في كده. امك الله يرحمها كانت احن قلب في الدنيا، حتى ابوك عمره ما كان كده واصل. انت ايه يا اخي، رايد توصل للناس انك شيطان ولا مارد ولا ايه بالظبط؟ ده حتى رسولنا صلى الله عليه وسلم كان رحيم بالحيوان والبشر، لكن انت انا ما خبرش انت بتتعامل كده ليه؟ وانت هتتحمج كده ليه؟ واضح ان البنات مش هاملين فعلا، ويا ترى مرتك فين ان شاء الله؟ لازم تاجي وتحضرنا. وانت هتتحدث على البنات بالطريقه دي؟ ساعتها جت حنان على الصوت وقالت خبرية اصلا، صوتك انت وجاسم جايب لاخر البلد عاد، هو في ايه اللي بيحصل هنا؟ اتكلم اصلا بخبص وقال انا هقولك ايه اللي بيحصل هنا يا بنت عمي، جوزك المحترم النهارده كان في الارض الجبلية وشاف بنات قال ايه هياخدوا نعناع، الغفير زعج لهم، لكن جوزك ابو قلب طيب وقلب كبير جه وبست في الغفير وقال له مالكش صالح بالقصة دي، والبنات يجوا في اي وقت ياخدوا اللي هم رايدينه، مش كده ولا ايه يا ولد ابوي؟ يعني ايه؟ أنا ما فهمش حاجة،
اتكلم قاسم بغضب وقال: خلصنا يا أصلان عاد، هو الحديد ده أنا مريتش أفتحه معاك تاني واصل. هو عموما البنات دول أني لما وقت لهم لقيتهم هيتصرفوا بعفوية، عشان نجده القصة مش مستهلك كل الحديث الكبير اللي هتقول عليه ده. وقتها جاء على الصوت أحمد جوز أميرة، واللي بيكون أخو حنان، يعني قاسم متجوز بنت عمه وأميرة متجوزة بنت عمها، وأحمد وحنان إخوات. ساعتها أحمد قال باستغراب: خبرها عاد، أنا جاي أجري من على البوابة لهنا، صوتكم عالي جوي، في إيه اللي حصل ده كلاته؟ اتكلم أصلان بمكر وقال: تعالى يا أحمد يا ولد عمي، شوف جاسم هيقول إيه، عاد قصدي شوف هيهتم بمين. المحترم اللي عنديه مرة وعيل صغير عايز يتربى، هيوعى البنات هاملة وما نعرفش أصلهم من فصلهم، لكن عموما أنا أكدت على مرزوق يقول لي هم مين. اتكلم قاسم بخنقة وقال: زينك ده، ما هو ده اللي انت رايد توصل له من حديثك الماسخ. عموما أنا ما هردش على الحديث ده، لأنه ببساطة تافه المسألة وما فيها يا أحمد يا ولد عمي، إن أنا وأنا في الأرض الجبلية لقيت بنتين إخواتها ياخدوا عودين نعناع، لكن كيف يطب أرض أصلان به درغام بشر وياخدوا عود نعناع منيها؟ الدنيا اتقلبت، أني رايد أعرف شيء واحد بس، إيه اللي يخليك تتعامل مع الناس بالطريقة دي؟ عشان الناس هنهك في البجر، لازم ياخدوا فوق دماغهم عشان يمشوا، بالك لو عملتهم بالرجة والحنية اللي هتتحدد بيها دي هياكلونا. ولا انت نسيت اللي حصل زمان من عمك اخبوك؟ ان كنت ناس افكرك عاد. اتكلمت حنان بصدمة وقالت: ابوي؟ لا، عمنا شاكر اللي كل ما تجي سيرت الوشوش تنجلب، هو نفتكر العملة السودة اللي عملها. اتكلم احمد باستغراب وقال: عمي شاكر هو مش سافر من زمان ولا ايه؟ اتكلم قاسم بخنقة وقال: اني طالح على الجناح، راسي انجلبت، هو ما رايتش كيف ما قلت لك يا أصلان إن اتحدث في القصة دي، ده موضوع وعدى، والبنات دول مش كيف ما انت خابر، واني ما هدفعش عنهم لأي سبب عفش من اللي في راسك. وإذا كنت رايد باللي هتقوله ده إنك تجلب مرتي عليا، فهي كده ولا كده مجلوبة وهتتلكك للمشاكل. مشي قاسم من غير ما يسمع أي كلمة من حنان، وساعتها أحمد بص لحنان وقال لها بغضب: والله عندي حق، أني لو مكانه كنت طفشت من خلقتك يا حنان، بس أحب أقول لك على حاجة، جوزك ده مش هيفضل مستحمل كتير، هيجي وقت عليه ويهرب منيكي، وساعتها هتندمي وهتندمي جوي، ولد عمك راجل ما يتعوضش. أنا كمان ههمالكم، أصلي هدخل المكتب هبابة، مرزوق زمانته جاي، مرزوق زمانته جاي عشان يجيب لي قرار البنات الهملة دول. دخل أصلان المكتب، وساعتها حنان قالت لأخوها أحمد بغضب: أنت طول عمرك كده هتفضل دلدول مرتك، أنا ما خبراش أميرة دي سحرالك ولا عاملالك إيه؟ واني ليه جاسم ما هيحبنيش الحب اللي هتحبه لمرتك ده؟ المفروض ان دي جوازة بدل، واحنا كلتنا عايشين في بيت واحد، انا ما خبراش كيف انت تكون مع مرتك ده، مع ان جاسم ده لولا انها بنت عمي انا كنت قتلتها من غير عاد. انت ما خبرش انا لما بشوفك بتتحدث وياها بيجرالي ايه وبحس بايه؟ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، انت ايه بقيتي كيف الحية كده ليه؟ بتخبي سمك في كل مكان بالطريقة العفشة دي، ولو كانت أميرة كسمها هتقولي فده لأنها أنثى هتهتم بكل تفصيلة في حياتها، مش كيفك كل اللي همك المال والأرض والزرع، وإن جوزك يكون أحسن من أصلان. عمرك ما طبطبت عليه، عمرك ما حنيت عليه وحسستيه إن هو راجل وليه احتياجات، أنا ما خبرش أنت هتفكري كيف. عموما أنت الكلام معاك جل الجيمة، أنا ههملك واطلع أشوف مرتي وبيتي. سلام يا بنت أبوي، ربنا يردلك عقلك قبل فوات الأوان. وفعلا بيمشي أحمد وبيطلع وبيسيب أخته وهي متغاظة قوي إن جوزها بيعملها كده، وأخوها بيعامل بنت عمها بمنتهى الحب والود والاحترام. وفي أوضة المكتب كان قاعد أصلا ومستني مرزوق على أحر من الجمر، وبعد حوالي ساعة جه مرزوق، وساعتها قال له، رد عليه أصلا بحدة وقال: أنت هتقول إيه؟ أنت متوكد من الحديد ده؟ يا ترى مرزوق قال إيه لأصلا؟ ويا ترى ايه علاقة هنية بعيلة اصلان؟ وليه رأفت لما عرف ان بناته راحوا ارض اصلان عمل اللي عمله ده؟ ويا ترى لما مرزوق يقول الحاجات اللي عنده الاصلان ايه اللي هيحصل؟ ده اللي هنعرفه في الحلقة الجاية. دمتم في امان الله. ازايكم يا اجمل متابعين، وقفنا المرة اللي فاتت لما مرزوق جه المكتب عند اصلان وقال له على حاجة، وساعتها اصلان انتفض من مكانه، وده لما قال له الحقيقة يا أصلان بيه أنا مخبرش أقولها لك كيف، بس البنات دول اسمهم نسرين ونور، نسرين الكبيرة في أولى كلية والنور في الثانوية، ودول يبقوا ولاد رأفة الأسيوطي أمين مخازن مصنع الأسمنت بتاع حضرتك. كيف اللي هتقوله ده يا غفير الغبرة؟ أنت رايد تقول إن البنات دول بنات هنية؟ لا أنا مرايدش أقول لك كده واصل، أنا بأكد لك كده هم ولاد هنية صح، بس دلوقتي هنية يعني. ولسه مرزوق هيكمل قطعه أصلان بغضب وقال:
هنفتحها محدتها هنا هياك غور من وشي، ما رايتش اسمع حسك واصل. ما فيش مرة تجيب لي خبر زين، كل اخبارك عفشة كيفك بالظبط. اوامرك يا اصلان بيه. وفي بيت رأفت كانت نسرين ونور قاعدين مع امهم هنية. وقتها نسرين قالت ليه يا ماما كل التحذيرات دي من وقت ما عودنا من ارض اصلان؟ وانتي وابويا ما فيش في خشمكم الا التحذير من اصلان، واللي يجي من يمته هو فيه ايه عاد؟ اني رايد افهم وما رايداش اكون كيف الاطرش في الزفه. يا حبيبتي ما تفتحيش الملفات القديمه، خلي اللي الزمن رمى عليه خليه مرمي عليه. لا يما عاد، احنا ويا بعض كيف الصحاب، وانتي ما هتخبيش عنينا شيء واصل. حاضر يا بنات هقول لكم عن اللي حصل. اول ما اتجوزت ابوكم من 20 سنة كان في واحد هنا في البلد اسمه شاكر. من اول يوم شافني فيه وهو مرعاش حرمة اني متجوزة او اني غريبة عن البلد، لان زي ما انتم عارفين انا من القاهرة وابوكم كان بيشتغل هنا وشافني واتجوزنا وجينا نعيش هنا. وشاكر ده من اول يوم شافني فيه وهو بقى دايما يعاكسني ويمشي ورايا، وانا كنت بتجاهل لحد بقى ما حصلت الحاجة اللي لا يمكن انساها ابدا. ردت نسرين بلهفة وقالت وبعدين يما كملي انت سكتي ليه عاد؟ لحد ما خلاني في يوم كنت رايحة اجيب طلبات من السوق، ووقفني واعترض طريقي وركبني معاه العربية بالعافية، لكن اهل البلد طبعا كانوا شايفين الموقف ده وجريوا على ابوكو وقالوله، وهو جه ورايا ولحقني قبل ما شاكر ده يعمل فيا اي حاجة. لكن يومها البلد اتقلبت وحكموا عليه ان هو لازم يقدم دية كبيرة قوي، ومش بس كده وان هو مش هينفع يفضل هنا في البلد مرة تانية. ردت نور وقالت واكيد الدية دي الفدادين اللي نمتلكهم من ورا ارض اصلان، مش كده يما؟ بالظبط كده. لكن طبعا القاعدة ما اكتفتش بموضوع الدية ده وطلبت من شاكر ان هو يسيب البلد خالص، وللأسف عيلة عبد المتجلد رغام ما جبلتش بالوضع ده وشافتها انها اهانة كبيرة. ازاي يعني الغريبة تفضل في البلد وواحد يعتبر من عين اعيان البلد هو اللي يمشي؟ وحسوها كده ان هي بمثابة الطرد، لكن كبارات البلد حكموا بكده وقال ان هو تجاوز حدوده لما بص لست متجوزة وكمان متجوزة واحد من اهل البلد. بردك ما خبراش ايه دخل اصلا ده باللي هتقوليه ده يما؟ يا بنتي ما هو اصلا ده يبقى ابن اخو شاكر، ما هو درغام الله يرحمه يبقى اخو شاكر الكبير، ودرغام ده يبقى ابو اصلا. وللاسف اصلا ده زي اهله رفض حكم القاعدة العرفية اللي اتعملت وقتها، ومن وقتها بقى احنا كلنا ما ينفعش نجرب من اللي اسمه اصلا ده، لانه بالنسبة لنا هيبقى كاننا رحنا لعبنا قدام بيت الاسد. كيف يما الحديث اللي هتقوليه ده؟ وابوي ماسك المخازن بتاعت مصنع الاسمنت عاد، وده بيمتلكه اصلان. ايوه فعلا ابوكي ماسك المخازن بتاعت مصنع الاسمنت بتاعت اصلان، دي حقيقه. بس مصنع الاسمنت ده اصلا في الاصل بتاع عيله عبد المتجلي كلهم، وابوكي بيشتغل فيه من زمان جدا حتى من قبل ما يتعرف عليا ولا يشوفني، وهو اللي عارف كل حاجه في المخازن عشان نجده العيله اتمسكت بيه وما يقدروش يستغنوا عنه ابدا. طب انت عارفة اصلا ده بذات نفسه بيتعامل مع ابوكي باحترام كبير قوي وما يقدرش يرفض له طلب عشان عارف ان روحه في يد ابوكي. كيف يما روحه في يد ابويا عاد؟ انا هقولك يا ستي، عيلة اصلا كلهم حاطين اكتر من 3/4 رأس مالهم في المخازن، عشان كده كان لازما اللي موجود على المخازن دي يكون حد امين قوي وما فيش امن من ابوكي، هو معاهم من سنين السنين. يعني بقى خدوها من مبدأ ان كل حرب ولها خسائر وليها تنازلات، وجود ابوكي معاهم شيء هما مش عاوزينه، لكن المصلحة بتحكم، والناس اللي زي دول يا بيتي المصالح عندهم اهم حاجة. ياه يما دي حكاية وعرة قوي. عموما احنا كده فهمنا كل حاجة، واكيد ما هنطبوش ارض اللي اسمه اصلا ده واصل. وكل الكلام ده كانت واقفة سماح ورا الباب قعدتها وسمعاه كله، وساعتها قالت بمكر يا هنية بقى معقول كل ده يطلع منك انتي؟ صحيح ده انتي مش سهلة ابدا، وانا اللي كل ما اكلم رأفت عليكي يقولي دي غلبانة ولا حول ليها ولا قوة، اتاريكي مية من تحت تبن. بقى انتي عملتي ده كله بس انا لازم استفيد من الموضوع ده، واكيد هتقعي في طريقي انتي وبناتك. ولان اليوم ده كان يوم جمعة فكانت اجازة بالنسبة لرأفت، وعلى دقة الساعة 4 كانت قاعدة العيلة كلها على السفرة بياكلوا، ومن ضمنهم هنية بالكرسي المتحرك بتاعها. وفي وسط ما هم بياكلوا اتفاجئوا بالباب بيخبط قوي، جري معاذ ابن رأفت يفتح واتفاجئ بواحد قدامه طويل وعريض وضخم وبيقول له بحده وبعيون زي الصقر ابوك فين عاد؟ وقتها رأفت سمع الصوت وميزه وخرج يجري على الباب وقال اهلا يا اصلان بيه، خطوه عزيزه اتفضل. وفعلا دخل اصلان وقعده رأفت في الصالون، لكن وهو ماشي عدى على السفره، وساعتها الكل كان باصص في الارض ومن ضمنهم نور ونسرين. وبعد ما قعدوا اصلان قال بغضب لرأفت
خبريه يا أستاذ رأفت، إيه اللي حصل عشية في الأرض بتاعتي ده؟ ما كفكوش الأرض اللي خدتوها من عيلة عبد المتجلي عاد؟ لا يا أصلان بيه، حضرتك فهم الموضوع غلط، أنا بناتي ما كانوش يقصدوا شيء، وكمان هم ما يعرفوش باللي حصل قبل سابق، وإحنا بنعتذر كتير، وأنا كنت هاجي بنفسي بكرة على المكتب، وأعتذر لك على اللي حصل ده، لأنه كان عشية، بعد ما عودت من الشغل، والنهاردة كيف ما أنت خبر الجمعة، والمصنع أجازة، لكن أنا كنت هخبرك باعتذاري ده الصبح. ساعتها اصلا حط رجل على رجل وقال بغرور، بس الاعتذار مش واجب عليك انت يا استاذ رأفت، ده واجب على بناتك ولا ايه؟ وهي اصلا به عاد، انا اعتذرت لك وده شيء كافي، بلاش نحط البنت الصغيره في موقف كيفك ده. انت خبر يا استاذ رأفت، انا ما احبش اعيد الحديث مرتين، بناتك يجوا لحد هنا ويعتذروا على انهم طبوا الارض بتاعتي عاد، ووقتها بس اقدر اقول لك ان احنا حبايب وما فيش أي شيء حصل واصل. وقتها رأفت بط راسه في الأرض، لأنه في الوقت ده ما يقدرش يقول لأصلان لأ، وقرر إن هو يخرج ويجيب البنات يعتذروا لأصلان. لكن لما راح للبنات هنية قالت بغضب، لا بناتي مش هيخرجوا للكائن اللي بره ده، أنت مش واخد بالك ده شبه مين؟ بلاش شبه مين، واخد بالك بيفكرك بمين؟ أنا اللي هخرج معاك واعتذر له بالنيابة عن بناتي، وهو جبل الاعتذار جبل، ما جبلش هو حر بقى، احنا مش هنبوس يده. أنا مريتش مشاكل مع أصلان عادي هنية، خرجي البنات وعدي ليلة الغبرة دي على خير. زقني يا رأفت زقني وانا هخرج لأصلان، هو فاكر نفسه ايه؟ اشترى كون بفلوسه وبفلوس أهله. وقتها رأفت رضخ لرغبة هنية وخرج بالكرسي لأصلان، اللي أول لما شاف هنية اتصدم وقال، انت مين عاد؟ أنا هنية يا أصلان، واللي بسببها أنت جاي وعامل كل الكلام ده، وأنا خرجت لك دلوقتي عشان تعرف إن أنا لا حول ليا ولا قوة، ولا رجع بعد السنين دي كلها انتجم، ولا زي ما جه في بالك قبل ما تشوفني، إنني بزوج بناتي عليكم عشان أكرر اللي حصل زمان من عمك، مش ده برضك اللي جه في دماغك؟ لا، أنا مريتش كل اللي قلتيه ده يا حجة، وخلاص أنا مش عايز حد يعتذر عاد، وهمشي دلوقتي. وفعلا مشي أصلان وهو متوتر قوي من منظر هنية، لكن وهو ماشي وكان بيجري خبط في واحدة، وأول لما رفع عينيه ولسه هينطق لقى قدامه بنوتة جميلة قوي وصغيرة قوي. ساعتها قال لها بدون وعي، يا بوي انت بجد ولا جرافيك عاد؟ وقتها نور ارتبكت قوي وقالت، انت هتقول ايه ومالك خارج وانت كان شفت حنش؟ ياك حنش كيف بس عاد، ده انت حلوة قوي، معقول انت اللي كنت في الارض عندي عشية؟ والله انا لو كنت اعرف ان الموضوع كده انا ما كنتش سبتك وقتها عاد. اتخبلت يا جدعين تفرسك ولا ايه؟ كيف هتتحدث وياك ده؟ انا لولا انك في دارنا انا كنت عرفتك مجامك. ساعتها اصلان فقل نفسه من اعصار جمالها اللي جه عليه مره واحده، وقال بكل الغضب اللي في الدنيا وهو بيمسك ايديها جامد، هو مين ده يا بجره براس عجل؟ انت اللي اتخبلتي، انت ما دريناش هتتحدتي مع مين. وقتها نور زقته جامد ومسكت دراعها بقلم وقالت، زعلتك جوي اتخبلت، وبالنسبه لاني كنت ناوي اعرفك مجامك دي، ايه موقعها من الاعراب عنديك؟ هقول لك ايه، انت تمشي دلوقتي من دارنا يا جدع، انت اخدت واجبك وخلصنا من القصه دي، ما كانوش عايدين نعناع عاد. وقتها جت سماح وقالت بمكر، ايه يا نور مالك بتتكلمي مع البيه كده ليه؟ لا مؤاخذه يا بيه، اللي ما يعرفك يجهلك، معلش اصل نور دي بنت صغيره لسه في تانية ثانوي. اصلا باستغراب، هو انت مين انت كمان؟ ايه البيت اللي دخلته ده؟ ما اعرفش كل هبابه يطلع لحد ما خبرش منين. انا مرات رأفت وام ولاده مازن ومعاذ. طيب طيب. ومشي اصلا وراح عند العربيه وسماح كانت وراه، ولسه هيركب لقي سماح واقفه قدامه قبل ما يركب وبتقول له بخبص، على فكره انا عارفه كل حاجه، وعارفه انك عاوز تاخد حق شاكر عمك، وعلى فكره كمان انت هيبقى عندك حق، اصل ما ينفعش هنيه هي اللي تفضل وعمك هو اللي يبقى مطرود بره البلد. انت هتتحدتك ده ليه؟ الموضوع خلص وهنيه بقت لا حول ليها ولا جوه عاد. بص انا مش هقدر اقف معاك هنا كتير، بس كل اللي اقدر اقوله لك ان هنيه دي ميه من تحت تبن، ما يغركش الكرسي ابو عجل اللي هي قاعده عليه، لكن هي وبناتها عايزين الحرق. عموما انا هكتب لك رقم تليفوني علشان انا متاكده وواثقه انك هتحتاجه، انا اكتر واحده هساعدك في اللي انت عاوز توصل له، وانت قامك انا اللي هحققه لك، واضح انك هتعزيهم جوي جوي اكتر ما تتخيل، علشان كده بقول لك محدش هيساعدك ولا هيقدم لك خدمات وادي. اسمع الكلام انت بس وصدقني اللي انت عاوز توصل له هتوصل له وقريب قوي. اخد اصلا منها رقم التليفون ومشي وروح على البيت، واول لما دخل على اوضته جه قاسم وراه الاوضه وقال، برضك عملت اللي في راسك رحت للناس دارهم؟ يا اخي عيب عليك كده. ايوه رحت وكان لازم اروح، المهم انا عرفت ايه سبب تغييرك امبارح، البيت عجبتك مش كده؟ وهي زينة وتستاهل عاد، لكن ما هتنفعكش يا ولد ابوي، او الهام لانك متجوز
وتاني هملة إنها طلعت بنت هنية. فاكر هنية يا جاسم؟ أنت قصدك هنية اللي طفشت عمك من هنا واللي بسببها ما نعرفلوش أراضي واصل؟ بالظبط، ودي الأخبار اللي عفشة اللي جابها لي مرزوق امبارح. لكن السؤال هنا، أنت كيف تتجرأ وتوالها بالطريقة دي؟ دي صغيرة قوي عليك. لا ما هيش صغيرة عاد، دي في الجامعة، وانت خابر اني ما مرتاحش في جوازتي. حنان اتفرضت عليا، انا ماليش غيرك في الدنيا يا اصلان. هتوقف في جار اخوك في القصة دي ولا هتهمله يكمل الباقي من عمره في تعاسة؟ لا انا ماليش صالح باللي هتقوله ده، بس انت بتقول انها في الجامعة. انت تقصد مين؟ هاقصد نسرين. انت اللي تقصد مين؟ انا مقصودش مخلوق واصل. وبعدين بزيادك حديث لحدك ده، انا راسي هتنفجر عاد وبيت دنعس. لكن احب اقول لك ان اللي في راسك ده ممكن يدخلنا في مشاكل احنا في غنى عنيها، خصوصا يعني ان عمك رؤوف ما هيسكتش واصل ولا يعدي القصه دي بالساهل. وعمك ده انا اشتكيت له كتير من بيته ومن طريقتها وهو ما هيعملش شيء واصل. اسمع يا اصلان عاد، انا اخدت قرار ولا يمكن ارجع فيه واصل، لان صبرت كتير على بنت عمك. وانا كيف ما قلت لك ماليش صالح، وانت مش صغير، انت راجل كبير وتقدر تتصرف لحالك. انا ما مسؤولش عن حد. وفي البيت عند رأفت كانت نور بتظبط السرير علشان امها تنام، وبعد ما خلصت واطمنت على امها وجايه تمشي، هنية قالت لها بحزن، انا عملت كل حاجه عشان اللي اسمه اصلا ده ما يشوفش واحده فيكم، لكن للاسف حصل اللي كنت خايفه منيه. واه يما، مال حديثك الايام دي كلها الغزك ده؟ ليه يما؟ ده انت ولا في صغرس اللي عندنا في المدرسه. بكره تعرفي ان اللي كنت واقفه تتكلمي معاه وعماله تاخدي وتدي معاه في الكلام كانه بني ادم طبيعي، هيعمل ايه بعد ما شافك يا بنتي؟ احنا اللي زينا خد حظه من الدنيا كله في شويه الجمال اللي ربنا ادهم لنا، غيرك ده احنا ملناش حظ في حاجه. عموما ربنا يسترها من اللي جاي. نظره اصلا ليكي فكرتني بنظره شاكر، هي نفس العيون الحاده اللي زي الصقر. انعسي يما عاد، انا ما نقصاش حديثك ده الله لا يسيئك. تصبحي على خير، انا كمان هروح انعس. وتاني يوم في كليه الهندسه بعد المحاضره اتفاجئت نسرين وهي راجعه على البيت باللي مستنيها قدام الجامعه، وطبعا كان قاسم اللي اول لما شافته نسرين ارتبكت قوي وقالت خير يا استاذ، هو انتوا اشتريتوا الجامعه كمان ولا ايه؟ لا مش للدرجه دي، جامعه سوهاج جامعه كبيره وما نقدروش نشتروها. لكن انا كنت فايت من هنا ولمحتك فقلت اجي واسلم، بس واضح انك اتضايقتي. لا انا مقصودش، بس فكرتك انك طالب هنا معانا في الجامعه. لا انا مش طالب، انا مخلص جامعه اديلي 10 سنين، لكن لو عاوز الصراحه انا جيت هنا عشان كنت رايده اشوفك. واه كيف اللي هتقوله ده يا جاسم؟ اسمي قاسم عشان النطق عاد. تمام، وبالنسبه للي هتقوله؟ واني قلت ايه؟ انا ما قلتش حاجه عفشه لا سمح الله. طبعا اذنك، انا لازم اعود للدار دلوقتي لان نور خيتي هي كمان مش في الدار لانها في ثانويه عامه، وما ينفعش نهمل امي لحالها. عن اذنك يا استاذ جاسم، انا اتبسطت اني شفتك عاد. وفي بيت رأفت كانت هنيه قاعده في جنينه البيت وبتشرب قهوه، ساعتها جت سماح عليها وقالت لها بمكر، والله واضح ان الايام اللي جايه في بيتنا دي هتبقى كلها فرجه على حاجات حلوه قوي. خير يا سماح؟ جايه وعايزه ايه؟ ولا انت ما بقيتيش تحبي يا حبيبتي تشوفيني قاعده شويه هاديه؟ انا لو عليا اسيب لك الدنيا كلها وامشي، لكن انا متاكده اني منين ما اروح هلاقيك في وشي. ده انت قدر يا شيخه، دي كانت جيره سودة. طب وليه بس؟ دي كانت جيره الهنا، الله يرحمك يا طنط وداد، كانت بتحبني قوي. بس مش عارفه انت ليه يا هنيه بتعامليني بالطريقه دي. هي شيخة انا شفت بجاحها كتير وجليل، لكن ما شفتش بجاحها بالطريقه دي. بعاملك كده ليه؟ دي اجل حاجه ممكن تنتظريها مني. انت ناسيه انت عملت فيا ايه؟ انت اخدتي مني جوزي، استغلتي موضوع البنات وفضلتي تدحلبي له انت امك الله يرحمها بقى لحد ما اخدتوه مني ومن بناته، وجايه دلوقتي تقولي لي بكل براءه مش عارفه انا بعاملك كده ليه؟ ويا ريت ساكته، ده انت بتحاولي تعملي اي حاجه عشان تجلبي رأفت عليا وعلى البنات. انا عايزه اقول لك يا سماح، بدل ما انت مركزه معايا انا وبناتي قوي كده، ركزي مع اولادك اللي بجد لو فضلوا كده هيضيعوا منك، والله اعلم ايه اللي هيحصل. ولا انت بقى ما كفاكيش اللي عملتيه؟ نسيتيه ولا فكرك بيه يا سماح؟ هيضيعوا فين بس يا هنيه؟ ايه اللي بتقوليه ده يا حبيبتي؟ ده حتى المثل بيقولك لما جالي الولد اتشد ظهري واتسند. بس انت هتعرفي منين؟ اصل خلفتك كلها بنات، وعلى فكره انا مش بعيرك خالص، والحكايه اللي انت بتتكلمي فيها كل شويه دي انا قلتلك 100 مره كانت صدفه وانا ماليش علاقه بيها، بس انت بقى اللي شكلك كده عايزه تشيليني الليله وخلاص. وبالنسبه لموضوع رأفت انت فاهمه غلط خالص، انا ما وقعتش حد. مش يمكن جوزك اللي ما كانش مقتنع بيكي؟ عموما الكلام ده خلاص عدى وفات، وانا جايه اشم هوا في الجنينه، مش جايه عشان اضايقك خالص.
ساعتها هنية بصت لها من فوق لتحت وأخدت بعضها ورجعت على البيت، وهي داخلة قابلت نسرين اللي كانت راجعة من الجامعة، واللي بصت باستغراب ناحية مكانة أمها قاعدة ولقيت سماح. وقتها نسرين قالت بلهفة: خبريه يما عاد، ليه قعدتي مع المرة اللي كيف البومة دي؟ احنا مش قلنا مالناش صالح بيها واصل؟ ولا انت بقى ما هتسمعيش الحديث؟ حمد لله على سلامتك يا نسرين يا حبيبتي. لا ما تاخديش في بالك، انا كويسة، هو مش الشيء ده اللي تعكر دمي. المهم قوليلي، انت عملتي ايه في الجامعة النهاردة؟ خلصتي المحاضرات بتاعتك ولا رجعتي من غير ما تاخدي محاضرتين ثلاثة زي كل مرة عشان تفضلي قاعدة جنبي؟ ساعتها نسرين سرحت وافتكرت قاسم وقالت لأمها: لا يما، اخدت كل محاضراتي عاد، والنهاردة انا ما كانش عندي غير محاضرتين اتنين وحضرتهم معودت على الدار. يلا بقى يا ست الكل عشان اجيب لك تاكلي، الوكل انا عملتهولك قبل ما امشي على الجامعة. وفعلا راحت نسرين وجابت الاكل لأمها، وبعد شوية جه أبوها وقعدوا كلهم في جو أسري، لكن طبعا هنية كانت واخدة جنب لوحدها. ومرة واحدة اتفاجئوا بنسرين بتقول: بس يا أبوي أخو اللي اسمه أصلان ده غيره خالص. أيوة يا بنتي عندك حق، جاسم غير أصلان خالص، ده شيء وده شيء تاني، سبحان من جابهم من بطن واحدة. مين قاسم ده يا رأفت؟ أخو أصلان، أصل هو لما جه هنا كان لوحده. اتكلمت نور بخنقة وقالت: ليه؟ أنت كنت فاكراها يسحب راجل طول بعرض وراه؟ ده اخوه مش ابنه، ما تشوف مرتك يا بوي. ساعتها كل الموجودين ضحكوا، ووقتها سماح ردت وقالت: هو في ايه يا نور؟ هو انا قلت حاجه؟ انا بس عاوز افهم، وعموما انا سايبه لكم القعده كلها وقايمه، هروح اقعد مع اولادي وهما بيلعبوا بالبلاي ستيشن. اتكلمت نسرين وقالت: على فكره يا مرت ابوي، الامتحانات يوم الاثنين الجاي، يا ريت مازن يذاكر لانه شايل من الترم الاول مادتين، وانا خبرتك قبل كده انك تشدي عليه، لكن انت بقى اللي مريداش حد يتدخل في تربية مازن ومعاز. اتكلم رأفت بغضب وقال: كيف الحديث اللي هتقوليه ده يا نسرين؟ عموما مش وقت الحديث ده يا سماح، ليكي روجة كده برضو يا نسرين، قلبت ابوك عليا في لحظة. عموما مردودالك يا بنت ضرتي. ودخلت سماح فعلا تقعد مع اولادها، وساعتها فضلت هنية هي وبناتها مع رأفت، وفضلوا يتكلموا في حاجات كتير لحد ما رأفت قال حاجة، وساعتها نسرين قالت بصدمة: هتتحدى جد يا بوي؟ اتكلم رأفت باستغراب: واه، يا ترى ايه اللي رأفت قاله خلى نسرين تتصدم بالطريقة دي؟ ويا ترى ايه اللي عملته سماح في هنية واللي مش قادرة تنساه لحد دلوقتي؟ وكمان اصلا هيعمل ايه في نور بعد ما هزقته وقالت له الكلام الكبير ده؟ ده اللي هنعرفه في الحلقة الجاية. دمتم في امان الله. ازيكم يا اجمل متابعين، وحشتوني جدا جدا من الحلقة اللي فاتت. وقفنا المرة اللي فاتت لما رأفت قال حاجة وساعتها نسرين اتصدمت، وده لما قال جاسم به ونعم الناس ومتجوز بنت عمه وعنديه مروان كمان، هتتحدد جدي يا بوي؟ معقولة جاسم ده متجوز؟ واه يا بنتي، هو انا ما هتحددش جدي ليه؟ وليه ملامح وشك اتغيرتك ده؟ هو في حاجة ولا ايه؟ لا مفيش حاجة واصل، انا نعسانة وهدخل اتسبح ونام. يلزمك حاجة يما قبل ما نعس؟ لا يا حبيبتي، نامي وارتاحي انت عشان عندك محاضرات كتير بكرة. ودخلت نسرين اليوم ده اوضتها علشان تنام، وبعد لما دخلت رأفت بص جامد لهنية وقال: بنتك مالها عادي يا هنية، هو في حاجة انا ما خبرهاش ولا ايه؟ والله ما عرفش حاجة يا رأفت، لكن عموما كل حاجة هتظهر، ما تشغلش بالك انت، اوعى تكون يا نور عارفة حاجة ومخبيها علينا. لا لا، هو انا هخبي ليه عاد؟ انا ما خبراش حاجة، ونسرين ما قالت ليش على حاجة واصل. وبيعدي يومين ونسرين حزينة قوي ومحدش عارف ايه سبب الحزن ده، لحد ما في يوم وهي خارجة من الجامعة اتفاجئت بقاسم قدامها وبيوقفها وبيقول لها بحب: كيفك يا أنسة؟ يا رب تكوني بخير. واه، بعد عن طريق يا جدع انت، انا ما نقصكش انت كمان عاد. هو في ايه بالظبط؟ مالك هتتحدتي معايا كده ليه؟ عشان ما يصحش يا بيه يا محترم يا ابن البهوات انك تكون متجوز وتوجفني تتحدت وياي. راي تعمل ايه في سمعتي عاد؟ انا كنت هقولك والله، بس القصة مش كيف ما انت خبرة واصل. الحكاية أنا ما رايداش أعرف لحكاية ولا رواية عاد، وبعد عن طريقي. ويكون في معلومك، لو تعرضتلي مرة تانية صدقني هقولك حديث عفش قوي ما هتستحملوش واصل. ولسه قاسم هيرد عليها اتفاجئ بأخوه أصلان خارج من عربيته وماشي ناحيته بيقوله بمكر: شكلك عفش قوي يا ولد أبوي، لما بالتهنية عاد تسوي فيك كده وتهملك وانت بتتحدد، والله أعلم جريتلك ايه تاني. مالكش صالح بالموضوع ده يا أصلان، بعد عني، واكيد انت اللي قلت لها المعلومه دي، هي يعني من فين هتعرف اني متجوز؟ اكيد دي حركه من حركاتك اللي انا خبرها زين. والله انت ظالمني يا ولد ابوي، انا مش محتاجه الف اللفه الطويله العريضه دي عشان اوصل للي انا رايده. عموما انا كنت معدي من هنا بالصدفه ووعدت لك هتعود معايا على الدار،
والله هتفضل واقف هناك تتشمس عاد. وقتها قاسم مشي مع اصلان، وهم في الطريق قاسم قال: انا مش مقتنع عاد بالحديد بتاع انك وقعت لي بالصدفه دي. ايه اللي جابك هنا يا اصلان؟ هو لا تكونش بتراجبني وانا ما خبرش. هو لو ان انا مش من عادتي ان ابرر لاي مخلوق اي تصرف انا هسويه، لكن هقول لك انا كنت بتوكد من حاجه واتوكدت منها عاد. اوعى تكون هتحب نسرين يا ولد ابوي. اصلان بتفكير: لا ما تقلقش مش نسرين. وبعدين حب ايه اللي هتقول عليه؟ انا ما هفكرش بالطريقه دي واصل. وعموما انا في حاجه كده لازم نتوكد منيها الاول، لكن كيف ما قلت لك قبل سابق ان موضوعي هين، لكن انت قصتك واعره قوي يا ولد ابوي، لانك وقتها لو الباشمهندسه حصل ووافقت وجبلت بالوضع عاد، وقتها انت هتواجه عمك رؤوف. ومش عمك رؤوف لحاله، عيله عبد المتجلي كلتها هتقف قصادك. وخلي حرمانك من ولدك في كوم لوحده. وانت رايد نعمل ايه يا ولد ابوي؟ القلب عمره ما كان بيدنا، ده بيد ربنا. وانا كيف ما انت وعيت لي دلوقتي ببقى عايزه اطلع لها، ولما بوعلها ما خبرش بيجرى لي ايه عاد. يا خوفي لا يكون ده الحب، دي تبقى وجع مربربه، وقتها عيله عبد المتجلي هيفتحوا في القديم وهيقولوا ان هنيه ما هتسكتش واصل غير لما تخلص على رجاله العيله كلتها. انا ما خبرش اسوي ايه يا اصلان. اصلان اتضايق جدا علشان خاطر اخوه، بالرغم ان هما الاتنين زي ما بيقولوا كده نائر ونقير، لكن في النهايه هو اخوه. ساعتها بصله بزعل وقال: ما تقلقش يا ولد ابوي، في حاجه كده لو تمت انا اؤكد لك ان ممكن يحصل اللي يخليك تتجوز اللي قلبك رايدها. هتتحدد جدي يا اصلان؟ وانا عمري اتحددت غير الجد عاد. ما تقلقش يا ولد ابوي، كيف ما قلت لك الموضوع ده عندي وعدى اليوم ده عادي. لكن قاسم كان زعلان جدا بسبب اللي حصل مع نسرين. وتاني يوم في مصنع الاسمنت دخل اصلان بهيبته المعهوده على مكتبه، وساعتها جه وراه على طول اسد فهمي، وده صديق عمره ومدير اعماله واللي ماسك شغل اصلان كله، وقال له: مواعيدك النهارده ما هينفعش تتاجل واصل يا اصلان. الشركه الفرنسويه المندوب بقاله يومين هنا في الفندق، ما هيصحش نقعد اكتر من كده، ده عنديه مصالح بردك. مفيش مشكله عاد، لكن دلوقتي أنا رايد إنك تشيع لي رأفت الأسيوطي، عشان رايد أتحدد وياه في حاجة مهمة. وإنت رايد رأفت في إيه؟ ده ما بيقدرش يسيب المخزن واصل، ودلوقتي بيكون معاه تسليم شغل واستلام شغل بردك، وأكيد هو ما هيهملش الشغل لحاله، ويجي هنا عشان يتحدث وياك. إنت ما وعدتش لحالك يا أسد ولا إيه؟ كيف تتجرأ وتتحدث معايا كده؟ اللي بقول عليه يتنفذ وفي الحال، شيع لي رأفت دلوقتي وما تتأخرش. حاضر. وفعلا بيبعت اسد لرأفت، وساعتها رأفت بيستغرب لكن بيروح المكتب علشان يفهم فيه ايه بالظبط، وده طبعا بعد ما بيسلم الشغل لزكريا اكتر واحد هو بيثق فيه في المصنع. واول لما دخل المكتب اصلان قال: اقعد يا استاذ رأفت، اللي عرفته انك وقفت زكريا على ما ترجع عاد، مش كده بردك ولا الاخبار هتجيلي غلط؟ لا لا صح، لكن اني اللي مستغرب له الحقيقه هو انك شيعتلي، مش بعاد انك تشيعلي. أني خابر إن الحديث اللي هتحدثه وياك دلوقتي ما هيصحش يكون هنا، لكن ما يضرش. خير يا أصلان بيه؟ أني ابتديت أقلق، أني رايدة أتجوز بيتك يا أستاذ رأفت، وطبعا أنا ما هحتاجش أخبرك إني هجيب لها كل اللي هي بتتمناه وأكتر كمان. قلت إيه؟ نعم حضرتك رايدة تتجوز نسرين، مش شايف إنها صغيرة عليك حبتين؟ تقريبا الفرق 10 سنين. بس أنا ما رايدش نسرين عادي يا أستاذ رأفت، أنا رايد نور. اتصدم رأفت للمرة التانية وقال: كيف يعني رايد نور؟ انت خابر نور حدها كم سنه عاد؟ دي لساتها 17 سنه، كيف تتجوزها؟ دي في ثانويه عامه. انا خابر كل الحديد ده، لكن هي هتتم ال 18 سنه بعد شهرين تقريبا، وهتكون كمان خلصت تانيه ثانوي، والسنه الاخيره هاخدها عندي في الدار، وليك عليا اجيب لها احسن مدرسين في مصر كلها يدرسوا لها ويجيبوا لها اشداعها مجموعه. ومش بس كده، الكليه اللي تشاور عليها ان شاء الله لو طلبت تدخل الجامعه الامريكيه. بس انا عمري ما اجوز الصغيره قبل الكبيره، دي اصول. هو اللي احنا ما مالينش عينك يا اصلان بيه، وقلت بقى دول هيتعدوا الاصول بزيادك ربط الحريم ده يا رأفت. انا قلت لك على طلبي، وانت قدامك خيارين، يا توافق يا ترفض، بس نصيحه مني بلاش ترفض، لان بيتك انا رايدها وجيت لحد عنديك وطلبتها منيك، ما تخلينيش الجأ لاساليب انت ما تحبهاش عاد. وافق وعجل بيتك وخليها توافق، وصدقني وقتها هخليها ملكة متوجة، كل اللي يوعلها يتمنى يبقى مطرحها. وانت عارف كلمتي واحدة، ولو طلبت لبن العصفور هيكون عنديها. انت هتهددني اصلان عاد؟ وبعدين احنا واخدين من العيلة تبعكم كلتها عهد امان انكم ملكوش صالح بينا. العهد اللي هتقول عليه ده يا رأفت يبقى بخصوص هنية مرتك،
لكن اللي هتحدث وياك فيه شيء تاني خالص، ده جواز وقصة جديدة. خلاص هملني أسبوع أشاور حالي وبعدها رد عليك. هو أنا مستنظرك يا رأفت، والوقت اللي هتكون جاهز فيه تاجي وتخبرني قرارك. وبيمشي رأفت وبيرجع تاني المخازن، وساعتها أصلا بيرجع راسه لورا على المكتب وبيقول: يا ترى إيه اللي جاي عاد في القصة دي؟ ويا ترى يا نور أنتي وحكايتك الوعرة دي هترسي على إيه؟ لكن على مين؟ أنا ما هيهمنيش مخلوق واصل، واللي هيفتح خشمه أنا هعرفك في الهولو كيف. وفي بيت رأفت كانت سماح قاعدة مع أولادها وبتقول لهم: اسمع يا واد منك ليه، أبوكم قالب عليا بسببكم، والبومتين أختكم الكبار كل شوية يفضلوا يقولوا لولادك يا بابا سايبين دراستهم وبيلعبوا، احنا حاولنا نذاكر لهم وهم مفيش فايدة. اعملوا حسابكم انتوا الاتنين، انا مش هعرف اداري عليكم اكتر من كده. انت يا مازن انت لازم السنة دي بأي شكل تنجح، ويا حبذا يعني لو جبت مجموع كبير. ودي اعملها كيف بقى يا ماما؟ وبعدين انت قلت لنا قبل سابق ان احنا رجالة واحنا اللي هنبقى في ظهر ابونا، اخواتنا البنات ملهمش عايزة، مش دي حديثك برضك؟ ايوه كان كلامي، بس الكلام ده لما كان ابوكم تحت طوعي وبيعمل اللي انا عاوزاه، لكن دلوقتي قلبه قوي بعد ما ست نسرين دخلت هندسه، وشكل كده التانية هتحصلها. عموما انت لازم تنجح، وانت كمان يا واد يا معاذ لازم تنجح، وما تخليش هنية وبناتها يشمتوا فينا. همالين يما الله يصلح حالك، انا ما عنديش امتحانات السنه دي عاد، ركزي مع ولدك الكبير. الا قولي لي يما، هو انت وخالتي هنية مش كنتم جيران عاد؟ ايه اللي جرى خلاكم تكرهوا بعض كل الكره ده؟ عادي، ما انا قلت لكم الموضوع ده قبل كده، هي اتضايقت علشان ابوكم اتجوزني، ضراير بقى، والضراير طبعا ما بيحبوش بعض، وهي كرهتني اكتر لما خلفتكم. اصل موضوع خلفه البنات هنا في الصعيد بيبقى فيه شويه مشاكل. لا يما القصه اكبر منك ده، انا رايد اعرف ليه كل لما يجي الحديد في موضوع الحادثه بتاعه خالتي هنيه تطلع لك وكانها بتقول لك ان انت السبب. هو انت يما ليك يد في اللي حصل لخالتي هنيه؟ هو بسببها بقيتك ده وقاعده على كرسي؟ في ايه يا معاذ؟ هو انت هتحقق معايا ولا ايه؟ وبعدين يا حبيبي حادثة هنية دي انا كنت وقتها حامل في اخوك، يعني اكيد ماليش يد فيها خالص. بطلوا تتكلموا في الموضوع ده علشان الكلام فيه ملهوش لازمة، وانا مش عاوزة الموضوع يكبر اكتر من كده. اهدي يما مالك، اتلبكتك ده ليه؟ وبعدين انا مازن مش معاذ عاد، عموما مفيش شيء بيستخبى واصل وكله بيبان. ولسه سماح هترد اتفاجئت بتليفونها بيرن برقم غريب، خرجت بره في الجنينة وحطت التليفون على ودنها وقالت: الو مين معايا؟ هاني اصلان، كيفك يا ام الولاد عاد؟ اظن انك هتحب اللقب ده قوي. ايوه طبعا بحبه قوي، لانه بيفكرني بانجازاتي وان انا عندي اللي مش عندي ناس كتير. عموما اكيد مش ده موضوعنا، واكيد برضو مش ده اللي انت بتتكلم علشانه. زين قوي، يبقى ندخله في الموضوع. النهارده انا طلبت يد بنت جوزك عشانك ده، هنريدك تجيبي لي كل الاخبار من حداكم في الدار، قالوا ايه، عادوا ايه، نور وافقت ولا رفضت، كل حاجة يا سماح. وطبعا القصة دي ما هتمش ببلاش، انا كل حاجة عندي وليها تمن، واللي بيساعدني وبيجيب لي طلبي بيبقى التمن عندي تقديره عالي قوي. قلت ايه؟ قلت موافقة طبعا، بس استنى كده، انت بتقول نور مش نسرين؟ معقول عاوز تتجوز نور؟ دي لسه ما كملتش 18 سنة. بس انا كنت حاسة بكده من يوم ما كنت هنا واتكلمت معاها، وانا حاسة ان في حاجة حصلت وقتها. انا ما احبش رط الحريم ده، قلتلك اعملي حاجة يبقى تعمليها من سكات، وقريب قوي هتلاقيني حداكم في الدار، وبديكي بيني وبينك طبعا ظرف فيه حاجة حلوة، ودي هيبقى عربون اتفاق مش اكتر من كده. تمام يا اصلان بيه، وعموما اكيد رأفت هيتكلم في الموضوع ده النهاردة، وانا هكون موجودة، ولو حابب انقلك كل اللي حصل صوت وصورة انا ما عنديش مانع، كله يهون عشان خاطر عيونك. لا بلاش قصة الصوت والصورة دي، أنا مقصودش اللي هتقوليه ده عاد، بلاش موضوع التصوير ده، ما هيجيش من وراه غير المشاكل. عموما أنا مستني منيكي تليفون بكرة، لأن النهاردة ما ينفعش تتحدتي وياي على التليفون، جوزك ممكن يحس بحاجة وساعتها ندخله في قصة وحوارات ملهاش عزة عاد. عندك حق، ما ينفعش نتكلم النهاردة. عموما ما تقلقش، كل حاجة بالتفصيل كأنك موجود هتكون عندك، ولو عاوز زي ما قلتلك صوت وصورة أنا ما عنديش مانع. لكن انت قلتها انك هتصدقني، اصلا انا مش من مصلحتي اني اكدب عليك في حاجة. تمام يا سماح، اجده يبقى اتفقنا. وبتقفل سماح بدم بارد مع اصلان اللي اتفقت معاه على خيانة اسرار بيتها. واخر اليوم بعد العشاء كانوا في بيت رأفت قاعدين كلهم، ساعتها رأفت قلب ارتباك لهنية: اصلان النهاردة شيعلي على مكتبه، ولما رحت كان بيطلب يد بنتك يا هنية. ساعتها كل الموجودين اتصدموا، ووقتها ردت نسرين وقالت بحدة: انا استحيل اتجوز اللي اسمه اصلان ده،
اتخبل ولا ندب اياك. بس اصلا ما رايتكيش انت يا نسرين يا بنتي، اتكلمت هنية بصدمة وقالت انت عاوز تقول ايه بالظبط يا رأفت؟ ان اللي اسمه اصلا ده عاوز نور؟ لا بقى، ده يبقى اتجنن. وانت لما تاخد وتدي معايا في حكاية زي دي ما تبقاش فرجت عنيه كتير. عاوز تتجوز بنتك الصغيرة الاصلان يا رأفت؟ ده على جثتي. لا لا يا هنية، لا 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 يا هنية، مالكيش حق بقى تقولي على جوزك ان هو اتجنن، عيب. اتكلمت هنية بغضب وقالت بلاش تمارس الجرف بتاعك ده دلوقتي علينا، مش وقت كده يا سماح. انا اقسم بالله الكلمتين اللي قالهم رأفت من شوية دول مخليني مش شايفة قدامي، فبلاش تخلينا اطلع كل غضبي عليك دلوقتي. شايف يا رأفت مراتك بتعمل فيا ايه؟ انا مؤدبة ومنصقتش كل ده عشان بقولها تحترمك، بزيادكم عاد منك ليها. احنا رايدين نتحدثوا في القصة الوعرة دي، بلاش الحديث العفش بتاعكم كل مرة ده. انا لحد دلوقتي ما سمعتش حسك يا نور يا بنتي، ايه رأيك في الموضوع ده عاد؟ رايدنا اقول لك ايه يا بوي، انا كنت رايدة اكمل علامي واكمل الجامعة كمان. جواز ايه دلوقتي يا بوي؟ دي ما تبقاش جوازة، دي تبقى جنازة. يوم ما تجوز الرجل العفش ابو اخلاق وعرة ده. اتكلم رأفت بقلة حيلة وقال بس احنا ما هينفعش نرفضه، لازم نوافقه، اصلا واعر، ولو سألت عليه اي مخلوق في البلد هيقول لك بلاش نعديه. رفضنا مش هيكون شيء عابر بالنسبة له، ده اكيد هيفكر ينتجم. وانا يا بنتي ما رايتش مشاكل مع الرجل ده، وخصوصا ان عيلة عبد المتجلي اكيد ما هتوافقش بجده واصل. هما ما ناسينش شاكر واللي حصل فيه، ولا ايه يا هنية عاد؟ ما تقولي كلمة، انت هتغني وترد على نفسك يا رأفت؟ ما انت بتقول اهو ان عيلة عبد المتجلي مش هتوافق بالموضوع ده، ازاي بقى هيتم؟ وبعدين انت ناسي اصلا ده اصلا مين، وناسي الكلام اللي بيتقال عليه ايه؟ ده بيقولوا عليه قاسي وعنيد، وبيقولوا عليه كمان قلبه حجر. انا يستحيل اجوز بنتي الجوازة دي، ده نجدها بجبحكم عليها بالموت. اسمعيني زني هنية، اصلا مفيش مخلوق يقدر يقف قصاده. انا اللي بقوله ده عشان الرفض بلاش يجي منينا، خليه يجي من اهله عاد، هو هيصطفل معاهم، لكن انا وبنتي نفضلوا بعيد عنيه الجدع ده. واكيد كيف ما قلتلك العيلة ما هتسكتش واصل، وما هتكررش مأساة شاكر مرة تانية. ايوه، بس واحد بمواصفات اصلا ده اكيد مش هيهتم بكلام عيلته، ومش هيفرق معاه بقى ان كانوا هيوافقوا ولا يرفضوا. واحد بالاخلاق دي اكيد اللي هو عاوزه هينفذه من سكات. ولو عاوز يتجوز بنتك الله في سماه، لو جاله حتى رئيس الجمهورية لحد عنده اكيد كلامه هو اللي هيمشي، اكيد مفيش حد هيقدر يمشي كلامه عليه. اهي قالت لك اللي المفروض اصلا ما تقعدش معانا في القعدة دي، يا ريت تكون فهمت يا رأفت انك كده هتكون بترمي بيتك. هيتجوزها احسن ما يحصل اللي هددني بيه. ارجوك يا بوي حاول ان الموضوع ده ما يتمش، اني هخاف مني. ما هينفعش يا بنتي عاد، الموضوع خرج من يدي، انا هرد عليه كمان يومين واقول له انك وافقتي، وادعي يا بنتي ان ربنا يعمل لك الصالحات، وهو ما هيردش دعاكي واصل. يا بوي دراستها يا بوي. لا، هو قال انه هيجيب لها احسن مدرسين عشان يدرسوا لها في اخر سنه في الثانويه، وكمان هيقدم لها في احسن جامعه في مصر كلها، حتى لو طلبت الجامعه الامريكيه عاد، هو قال لك ده. وكمان قال لي لو طلبت لبن العصفور هيكون تحت امرها، واضح انه هيحب الجو يا بنتي. نعم، هو كمان عاوز يتجوزها قبل ما تخلص الثانوية العامة؟ له بقى، اجده كتير، اجده يبقى جنان رسمي، وانا لا يمكن اقبل بيه، دي جريمة، ازاي هتجوزها قبل ما تتم السن القانوني؟ للأسف يا هنية، اصلا هيعمل حساب كل خطوة هيخطيها، وهو خابر زين ان بنتك بعد شهرين هتتم 18 سنة، ووقتها يقدر يكتب كتابه عليها. مش بقولك احنا وجانا في ايدي اللي ما يرحمش عاد؟ ساعتها هنية خدت بعضها ودخلت وهي حزينة قوي، وراحت وراها نسرين علشان تنيمها على السرير وتطمن عليها. وبعد لما دخلت هنية قرب رأفت من نور بحب وقال إن شاء الله يا بنتي، ربنا ما هيجيبش حاجة عفشة واصل. اللي رايده يا بوي سويه، طالما هكمل دراستي يبقى ما فيش مشكلة من شيء واصل، أهم حاجة دراستي يا بوي. وتاني يوم طبعا كانت سماح مبلغة أصلا بكل حاجة، اللي أول لما عرف كده اتضايق قوي، وقال بعد ما قفل مع سماح بغضب بجاني اصلا عين اعيان جرجة كلاتها، العيلة دي تقول في حق الحديث الوعر ده. ماشي يا بنت هنية، انا هدفعك تمن اللي قلته ده غالي قوي. وبعد يومين بيرد رأفت على اصلا بالموافقة، وساعتها اصلا بيعرف العيلة كلها بالموضوع، وطبعا هم ما سكتوش لما عرفوا ان النور تبقى بنت هنية. وساعتها عملوا قعدة كبيرة في المضيفة بتاعت عيلة عبد المتجلي، وجابوا اصلا وقاسم، وبقية العيلة كانت موجودة، العم الكبير رؤوف، وكمان كل رجالة عيلة عبد المتجلي تقريبا كانت حاضرة. وساعتها اصلا لما عرف بالتجميعة دي راح عند المضيفة، وبعد ما دخل قعد وقال
والله انا ما خبرش العيله الكريمه متجمعه في ايه. اتكلم رؤوف بغضب وقال: انت ما خبرش اللي هتسويه اصلا ولا ايه؟ هتلعب بالنار عاد؟ بنات العيله كتير، اشمعنى دي؟ ما لقيتش الا بالتهنيه. نسيت عمك شاكر وغربته في بلاد الخواجات بسبب بنت البندر؟ دي نكره ودي نكره تانيه يا عمي. النوبه اللي فاتت احنا اتاخد منينا، انما بقى النوبه دي احنا اللي هناخده منيهم. اتكلم قاسم بصدمه وقال: انت كيف تبقى بتفكر بالشكل ده؟ نور صغيره قوي عليك يا اصلان، وانا خابر ان حديتي ده ولا يلزمك في شيء، لكن انا بتحدث عشان ابقى خلصت ضميري قدام ربنا. لكن رد اصلان بمكر وقال: اما رؤوف هرد بحده وقال: انت هتقول ايه يا اصلان؟ انت واعي لحديتك عاد؟ يا ترى اصلان قال ايه؟ خلى رؤوف عمه يتنفض كده من مكانه، ويا ترى كلام قاسم عمل ايه في اصلان خلاه يقول اللي قاله ده؟ وهل نور هتعمل فعلا خطة علشان تطفش أصلان وما تتمش الجوازة دي، وهتستعمل مكر الستات وتستعمل أبسط حقوقها كأنثى في الدفاع عن نفسها وعن عدم إجبارها على حاجة زي دي؟ ولا أصلان هيكون أقوى بقساوته وحدته ومحدش هيعرف يقف قصاده؟ ده اللي هنعرفه في الحلقة الجاية. دمتم في أمان الله. ازيكم يا أجمل متابعين. وقفنا المرة اللي فاتت لما أصلان قال حاجة خلى عمه رؤوف ينتفض من مكانه، هو ده لما قال بمكر؟ بالهداوة يا عم، مش كده؟ صحتك تهمنا بردك، واضح اني مش هتجوز لحالي، واخوي يمكن يحصلني عن قريب من عارف عاد. كيف حديتك ده يا اصلان يا ولدي؟ وتقصد به ايه؟ قصدك ان جاسم ناوي يتجوز على حنان؟ ما ترد يا جاسم، ايه اللي اخوك هيتحدث فيه ده؟ ولا هو خلاص انخبل وبقى بيقول اي حديث على الفاضي؟ حد يفهمني فيكم ايه اللي بيحصل هنا؟ انا ما خبرش يا عمي اصلان هيتحدث عن ايه واصل، وكلاتكم يا كبارات عيله عبد المتجلي خبرين اصلان. كيف يعني خبرين أصلان؟ ما توضح حديثك يا ولد أبوي. عموما بزيادة الرط الفاضي ده، كبارات عيلة عبد المتجلي كلتهم قدامي، وبرضك أنا مش هخبي عنهم حاجة واصل. عشان كده أنا بخبركم من دلوقتي، أنا هتجوز نور بنت رأفت الأسيوطي، وخلاص الحديث خلص لحد هنا. أنا خبر إن الموضوع ده ما تمش برضا نور واصل، وأكيد أنت هددتهم، أنا خبرك زين. لكن لو عايز نصيحتي، لو رايدها صح كيف ما بتقول، بلاش القصة تمشي في المسار ده، لأنك أنت اللي هتدفع التمن يا ولد أبوي. خدها بالرضا وما تاخدهاش بالغصب، روضها كيف ما هتروض الفرس، وبلاش تتعامل وياها كيف ما هتتعامل مع البقر في الزريبة. ساعتها أصلان قام وقف من مكانه وقال لأخوه بغضب: هم من نصايحك لنفسك عادي يا ولد أبوي، أنا ما احتجتش نصايح من حد، وما تخلينيش أتعامل معاك من هنا ورايح بالمثل اللي هيقول اللي على راسه بطحة عاد، عشان وقتها أنت اللي هتتعب قوي، وساعتها عربيتك مش هتلاقي تحط فيها بنزين عشان تروح مشاوير سوهاج. ساعتها قاسم ارتبك قوي من كلام أصلان، وطبعا كل اللي قاعدين برضو كانوا مش فاهمين هو أصلان يقصد ايه بكلامه ده. لكن كالعادة اتفضت القعدة الكبيرة دي بتاعت العيلة، ومن غير ما يكونوا واخدين مع أصلان لحق ولا باطل. وعند هنية وسماح، كانت سماح قاعدة مع أولادها، وهنية كانت جنبهم بتتفرج على تلفزيون. ساعتها سماح قالت لمعاذ: رحت دروسك النهاردة يا معاذ؟ خبريه يا معاذ، كل ما هتشوفي خلجتي هتقولي لي دروس والمدرسة؟ أنا قلت لك ما أحبش التعليم واصل. وما تحبش التعليم بقى إن شاء الله ليه؟ يعني إخواتك واحدة تبقى مهندسة والتانية كل سنة بتطلع من الأوائل وأنتم فاشلين؟ وفيها إيه يا معاد؟ أنت دايما كنت تقول لنا ما يهمكوش، أنتوا صبيان وهتبقوا رجالة في ظهر أبوكم، مش كيف اللي مخلفة له بنتين؟ ليه بقى جاية تتحدتي دلوقتي في قصة العلام؟ ساعتها سماح ارتبكت قوي وقالت: بقول لك أنت وهو، أنا مش عايزة مشاكل مع أبوكم، هو قالها لي كده بصريح العبارة، العيال دي لازم تتعلم وتاخد شهادات عالية زيهم زي إخواتهم، وزي ما أنت بتقول ما ينفعش البنات يبقوا كده وأنتم ما تكونوش أعلى منهم. ويلا ادخلوا دلوقتي جوه ذاكروا واهتموا بدروسكوا بقى، الامتحانات خلاص ما فاضلش عليها حاجه. وفعلا دخل مازن ومعاذ لاوضهم علشان يذاكروا، وساعتها هنيه بصت لسماح وقالت: صحيح، ذنب ناس بتخلصوا ناس تانيه. بقول لك ايه يا هنيه، الحكايه مش ناقصاكي خالص، ربنا يسترها وبلاش نظره الشماته اللي في عينيكي دي، انا ولادي بكره هيبقوا احسن الناس وهفكرك. اللي عملتيه زمان يا سماح لازم هيجي عليكي وقت وتدفعي ثمنه، ولا تكونيش فاكره ان قعدتي على الكرسي ده هتخلينا ننسى انك السبب فيها. نسيتي يا سماح ولا فكرك؟ ساعتها سماح ما قدرتش ترفع عينيها في هنيه، وخدت بعضها وخرجت تقعد في الجنينه. اما هنيه غصب عنها خانتها دموعها ونزلت، وده لما افتكرت اللي حصل من 9 سنين. فلاش باك، كانت هنيه في المطبخ بتعمل الاكل، دخل عليها رأفت وقال: هتفضلي مهملاني كتير يا هنيه عاد؟ انا احبك وجوازي من سماح عشان خاطر الواد مش اكتر، ولا انت كنت رايد افضل في الدنيا من غير ذكرى بعد ما موت عاد؟ ايه اللي انت بتقوله ده يا رأفت؟ ده عذر اقبح من ذنب، وبعدين ولد ايه وبت ايه؟ انا مش ذنبي اني مش هقدر اخلف تاني، انت لو بتحبني بجد
ما كنتش قدرت تجرب من واحدة غيري، لكن واضح بقى ان كل اللي كان بينا ده كان كلام ملوش اساس من الصحة. طالما رغبتك اللي جواك هي اللي حركتك، يبقى انت كنت بتقول كلام على الفاضي يا رأفت. هي يعلم ربنا ان مفيش مخلوق سكن قلبي غيرك انت يا هنية، لكن عموما مسير الايام هتثبتلك. بس انا اتوحشتك، اتوحشتك قوي يا هنية، ما تحرميش منيكي. انا مش عارف انعس بالليل وانت مش في حضني. مش قادرة يا رأفت، مش قادرة اتخطى انك اتجوزت جارتنا اللي كنت بقعد معاها واحنا مخطوبين، واحكي لها عنك واحكي لها عن ايامنا هنيه في الصعيد. بعد ما اتجوزنا مش قادرة اتخطى ان سماح بنت طنط وداد بقت ضرتي. مش قادرة استوعب حاجة زي دي يا رأفت. صدقني الغدر ده احساس صعب، وللأسف ما جاليش من جوزي لوحده، ده جالي كمان من جارتي اللي كنت فاكراها زي اختي. عموما كل حاجة في اولها بتبقى صعبة، لكن بعد كده بنتعود. هو انا وعدك اني هتعود على وجود اكتر اتنين جرحوني في حياتي. وقتها رأفت بص بحزن ومشي، راح على شغله. لكن اللي كانت واقفة وسمع كل الكلام ده هي كانت سماح. وبعد ما خرج رأفت دخلت لهنية وقالت: يا هنية، فراخك اللي على السطح تقريبا كده حد فتح عليهم مطفشهم، اطلعي شوفيهم لحسن بعد كده ما تلاقيهمش. يا نهار ابيض، فراخي يا حبيبي، وسعي وسعي كده لما اروح لهم. وفعلا طلعت هنية ولقيت الفراخ مفتوح عليها على السطح، وفضلت تلم فيهم علشان تدخلهم المكان بتاعهم تاني. وساعتها طلعت لها سماح وعملت قال ايه انها بتساعدها. وبعد ما خلصوا وجايين ينزلوا، ساعتها سماح كعبلت هنية من رجليها زي ما بيقولوا كده شنكلتها. ووقتها هنية اخدت السلم كله التلات ادوار على ظهرها ورجلها، وده طبعا ادى لانها تبقى قاعدة كرسي باك. فاقت هنية من ذكرياتها دي، واتفاجأت ان دموعها سايلة زي الشلال على وشها. ساعتها مسحت دموعها وقالت: حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا سماح، ربنا يوريني فيك اسود ايام. وفي الجناح عند قاسم كانت حنان مراته غضبانة جدا وبتزعقله وبتقول: أنا رايدة أفهم إيه اللي حصل بالظبط، أخوك يقصد إيه بحديثه ده؟ ساعتها قاسم فضل يبص في كفوف إيده كويس قوي، وطبعا الكلام ده ضايق حنان اللي قالت له: هتطلع ليدك كده ليه؟ أنا هتحدث وياك. أبدا، بشوف الكف يمكن أقدر أعرف أخوي يقصد إيه. عاد أنت هتتمسخر عليا يا جاسم؟ طب والله ما أنا قاعدة لك فيها. وماله، أنت متى قعدت فيها؟ ولا متى حسستني برجولتي او حسستني ان جوزك عاد؟ انت طول الوقت كل اللي في راسك اصلا وكيف اكون احسن مني، هو كيف اني اللي امسك وادير المصانع، هو كيف اني اللي تكون معايا الثروه، مش كده يا بنت عمي؟ ولا اني بقول حديث على الفاضي ونسيت اني بني ادم وليا مشاعر واحاسيس، هو حاجات نقصان كتير. واول حاجه هي مرتي اللي لما ارجع بعد يوم طويل هالاقي حضنها هو البيت والمسكن، لكن للاسف الحديد ده مش عندنا واصل. طول ما انت بصلي البصة دي عمرنا ما هنتفهمه يا حنان. تعرف انا كنت اسمع زمان ان كل نفر منينا له من اسمه نصيب، انت للأسف ما خدتيش من اسمك اي شيء واصل. عموما ما فيش داعي لكتر الحديد، بزيادة انا عاد، وانت اللي رايدة تسويه سويه، خلاص الحياة بجبتولها كيف عرضها. وانت هتحسبني على ايه يا جاسم عاد؟ انا طموحة ورايدة ان جوزي يكون سيد الخلق كلاتهم، هتحسبني عشان رايدة ان كل خير عيلة عبد المتجلي يبقى في يدينا احنا؟ هو ده اللي هتحاسبني عشانه؟ جوزك يبقى سيد الخلق كلاتهم لما تبقى معاملتك زنا وياه وتحسسيه ان هو كل حاجة عنديكي، لكن انت ما هيفرقش معاكي غير المال والفلوس، مع انك من بيت شبعان. انا ما خبرش، امال لو ما كنتيش بنت رؤوف عبد المتجلي كنت عملت ايه عاد؟ والمثل هيقول لك خد من التل يختل، انا رايدة نبقى فوق وما رايداش نفضلوا كيف ما احنا دلوقتي. ولا انت ناسي مروان؟ انت الاولى بكل العز ده، وبكره تعرف حديث ده لما يتجوز اصلا، وتيجي بقى اللي تفتح عينيه وتقول له شوف اللي ليك واللي عليك. اديك قلتيها بخشمك اهو، كل اللي رايداه الفلوس، عشانك ده عمرنا ما هنتفقوا يا حنان. بس اسمعي حديث زين، انت بسبب اهمالك ده انا قلبي تعلق بغيرك، انت بسبب اهمالك ده انا قلبي تعلق بغيرك يا بنت عمي، مع اني كنت في يدك وكنت ممكن بشويه اهتمام صغيرين قوي تدسيهم في قلب حديثك اللي قلتيه من هبابة ده، كنت هبقى في يدك ومعاكي بقلبي وبكياني. لكن انت هملتيني كيف ما هملتي حياتنا الزوجيه، تروحك ده من غير اي عناء، سلمتيني لغيرك بكل بساطه. وقتها حنان وقفت متخشبه ومش عارفه تنطق ولا كلمه، وبعد دقيقتين من الصمت اتكلمت حنان وقالت: يعني ايه حديثك ده يا جاسم؟ انت في حياتك واحده غيري؟ ايوه فيه، وفي اقرب فرصه مش هتكون في بالي بس، لا هتكون مرتي وفي حضني. وبلاش افسر اكتر منك ده، زي برضك بلاش المح نظرة الانكسار في عينيكي دي، انت السبب في كل اللي وصلنا ليه يا بنت عمي. حياتنا كان لازم لها مجهود منك ومني، لكن انت ما كنتيش رايدة غير نفسك وافكارك وخلاص. هأماني كنت رايد زوجة احبها وتحبني، احس وياها بكل شيء ناقصني.
وقال قاسم الكلمتين دول وساب الجناح كله الحنان وخرج. هو عارف ومتأكد ان الكلمتين دول مش هيمروا مرور الكرام، علشان كده قالهم وخرج بره. وفي المصنع عند أصلان كان داخل رأفة المكتب على أصلان وقال له: الطلب اللي طلبته مني انقضى يا أستاذ أصلان. تمام، أنا كنت متأكد أنك راجل عاجل يا أستاذ رأفت، وعموما ما تجلكش، النور في عناية التنين واني ما هملش فيها واصل، دي هتبقى مرتي، عموما كلتها شهرين عاد وتم 18 سنة، وبعديها نكتبه الكتاب، وبعد امتحانات السنة دي نعمله الفرح وتكمل عندي كيف ما اتفقنا. أني ما هجوزش الصغيرة قبل الكبيرة، نور لستها قدامها شهرين في السنة دي، والسنة الجاية كاملة، واختها دخلت الجامعة عاد، يبقى المفروض الكبيرة اللي تتجوز الأول. أني مرايتش يحصل حساسية بين البنات وبعضيها. كيف اللي هتقوله ده يا أستاذ رأفت عاد؟ إحنا ما اتفقناش على كده واصل، يعني أنت رايدنا استنظر بيتك سنتين، والله أعلم هيكون أكتر من كده ولا إيه؟ أنت ما خبرش أنا مين؟ إيه اللي يجبرني على الوضع ده؟ والله يا أستاذ أصلاً هو ده اللي في يدي، وهو ده شرط البيت عاد، واني ما اقدرش اشبرها على اكتر من كده بالرغم انها ما كانتش موافقه. بس كيف ما انت قلتلي اصلا ما ينفعش مخلوق يقوله له واصل مش كده؟ عموما البيت صغيره، وكيف ما انت وايلها زي القمر، وكيف برضك ما هيقوله اللي يحب العسل يستحمل جرس النحل. خد بالك من حديثك زين يا رأفت، انا ما ينفعش يتقال لك ده واصل، من دي اللي هتشبرها عشان تتجوزني عاد؟ انت ما دريانيش انا مين، داني اصلا درغام عبد المتجلي كبير جرجة كلتها، تيجي على اخر الزمن واحدة تقول لي لا او مجبورة عليا؟ خبريه يا استاذ رأفت، عموما انا عادي الحديث اللي قلته ده وهعتبر اني ما سمعتوش واصل، وبيتك تتصرف معاها وتقول لها عجلها في راسها تعرف خلاصها، انا ما هستنظرش كل المدة اللي هتقول عليها دي. واني كيف ما قلتلك يا اصلا بيه ما هقدرش اعمل في الموضوع اكتر من كده، كفاية اني ما هسيب لهاش حرية الاختيار في حياتها فيما بعد، وكل ده ارضاء لسعادتك. وعلى رأي اللي قال الأيام ما فيش أسرع منيها، ويمكن يحصل واختها تتجوز قريب، وساعتها بقى ممكن نقولولها ان حجتها بطلت. بطل طريقتك دي يا أستاذ رأفت، انت ما هتمنش علي عشان هتجوزني بيتك، انا ألف واحدة تتمناني واني اللي اقول اه او اقول لا، بس انا بعمل كل ده علشان رايدها مش اكتر. يعني ما تخليش بيتك تفتكر نفسها انها تمسكني من يدي اللي هتوجعني، أني لو يدي وجعتنا قطعها. وانت فاهم قصدي يا أستاذ رأفت. تمام يا أستاذ أصلان، عن إذنك. وفي البيت عند أصلان آخر اليوم كان داخل وسمع عمو رؤوف بيزعق أوي في البيت، وكان موجود أخوه قاسم ومراته حنان. ساعتها أصلان قال بغضب: خبريه يا عمي بتزعج ليه؟ دي تاني مرة تزعج هنا في الدار. انت عمي آه، لكن الدار أنا ما أحبش إنك صوتك يعلى فيها، دي الأصول عاد، والأصول ما تزعلش. لا الأصول ما تزعلش يا ولد أخوي، وطالما هتتحدد بالأصول أخوك رايد يتجوز على بيتي، يرضيك الحديد ده؟ ومش بس كده، هيقول لها كلام مسخ عاد، هيحب واحدة وهي مكفية وخربت وكلام واعر قوي، إيه قولك في الحديد ده؟ أنا ما خبرش هو أخوي غلط في إيه علشان تقولي الحديد ده، هو رايد يتجوز وده شرع ربنا، وأكيد هو ليجي بره اللي مش لاجيه في داره، دي حاجة تخصه وده ما يخالفش الأصول. وانت اكتر واحد المفروض ما تتحددش في المنطقة دي بالذات، هو اللي انت ناس انك متجوز بدل المرة تلاتة. انت هتقول ايه عادي اصلا؟ قصدك انك موافق جاسم على اللي هيقوله ده؟ واني اللي قلت لما خبرك بالقصة ما هتسكتش واصل؟ ويمكن تطرد اخوك برا الدار، لكن واضح بقى ان الحكاية جاية على هواك عاد. لحد هنه والحديد خلص، اني مش عيل صغير عشان تقعدني قصادك كده وتفضل تقول لي سوي ايه وما تسويش ايه. اني جيت لك كتير وقلت لك بيتك ما مريحنيش عاد، لكن انت ولا اتحركت. وكيف ما اصلا قال لك اني حر طالما ما تعدتش الاصول؟ اني ما هطلقش بيتك، بس لو طلبت هديها مطلق الحرية يا عمي، لاني تعبت من كتر الشكوى، بقالي 7 سنين في الهم ده بزياداني بقى. شايف يا بوي بيتك هتتبهدل بالطريقة دي؟ ده احمد اخوي هيعامل اميرة خيتك في الملكة، واني ولد اخوك وعيله هيعاملني كيف؟ شايف يا بنتي شايف. لكن عموما يا اصلان انت وجاسم احب اقول لكم انكم اللي ابتديتوا، واني ما هسكتش، وبنتي ما هتتطلقش ولا هتخرج من الدار دي، واعملوا اللي تعملوه واني برضك هعمل اللي هعمله. سلام. ومشي رؤوف من البيت، وبعدها حنان طلعت على الجناح بتاعها، وساعتها اصلان قال لاخوه قاسم: هتفضل طول عمرك غشيمك ده؟ تعالى معايا على اوضه المكتب نتحدثوا شويه. ما رايتش حد يسمع الحديث. وعند بيت رأفت كان قاعد مع مراته هنية وبناته نور ونسرين. ساعتها رأفت قال: أنا اتحددت النهاردة مع أصلان وشرطت عليه إن مفيش جواز غير بعد ما خيتك الكبيرة تتجوز الأول، أنا يا بنتي بكسب وقت عاد مش أكتر من كده.
تكسب وقت في ايه يا رأفت بالظبط؟ ازاي مش قادر تحمي بيتك من البني ادم ده؟ وازاي واحدة في السن ده تتجوز وكمان واحد اكبر منيها باكتر من 12 سنة؟ انت فين عقلك يا رأفت؟ هتفضل سلبك ده لحد ميتة. ملوش لازمة الحديد ده يما، ابويك ده يعتبر حل الموضوع. انا ما هفكرش في موضوع الجواز دلوقتي، وطالما انا مش هتجوز يبقى نور كمان مش هتتجوز. يا بنتي يا حبيبتي، اللي زي اصلا ده مش سهل زي ما انت فاكره، ده ممكن يعمل اي حاجه عشان يوصل للي هو عاوزه، لكن المفروض بقى ان ابوكي كان يقف قدامه ويقول له بنتي مش موافقه وانا مش عاوز اجوزها لك انت بالتحديد. لكن هنقول ايه بقى بزيادك يا هنية عاد، انت خابره زين اصلا، وان محدش يقدر يقف قصاده. رايده تضحي ببيتك ولا ايه؟ اسمعي لما اقولك، انا هنيه راجل البيت، واللي اقوله واللي شايفه هو اللي هيتنفذ عاد. انا ما نقصش تقديم كل ساعه والتانيه، كفايه الهم اللي انا فيه. وانت يا نور يا بنتي اصلا مش شايفش جوك ده، وطالما هو رايدك بالمنظر ده يبقى اكيد هيصونك. ما تقلقيش يا بنتي، وفي اي وقت هتلاقيني في ظهرك، وما هقبلش ان حد يمسك واصل. تمام يا ابوي اللي تشوفه عاد. هو ايه اللي تمام يا ابوي واللي تشوفه؟ انت يا بنتي مش واخده بالك انت داخله على ايه؟ لو ما كنتيش عارفه مين اصلا، انزلي يا حبيبتي خدي لفه هنا في البلد وهم هيقولوا لك مين اصلا. لكن هنقول ايه بقى؟ ما هو حظ، ابوكم اخدوا فيكم كامل مكمل. مالك يا هنيه فيكي ايه عاد؟ عمرك ما كنت كده واصل، طول عمرك هتسكتي عشان الدنيا تمشي، طول عمرك كلامي هتسمعيه وما هتناقشيش فيه. ايه اللي جرالك؟ هو اللي انت رايده تقولي للبنته اني ما احبهمش ولا هبص لمصلحتهم؟ انا ولا عايز اقول ولا عايز اعيد، بس انا تعبت من يوم ما جينا الصعيد واحنا تعبانين بجد. بلدكم صعبه قوي، واديك شايف اهو، عشان ربنا رزقنا ببنات حلوين شويه مش عارفين نشم نفسنا ومش قادرين نمنع حاجه احنا مش عايزينها. ساعتها رأفت اتخنق قوي من الحوار ده، وقام وبص بدي وقال اني داخل انا على سعاد لاني خلاص جبت اخر النهارده، وسابهم رأفت ودخل علشان ينام. وساعتها هنيه قالت لنور بحب حقك عليا يا نور عيني، مش قادره اعمل حاجه ليكي بعجزي ده، لكن يعلم ربنا اني بدعي لك دايما بالخير والسعاده انت واختك، وان شاء الله انا متاكده ان ربنا مش هيضرني فيكم ابدا لاني صبرت كتير واستحملت اكتر. هو ابوكم ده شفت في بيته اللي مفيش مخلوق يستحمله، والحد دلوقتي مش قادر احميكم من قرار صعب هو اخده. خلاص يما عاد، ده نصيب وانا راضيه، ويمكن كيف ما ابويا قال يطلع اصلا ده نصيبي وبختي، ويكون مش كيف ما احنا خابرين، ربنا قادر على كل شيء يما. وبعدين ابويا عطل الموضوع بشكل مفتوح، الله اعلم نسرين هتتجوز ميتة عاد. وفي اوضه المكتب دخل اصلا هو وقاسم اخوه، وبعد ما قعدوا قاسم قال خبريه يا اصلا ما اكتفتش باللي حصل بره، جاي تكمل هنا؟ انا ما رايتش اسمع حديد كتير. واه مالك يا جدع، انت هتطيح فينا كيف الجمل الهيجك ده ليه؟ انا قلت انك غشيم، رايح تقول لمرتك ايه عاد وتخلي رؤوف عمك ينجلب علينا كده؟ انا اتخنقت وما قدرش استحمل اكتر من كده واصل بزياداني. انت ما حاسسش بيا ولا حد في الدار دي حاسس بيا، انا مش عايش يا اصلا، انا ميت. ولا اني بقى مش من حق عايشك في الخلج مع واحده تحبني وحبها، مش واحده كل همها في الدنيا تجمع الفلوس وخلاص. انا ما رايتش مال الدنيا، انا رايد يكون في مشاعر واحاسيس وحب يا ولد ابوي، واني لما شفتها حبيتها. انت خابر يعني ايه اخوك يبقى متشندل على حاله كده؟ انت ما خابرش انا لما بشوفها ووالها بيجرالي ايه؟ ببقى حاسس اني في السما، بس اول لما بفتكر حنان برجع على الارض واجع على بوزي. ده حقي واني هطالب بيه وما همالوش غير لما اخده عاد، ولسه اصلا هيرد عليه. اتفاجئ بتليفونه بيرن، واول لما فتح التليفون سمع اللي بيقوله، اما اصلا رد بمكر وقال يبقى كده تمام خلاص، اللي ينزل البحر يستحمل موجه، واللي يلعب مع اصلا يستحمل اللي هيجراله. يا ترى مين اللي اتصل باصلا ويا ترى قال له ايه خلاه يتوعد بالطريقه دي؟ وايه اللي هيحصل في موضوع قاسم وحنان؟ وهل يا ترى نسرين هتدخل في الموضوع ده ولا هتتمسك برايها؟ ده اللي هنعرفه في الجزء القادم. دمتم في امان الله. ازيكم يا اجمل متابعين، وقفنا المره اللي فاتت لما اصلا كان قاعد مع قاسم في اوضه المكتب، وساعتها قاسم كان بيتكلم عن الحب وانه من حقه انه هو يعيش مع البنت اللي اختارها، ولسه كان اصلا هيرد اتفاجئ بالتليفون بيرن، واول لما رد كانت سماح وهي بتقول له ها ايوه يا اصلا بيه، هما كانوا بيتكلموا من شويه وانا سمعتهم، ورأفت بيقول انا عطلت الموضوع على قد ما اقدر، واكيد نسرين مش هتتجوز دلوقتي لان اصلا ما ينفعش نقف قدامه، ده ممكن يعمل حاجات احنا ما نقدرش عليها، علشان كده انا هفضل مسايسه ومنيمه، وهاخد بقى نسرين حجه، وكده كده نسرين مش هتتجوز دلوقتي، يعني بمعنى اصح كده هو مخلي بنته كوبري علشان انت ما تتجوزش نور. امها واقفه قوي في الموضوع وبتقول ان انت صعب تتعاشر. بقى القصه كده عاد،
ورأفت هيلعب بيا الكورة؟ تمام، على رأي اللي قال اللي ينزل البحر يستحمل موجه، واللي يلعب مع أصلان يستحمل نتيجة أفعاله. أنا قلت لك كل اللي حصل من شوية، وياريت بقى تفتكرني وتفتكر وقفتي جنبك. أنا يعتبر بساعدك، وأنا عارفة لو رأفة تعرف حاجة زي كده ممكن يطلقني فيها. طب روحي دلوقتي انتي، وكيف ما قلتلك بلاش تتحدتي وياي على التليفون وجوزك في الدار، عشان احنا ما نضمنش أي شيء واصل، وأي حاجة تحصل خبريني بيها طوالي. تمام. وبيقفل أصلان مع سماح، وبعدها قاسم بيقول لأصلان هي سماح دي مرات أبوهم؟ أيوة مرات أبوهم، وهتنجلي كل اللي هيحصل في البيت عشان أبقى عارف أنا هتصرف إزاي مع العالم دي. واضح إنها هتحبهم قوي يا ولد أبوي. وإنت ليه تحط صباعك تحت درسه؟ المرة دي شكلها مرة لونة وما هياش زينة واصل. اللي ما تحتاجش النهاردة لوشه بكرة تحتاج لجفاه، وإحنا شبكتنا وعرة مع العالم دي، مش شبكة واحدة، دول شبكتين. عشان نجدها نريدك تسمعني زين في اللي هقولهولك وما تنجشنيش فيه واصل. ساعتها أصلان قال فكرة لقاسم في دماغه، وبعدها قاسم قال بإعجاب زين قوي يا أصلان اللي انت ناوي تسويه ده، أنا وياك يا ولد أبوي. وبعد يومين في بيت رأفت اتفاجئ وهو قاعد مع أولاده بأن الباب بيخبط، راح فتح واتصدم لما شاف أصلان هو وقاسم على الباب، رحب بيهم ودخلهم البيت. وبعد ما قعدوا صممت هنية أنها تكون موجودة في نفس القعدة. خبري يا أستاذ رأفت عاد، وعيلك وانت مصدومك ده، هي زيارتي لكم تجيلة جوي للدرجة دي؟ لا لا، بس حديتي آخر مرة وياك مخليني متفاجئ مش أكتر من كده. والله أنا جاي النهاردة عشان أتفق، ولا دي كمان هيكون فيها محل تأجيل. نتفق على إيه أصلان بيه؟ هو مش رأفت بلغك وقالك إن إحنا مش هنجوز الصغيرة قبل الكبيرة؟ يعني لو حضرتك بقى عاوز نور يبقى المفروض تستنى لحد ما اختها تتخطب على الأقل. وبصريح العبارة كده إحنا مش هنعمل أي اتفاق أو أي حاجة غير بعد ما نسرين تتخطب. ما احنا جايين النهاردة عشان نسرين ناخدوها. نعم، تاخدوها فين ان شاء الله؟ جرى ايه يا اصلان بي؟ هو انت مفكر بناتنا هنتاجر فيهم؟ بلاش نادية خد سوسو على رأي فؤاد المهندس الله يرحمه. خبريها عاد يا ست هنية، من وقت ما دخلنا دارك هو انت ما طيجناش عاد، ده حتى ربنا قال ما تاخدوش نفر بذنب التاني. ما كنتش اعرف ان الموضوع تأثيره وارك ده. يا ريت يا اصلان بي ما تنساش ان انت في بيتي، وبلاش التلميحات السخيفة دي عشان انا مش هقبل بيها. انا سؤالي كان على حاجة تانية، وده اللي خلى رد فعلي يبقى عنيفك ده. انت قبلك ده طلبت نور، ولما لقيتها بقى لسه صغيرة ومشوارها طويل قلت اخد نسرين، واظن دي حاجة تخلي اي حد رد فعله مش كويس. انت ما هملتليش فرصة عشان اتحدث عاد، اني كل اللي قصده من حديتي ان نسرين عريسها موجود وكمان مهندس كمبيوتر، يعني كيفها؟ تمام، كيف الحديد ده يا استاذ اصلان؟ انا اقول لك اصلان بيحاسبها ازاي، هو قال بقى في عقل باله طالما هم واقفين قصادك ده انا اسد لهم كل الطرق اللي فاتحينها لي، واول حاجه اعملها ان انا اجيب عريس لبنتهم على اساس ان بنتنا بقى مستنيه العريس اللي هيجيبه لها. مين قال لك اصلا ان بنتي هتوافق تتجوز بالطريقه دي؟ يا ريت يا اصلان به تعرف اصول دخول البيوت. ولو ان حديتك ده واعر قوي، ولو كان طلع من نفر غيرك انا ما كنتش هسكت عاد، لكن انا ليا كيف ان اعديه. وبعدين القصه مش كيف ما انت خبره، العريس اللي جاي لنسرين عاد رايدها من اول موعلها، وهو اتحدث وياي عنيها واني وافقت، وجيت النهارده وخبطت على البيت كيف ما الاصول هتقول عشان اخطبها له. وده مين عاد؟ جاسم اخوي. نعم، انت بتتكلم ازاي؟ عاوز تجوزها لواحد متجوز ليه؟ قالوا لك على بنتنا بايره ولا مش لاقي حد يتجوزها؟ عشان تجيب لها واحد متجوز ومخلف كمان، واعتقد ان هو متجوز واحده قريبتكم. أنا مش موافق على الموضوع ده يا أصلان بيه، ليه هكتب على بنتي التعاسة طول عمرها؟ بنتي زينة ويتمناها أحسن الناس، ليه تتجوز راجل متجوز؟ أخوي راجل يا أستاذ رأفت، ومن حقه يتجوز واحدة واتنين وتلاتة وأربعة، الشرع هيقولك ده، حقه ومحدش يقدر يناقشه فيه عاد، ولا أنت بقى هتخالف شرع ربنا عشان اللي هتقوله ده؟ لا، إحنا مش هنخالف شرع ربنا يا أصلان بيه، بس شرع ربنا ده برضه قال إن البنت من حقها توافق أو ترفض، وأنا ببلغك بقرار بنتي. بنتي مش هتتجوز واحد متجوز ومخلف، مرته اولى بيه يا سيدي. ساعتها اصلان بص لقاسم علشان يتكلم، لكن هو كان حاطط عينيه في الارض، وكل اللي قاله خلاص يا جماعه احنا النهارده كنا جايين علشان رغبتي في ان انا اتجوز الانسه نسرين، وهنستنى الرد منيكم، لو وافقت هنتمموا الموضوع، ولو رفضت يبقى كل شيء جسمه ونصيب. خلاص يا ولدي، وانا هتحدث وياها. وبعدها مشي اصلان هو وقاسم اخوه، وبعد لما مشي ودخلت هنيه على اوضتها ورأفت كان وراها، وبعدها جت نسرين اللي كانت طبعا سمع كل حاجة. وساعتها هنية قالت بغضب تقدر تقولي انت هتتكلم مع مين يا أستاذ رأفت، وهتتكلم في ايه أصلا؟ يا هنية يا حبيبتي فهميني عاد، جاسم غير أصلا خالص،
جاسم طيب وعاجل وهيوزن الأمور. عموما نسرين موجودة والقرار قرارها عاد. ايه رأيك يا بنتي؟ جاسم اخو اصلان جه هنا عشان يخطبك، طلب يدك للجواز، ايه رأيك في الحديد ده؟ رأيها في ايه يا رجل انت؟ انت هتجنني؟ هي بنتك يعني هتبقى عايزة تتجوز واحد زي جاسم ده؟ ده كفاية ان اخوه جليل الزوج اللي اسمه اصلان برضك لازم اسمعها منيها عاد. ايه رأيك يا بنتي في الحديد ده؟ لا يا بوي، انا ما اتجوزش رجل متجوز عاد. تمام يا بنتي، انا هبلغ اصلان بالحديد ده. وفي الطريق كان راجع اصلان هو وقاسم على البيت، وساعتها اصلان قال بحده وصوت عالي، خبريه يا جاسم عاد، امال لو ما كنتش رايدها وكانت البنت شغله بالك كنت عملت ايه؟ هملتني من اول القعده؟ انا ما رايدش الامور تمشي كده يا اصلان. انا مش كيفك، لو رايده اتجوز نسرين عاد هتجوزها برضاها وبرضا اهلها. انا ما رايدش وجع تاني في حياتي واصل، واني لو كنت وافقتك على اننا نروح نتقدمه فده عشان الاصول، وانا ما رايدش اتعدها واصل، ورايد اخد نسرين وهي مقتنعه وبرغبتها مش بالعافيه. ياه يا ولد ابوي، اللي هتقوله ده ما هيوصلكش لنسرين عاد. نسرين كيف نور، رايد الراجل الجوي اللي هيكون هو المسيطر، كيف ما هيقوله؟ امال انا موريهم العين الحمراء ليه عاد علشان يوافقوا، ولما تبقى نور في داري وقتها اخليها تحلف وتتحالف هي واهلها عاد انهم ما شافوش ولا وايه الراجل قبل كده يا جاسم. الواحده من دول تلاقيها تتبغدد وتقول على ده له وده ماشي، لكن هي من جواها نفسها في راجل بجد، كيف ما هيقولوا يتمنعون وهن الراغبات يا جاسم. هملني الحال يا اصلان، وزي ما قلت لك قبل سابق انا مش كيفك وعمري ما هجبر نسرين على حاجه واصل، لا دلوقتي ولا بعد كده. وتاني يوم فعلا بلغ رأفت اصلان برفض نسرين للموضوع، وساعتها اصلان قال تمام يا استاذ رأفت، لكن انا مش هستنظر كتير، انا رايد اتجوز نور، وكيف ما قلت لك تمام تتم ال 18 سنه عاد هكتب الكتاب، وبعدين احنا هنا في الصعيد يعني البنت هتتجوز قبل كده، وانت خابر هتتجوز كيف؟ بمخالفه الجنون مش كده بردك؟ وانا ما هخالفش الجنون عاد يا استاذ رأفت، لكن برضو ما هقبلش انك تتعامل ويايا كيف الكره الشراب. بنتك الكبيره حجتها بطلت وجبت لها العريس وهي رفضت، يبقى انا ماليش صالح عاد. وخليها في بالك يا استاذ رأفت انا ما هستنظرش كتير، اصلا درغام ما هينفعش يستنظر كتير، اللي فيه الخير يقدمه ربنا عاد. وطبعا اصلا بلغ بعدها قاسم برفض نسرين، وساعتها قاسم متضايق قوي لانه هو كان حاسس ان نسرين بتبادله نفس الشعور. فضل يومين زعلان وبعدها قرر انه يروح لها الجامعه ويتكلم معاها، وقف في المكان اللي هو بيقف فيه ويستناها، واول لما شافها جري عليها وقال لها بلهفه ممكن نتحدثوا عاد، ما تقلقيش مش هاخد من وقتك كتير، انا خابر انك رايده تعودي على الدار وانا ما عنديش مانع، لكن رايد نتحدثوا سوا. لا يا باش مهندس، انت طلبت طلب واحنا رفضناه عاد، مفيش داعي للوقفه اللي ملهاش عازه دي. ولسه جايه تمشي اتفاجئت بقاسم بيمسك ايديها جامد وبيبص لها وبيقول لها بلهجه لا تحتمل النقاش، اما اكون بتحدث وياكي اوعي تهمليني وتمشي كده، وكيف ما قلتلك هنتحدثوا ويا بعض يبقى هنتحدثوا ويا بعض، انا ما رايتش اجبرك على حاجه واصل، لكن طريقتك هتخلينا اسوي اي شيء. ساعتها نسرين فعلا والاول مره حست ان قاسم محتاج ان هو يتكلم، طريقته واسلوبه بيقولوا ان ده واحد عاوز يقول كلام مهم ويوصله ليها، وفعلا هي استجابت للفضول اللي عندها ده وقعدت معاه في مكان في الجامعه، يعني زي ديسك كده بيحطوهم في الجامعه علشان الطلبه تقعد عليهم. وقتها قاسم قال ممكن اعرف انا اترفضت ليه منك يا نسرين؟ مش ده اللي هوعله في عينيكي واصل؟ انا ما اتجوزش واحد متجوز، وبعدين كيف يا محترم تبقى متجوز وتوعى الواحده غير مراتك عاد؟ معنى كده انك لو اتجوزتني هتدور على غيري، مش كده بردك؟ وانت خابره ان هتجوز تفاصه؟ ليه افترضتي النيه الوعره دي؟ انت ما تعرفيش شيء واصل، وانا جاي النهارده عشان اوضح لك اللي ما هملتنيش اوضحه قبل سابق. وايه هو عاد اللي رايد توضحه لي يا باشمهندس؟ من 7 سنين اتجوزت من حنان بنت عمي، وانا كنت وقتها لسه متخرج جديد من الجامعه، ما كانش في بالي الحب واصل، وقلت بنت عمي وزينه ولهله، لكن من يوم ما اتجوزتها وانا في عذاب يا نسرين، حنان ما هتحسش بيا واصل، كل اللي في بالها المال والارض والدار، ما هتفكرش ان راجل وليا احتياجات، وليا شيء لازم يكون مرضي جوايا، ولما ربنا رزقني منيها بمروان، قلت الحمد لله، يمكن ربنا رزقنا بالذريه عاد عشان حنان تتغير، وابتديت اقول لها والفت نظرها، ان اللي هي هتسويه ده ما هينفعش، هي بطريقتها دي بتهد حياتنا الزوجيه، واشتكيت كتير لعمي ولولده، لكن محدش كان بيقدر عليها واصل، كنت عايش كيف الميت عاد، كنت ارجع من يوم شغل طويل، الاقيها نايمه وما هتستنظرنيش، ولما كنت اشاكسها، الاقيها تغضب وتقول لي، انت اتخبلت يا جاسم عاد، مروان يوعلنا. اقول لها احنا في جناحنا الخصوصي مفيش نفر هيجرب من هنا، تقول لي انا ما رايداش دلوقتي،
حاجات كتير يا نسرين مش موجودة في حياتي الزوجية، أنا ما يعتبرش متجوز، ما فيش زوجة تشاركني اهتماماتي وتفاصيلي، هو وجعي وفرحي أنا الحالي. بس لما وعيت لك كل ده اتغير عاد، حسيت إنك خطفتي قلبي. أول مرة أحس بالحاجات دي، كل مرة كنت بقول يمكن هيتهيألي، لكن لا، أنا تو ما بهملك وأعود على الدار بحس إن روحي اتخطفت وقلبي بيوقف. أنا أحبك يا نسرين قوي، والله ما حبيت قبلك ده ولا أحب بعديك واصل. أرجوك تفكري زين في حديثي ده، أنا ما رايتش أخدك غير برضاك يا نسرين. أنا رايدك تبقي في قلبي وأعيش وياكي أجمل حياة. ساعتها نسرين كانت بتبصله قوي وهي نفسها تقوم تاخده في حضنها، لكن في حاجة منعاها. فضلوا يبصوا لبعض مدة كبيرة قوي من غير ولا كلمة، لكن بعدها نسرين قالت له وهي بتقوم، عن إذنك يا باشمهندس ورايا محاضرة وما رايداش أتأخر عليها. هتهربي يا نسرين؟ ليه يا حبيبتي القلب ومناه؟ عشان ما هينفعش يا جاسم عاد، عن إذنك. ومشيت نسرين، وأول حاجة عملتها دخلت على الحمام وقفلت على نفسها وفضلت تعيط وتبكي كتير قوي. وفي بيت رؤوف عم أصلان وقاسم، كان قاعد مع أحمد ابنه وحنان بنته وهادية مراته. وساعتها حنان قالت واه يا بوي، هتهمل جاسم يتجوز عليا كيف مجال؟ بجاني بنت رؤوف عبد المتجلي، جاسم يتجوز عليا؟ دي أهانة كبيرة جو يا بوي، ولو انت قبلت بيها أنا ما هقبلهاش عاد. بزيادك يا حنان عاد، جاسم هيشتكي بجاله كتير إنك مهملة وما تحسسوش إنه راجل. كنت مستنظرة إيه؟ يفضل قاعد مستني حضرتك على ما تمني عليه بنظرة ولا كلمة؟ غلطانة يا بنت أبوي، الراجل منين لو زهج من المرة عاد؟ الله في سماه لو اتشقلبت كيف الأراجوز، عمر قلبه اللي اتقفل من يمتها ما يتفتح واصل. ايه الحديث المسخ ده يا احمد عاد؟ انت عاجبك ولادد عليك اللي عمله واد عمك ده؟ كرامه العيله هتضيع في الارض يا ولدي، دي عيله عبد المتجلي برضك، اكبر عيله في جرجه كلاتها، بنت من بناتها يحصل فيها كده؟ مستحيل عاد، بزيادكم حديث لحد كده، احنا ما هنعملش شيء واصل. وكيف ما هيقولوا البكا على راس الميت عاد، لو جاسم عملها واتجوز فعلا ساعتها بقى هرد الاصلان والجاسم الجلم اتنين. مشان اللي يحصل معايا كده، هو من مين؟ من ولد اخوي؟ لا، مش يبقى ولدي بيعامل بنتهم كيف الملكه وهم يسووا في بيتك ده؟ ما هتمشيش القصه عاد، صح يا رؤوف عاد، وخليها في بالك يا احمد، لو الحكايه دي تمت انت كمان هتتجوز على اميره. كيف اللي هتقوليه ده يامه؟ وانا ايه صالحي في الحكايه دي؟ جاسم مش مرتاح مع بيتك وهي السبب، وكلتنا خبرين القصه دي، لكن مرتي ملهاش صالح واصل، انا احبها يامه ومستكفي بيها، وما رايتش اتجوز عليها ولا غيرها واصل. مش بكيفك يا احمد، امك عنديها حق، هو ده اللي هيتم. انا ما هقبلش بنتي تبقى مغلوبه على امرها عاد، ومرتك تبقى فرحانه وجوزها في حضنها. اعمل حسابك من هنا ورايح، لو نجشتني في اي قرار هاخده صدقني هتندم قوي. بعد اذنك يا بوي، مرتي وبنتي مستنييني في الدار، اتاخرت على ميعاد الغدا. مشي احمد، وساعتها حنان بصت لابوها وقالت هتعمله يا بوي يعمل اللي في راسه عاد، وما يطلقش اميره ويخلي ولد اخوك يشمت فيا. اوعاك يا بوي تسوي فيا كده، جالك حديثي عاد؟ قلتلك كيف ما بنتك راحت عندهم في الدار يبقى بنت اخوك تيجي هنيه في دارنا، لكن انت بقى سمعت حديث اصلان اللي فضل يقولك عاد خيتي البنت عمها، لكن ما هتفرجش الدار واصل. ابوي وصى ان ولاده كلتهم يكونوا هنيه في الدار، وما تمسكتش بحقنا في ان ولدك ومرته يبقوا هنيه في دارنا، وهو اللي حسبته لقيته عاد. ولد اخوك هيلعب بينا كوره لانه ضامن ان خيته في حضنه ومحدش هيطلعها من دارها، وبنتك بس اللي هتطلع من دارها. ما تجلجيش يا هاديه، انا لو كنت مهمل ولدك عنديهم فده لي شيء في راسي، بكره تعرفيه. لكن القصه مش قصه مين خرج ومين فضل عاد، القصه قصه الجهر، كيف ما هيجهروا بنتك هنجهر خيتهم. انا مش عيل يا هاديه، ومش انا اللي هم الحاج بنتي واصل. ساعتها حنان سرحت بمكر وغل، وافتكرت شكل أميرة وهي متطلقة من أحمد حب عمرها، وساعتها قالت بينها وبين نفسها بمنتهى الغل والله لو تمت الحكاية دي هيبقى أحسن خبر الواحد سمعه، أحمد وأميرة مفكرين حالهم شادية وعبد الحميد، وطول الوقت حب وغراميات وكلام فاضي، لكن بالطريقة دي ما هيبقاش فيه ولا حب ولا أي شيء واصل. يا سلام لو يحصل، وقتها كنت رحت الأميرة عاد وقلت لها أني شمتانة فيها. خلاص بح يا بنت عمي، سرحت في إيه مرة واحدة كده يا حنان؟ لا ولا حاجة يما، ما تاخديش في بالك. وعند أميرة وأحمد، كان راجع أحمد وهو تعبان ومخنوق من عند أبوه، وقتها استقبلته أميرة بمنتهى الحب والاحترام وقالت له اتأخرت جوي يا حبيبي، اتوحشتك كتير. واه مالك متضايق كده ليه؟ ايه اللي حصل عاد؟ مالك يا نور العين بك ايه؟ وقتها أحمد ما حسش بنفسه غير وهو بيترمي في حضن أميرة وبيقول لها بدون وعي اوعاكي تهمليني واصل يا أميرة،
أنا ما ينفعش أكون في الدنيا دي لحالي من غيرك، مهما حصل يا أميرة وعاكي تسيبيني، أنت حب عمري، أنت مش مرتي بس، أنت مرتي وأمي وخيتي وكل شيء ليا في الدنيا. اتكلمت أميرة بحب وهي بتشدد على ضمه. كيف أهملك يا أحمد عاد؟ هو في حد بيهمل روحه برضه؟ ما بنهملهاش غير بالموت يا حبيبي، بعيد الشر عنك يا رب. لكن قولي ليه هتقولي الحديث العفش ده؟ انت كده هتجلجني عليك. لا ما تجلجيش، بس انا رايد منيكي طلب، وانا خابر انه هيبقى صعب بالنسبه لك دلوقتي، لكن معلش لازم تسمعيني فيه وما تناكشنيش فيه واصل. انت تؤمر يا حبيبي، ما تطلبش، قولي طلبك، ولو هتجيلي على النار كده هعمله، ولا ان اشوفك ووعلك وانت حالك كده واصل. هملي الوسيله يا اميره، وخدي منشطات كمان، واحبالي في اقرب وقت. انا رايد منك عيال كتيره قوي، رايد الرباط اللي ما بيننا يمتد ويبقى كبير، عشان ما فيش مخلوق يفرجنا عن بعضينا. فهماني يا اميره، دي الطريقه الوحيده اللي ما هيقدروش يبعدونا عن بعضينا. عاد رايد عيال كتير يا اميره، كتير يا حبه القلب. ساعتها اميره استغربت قوي من الطريقه والحاله اللي بيتكلم بيها جوزها، ووقتها ردت بقلق وقالت واه للدرجه دي يا احمد؟ بس لو تقول لي ايه اللي حصل وتفهمني وقتها يمكن ارتاح، لكن حديثك كلته ألغاز يا ود عمي. لكنني عمري ما هنكشك في شيء واصل، بس الصحة دي أمانة من عند ربنا سبحانه وتعالى، عشان كده أنا هروح للدكتورة اللي هتابع وياها عاد، وهعرض عليها الموضوع، ولو كان تمام أوعدك إني هسويه، أما لو كان في خطر أنت ما ترضليش بالخطر يا أحمد ولا إيه؟ خصوصا يعني المنشطات دي نتائجها بتيجي كتير بالسلب. لا لا بعيد الشر عنك يا أميرة، خلاص أنا مريتش شيء واصل، كفاية وجودك في حياتي، وربنا يعيني على اللي جاي عاد. ساعتها أميرة ما كانتش فاهمة أي حاجة، وطبعا ما كانش يجي في بالها أن عمها أخو أبوها يكون هو اللي بيخطط لكل ده، وأنهم يتفرقوا عن بعض بالطريقة دي. وفي بيت رأفت الأسيوطي بالتحديد في أوضة نوم نسرين، دخلت عليها نور بالغاغة بتاعتها كالعادة، لكن ساعتها نسرين كانت حزينة. وقتها نور قربت منها واتصدمت من اللي شافته، وقتها قالت بخوف معقولة ده؟ يا ترى نور لما دخلت على أختها شافت إيه؟ ويا ترى رؤوف فعلا هينفذ تهديده وهيخلي أحمد يتجوز على أميرة مراته لو قاسم متجوز نسرين؟ ويا ترى هنية هتبقى موقفها إيه من الحكاية دي كلها؟ ويا ترى في حد جديد هيظهر ويقلب موازين حكايتنا دي؟ ده اللي هنعرفه في الحلقة الجاية. دمتم في أمان الله. ازيكم يا أجمل متابعين في الدنيا. وقفنا المرة اللي فاتت لما نور دخلت على نسرين ولقيتها بتعيط، وساعتها قالت لها بخضة واه مالك يا نسرين عاد؟ بيكي ايه يا خيتي؟ ليه البكا ده؟ حد زعلك في الجامعة عاد؟ انطقي قولي لي مالك. ساعتها نسرين فضلت تعيط قوي، ووقتها نور خدتها في حضنها، وبعد لما هديت نور قالت اني خبرة اني لسه صغيرة عاد، لكن اني خيتك وسترك وغطاكي، واللي مفيش نفر في الدنيا يخاف عليكي كدي، عشان كده انا رايد اعرف بيكي ايه. احبه يا نور، احبه قوي قوي، جالي النهاردة في الجامعة وتحدت وياي وقال لي حديث يدوي بالحجر، لكن اني ما قدرتش وقتها، حسيت اني اخد حقي مش حقي بالرغم اللي حكاه واللي جاله. يا مري انت هتحبي جاسم يا نسرين؟ ليه كده يا بنت ابوي؟ ما لقيتيش الا خي الزفت اللي رايد ياخدني غصب ده؟ يا نور اوعي لي زين، انا مش كيفك يا خيتي، انا هحب جاسم بجد، وبعدين اصلا لو كيف ما بتقولي، بس برضك اصراره عليكي ده يخليكي تعيدي النظر في الموضوع كلاته، انا خبره ان الطريقه اللي هيعبر بيها عن حبه عفشه، لكن كل نفر وليه طبعه وهو طبعه كده، لكن اللي رايد اخبرك بيه ان اصلا يا شاجك عشق. ايوه بس انا خايفه يا نسرين يكون الموضوع مش كده واصل، ويكون اللي اسمه اصلا ده رايد يمتلكني وخلاص، وبعدها يرميني وابقى كيفك في اي حاجه عنده في الدار. لا لا وهو هينتجم منك ليه؟ لو رايده رايي في الموضوع ده يبقى تديله فرصه عاد وتتعرفي عليه. انا خبره ان فرج السن هو اللي مضايقك، بس يكون في معلومك هو مش كتير لدرجة انك تجلجي، هو شاب وانت شابة برضك، و11 سنة مش كتير. والله يا نسرين هو ليه طلة وهيبة تحسيه كده كيف نجوم السيما عاد، لكن برضك يخوف. معقولة يا نور هتفضلي طول عمرك طفلة عاد؟ اسمعيني يا بنت ابوي، حتى لو كيف ما بتقولي اكيد هو مش هيتعامل معاكي كيف ما هيتعامل مع الغفر اللي هيشتغلوا عنديه. شغلي مخك هبابة، أنا خبرة أنك هتطلعي من الأوائل كل سنة، دي نجرة ودي نجرة تانية واصل، بس لو الحديث كيف ما هتقولك ده، ليه انت رافضة جاسم؟ طالما انت شاطرة وبتقدري تحليل الخلج بالطريقة دي، يبقى الأولى تحليل الشيء اللي قصادك، ولا كيف ما هيقولوا باب النجار مخلع؟ لا عندي الموضوع مختلف عاد، جاسم متجوز يا نور. خبرة يعني ايه متجوز وعنديه ولد كمان؟ الموضوع هيبقى صعب قوي عليا وعلى مرته وعلى ولده كمان. والله لو ما كان متجوز انا ما كنت هملت واصل،
لاني بجد احبه واحبه قوي. داني بتخطف اول ما بواله، ومش بس كده، طول الوقت افكر فيه عشان كده تلاقيني حزينة وتعبانة ومخنوقة. دي غير دي يا نور، مش كيفها واصل. عنديكي حق، بس اللي عرفته منيكي ان هو تعبان في حياته، عاد مرته ما مريحهوش، وفي الحالة دي هو من حقه انه يتجوز. اي راجل بيبقى رايد واحدة وهو متجوز لازم ان يقول الحديد ده. تعرف ان اكتر حاجة مخلياني زعلانة ايه هي؟ انه طلع ما يحبنيش، بس انا كنت احبه قوي قوي والله العظيم. لا لا اكيد هيحبك، اللي يعمل كل ده عشان بس يوالك يبقى اكيد هيحبك. خلاص يا نور، انا ما رايدش اتحدث في القصة دي تاني، حكاية وانتهت. ومش رايدة اقولك ان امك ما ينفعش تضرب شيء واصل. ما تقلقيش يا خيتي عاد، اني كاني ما سمعتش حديثك ده واصل. وبعد ساعة في جنينة بيت رأفت الاسيوطي، كانت واقفة سماح وهي بتتكلم في التليفون وبتقول بصوت واطي: والله زي ما بقولك كده يا اصلان بيه، البت يا اخويا بتحبه ووقع لشوشتها. بس نقول ايه بقى، الدماغ السعيد الحجر. هقول لاخوك يا اخويا يطمن، البت دايبه في هواه، لكن كل اللي فارق معاها موضوع ان هو متجوز وعنده ولد والحاجات دي. هي مالها البت دي طريه كده ليه؟ ده نجاسم اخوي زينت البنات كلاتهم تتمناه، وهو ما مرتاحش في جوازه. يبقى هي مش من حقها تقول الحديد ده واصل. عموما يا سماح خليكي وياهم كيف ضلهم، انا ما رايتش اي حاجه تحصل من غير ما تكون عندي، فهماني؟ تمام يا اصلان بيه، هو انا تلميذه؟ ورايت كمان اقولك اني ما رايتش رأفت يعرف باللي حصل في الجامعه عند نسرين، يعني ما رايدهوش يعرف ان جاسم اخوي جالها في الجامعه عاد، فهماني يا سماح؟ ليه بس، ده لو عرف هيطين عيشتها، ويمكن يمدي ايده عليها كمان ويخلي الجوازه دي تمشي غصب عنها. وهو ده اللي عاوزه اخوك، واللي عاوزه انت كمان. اصل انت مش هتوصل لنور غير لما البنت دي تتجوز. مالكيش صالح، انت تسوي كيف ما هقولك وبس، مفهوم؟ وبعدين يلا اقفلي دلوقتي، اني ما رايتش رط حريم فاضي عاد. ولسه سماح هترد قفل اصلان السكه في وشها. ساعتها قالت بخنقه: يا ساتر عليك راجل، قطتك جمل صحيح. ولسه سماح بتلف علشان تدخل البيت، لقيت وراها هنيه وبتقول لها بغضب: انت ايه يا شيخه، ما عندكيش دم، ما عندكيش احساس، انت بتنجلي الاصلان اخبارنا؟ انت هنا من امتى؟ هو ازاي ما حسيتش بيكي وانت داخله؟ ده الكرسي بتاعك يعني بيعمل صوت في المكان. والله بقى دي حكمه ربنا، عشان اسمعك وانت بتتكلمي مع اصلان وبتنجلي له اخبارنا. ماشي يا سماح، انا لما يجي رأفت هقول له على كل حاجه. انت مالك ومال بناتي، حطاهم على دماغك جوك ده ليه؟ انت مش جبت الصبيان وارتحتي؟ مالكيش دعوه بيهم بقى. بصي يا هنية، أنا هقولك على حاجة، إن كان على أصلان أنا مش هكلمه تاني، بس لو جبت سيرة لرأفت بحاجة من اللي سمعتيها دي، أنا كمان هقوله إن بناتك دايرين على حل شعرهم، وإن بنتك الكبيرة مش بتروح الجامعة علشان تدرس، لأ دي بتروح علشان تعمل غراميات ورندفو مع الراجل اللي هي رفضته. وشوفي بقى رأفت لما يسمع الكلمتين دول هيعمل إيه. إنتي بتتحديني يا سماح؟ بعد كل ده بتهدديني؟ أنا مش بهددك، بس عارفه رأفت ودماغه، لو سمع الكلام اللي انت ناويه تقوله له ده، اول حاجه هيعملها ان هو هيطلقني. بنتك هيزعل منها شويه او هيقعدها من الجامعه، لكن انا هيطلقني على طول. ساعتها هنيه ما نطقتش بولا كلمه ورجعت تاني على اوضتها. وبعد اسبوع في كليه الهندسه عند نسرين، اتفاجئت بالدكتور الانشائي عندها في الجامعه بعت لها في المكتب. وقتها استغربت، لكن راحت له المكتب، واول لما دخلت قال لها باحترام: صباح الخير يا دكتور، في حد من الامن قال لي انك رايدني عاد، خير في حاجه؟ اقعدي يا نسرين، انا عاوزه اتكلم معاكي كلمتين. قعدت نسرين، وساعتها حازم كمل كلامه وقال: ممكن تفكي ملامح الاستغراب اللي على وشك دي؟ بصراحه انا ما خبراش شيء واصل. انا هقول لك يا ستي على كل حاجه، انا حازم فوزي النجار، ابن رجل الاعمال المعروف فوزي النجار. بابايا من هنا من الصعيد، لكن احنا طول عمرنا عايشين في القاهره، لان والدتي من هناك، وكمان شغل بابا كله كبر هناك، لكن انا كنت هنا في الجامعه. المجموع بقى انت عارفه، الثانويه العامه جابتني هنا، وانا ما كنتش عاوز ادخل جامعه خاصه، سافرت واخدت الدكتوراه من بره، وحبيت اني اول لما ارجع اشتغل في المكان اللي درست فيه. ما شاء الله ما شاء الله، ربنا يزيدك عاد. ايوه يا دكتور، بس هو انا دخلي ايه باللي هتقوله ده؟ يا ستي بس استني واسمعيني للاخر، انا بقولك الكلام ده في الاول علشان تعرفيني، بس انا متاكد ان مع الوقت احنا هنعرف بعض كويس قوي. المهم انا من يوم ما شفتك في المدرج وانت بصراحه كده زي ما بيقولوا مشقلبه حالي، وانا علشان اكون صريح معاكي سالت عليكي وعلى اهلك، وعرفت ان انتوا ناس كويسين قوي. علشان كده يا نسرين لو ما عندكيش مانع انا حابب اتقدم لك. تتقدم لاني؟
ايوه تقدم لك انتي، بس ممكن تقفلي بقك شويه، انتي من ساعه ما دخلتي المكتب وانتي ما بتعمليش اي حاجه غير انك بتستغربي بس. انا بقى اللي حابب افهمه، الاستغراب ده رفض ولا قبول؟ ها ما خبراش. يعني ايه مش عارفه؟ هو في حاجه يا انسه نسرين؟ لا لا ما فيش شيء واصل، بس اللي قصدي اقوله لك ان الموضوع مش رفض ولا قبول، بس هو تفكير مش اكتر. ممكن بعد اذنك تهملني افكر في الموضوع زين، وكمان اشاور اللي عندي في الدار، وبعديها هخبرك بقراري عاد. تمام يا نسرين ما فيش مشكله، بس انا عاوز اطلب منك طلب. خير يا دكتور عاد؟ اول حاجه تبطلي انك تبقي مستغربه قوي كده ومبرقه. انا مش شايف يعني ان طلبي يخلي رد فعلك جامد كده، انت بنت حلوه وممكن في اي وقت يحصل وتتخطبي وتتجوزي. تاني حاجه بقى ودي الاهم، لو حسيتي انك مش مرتاحه او انك مش موافقه، بلاش الموضوع ده حد يعرفه هنا في الجامعه، علشان انت عارفه وضعي ومركزي، وانا بقى مش حابب اني اكون محور كلام بين الطلبه وبعضها. طبعا فهماني، واضح ان اللي جاب لك المعلومات عني جابها لك ناقصه يا دكتور. انا ماليش صحابي هنا في الجامعه ولا في اي مكان تاني. ما تجلكش يا دكتور، كل الحديث اللي هتقوله ده ما هيحصلش واصل. وبعد اذنك انا دلوقتي لاني عندي محاضره. اتفضلي يا انسه. مشيت نسرين، وساعتها سرح حازم قوي وقال، فعلا بنات الصعيد دول ما فيش زيهم، ادب واخلاق واحترام. البنت يعني كان وشها هيقع في الارض من كتر الخجل، مش زي اللي اسمها باكينام اللي ماما عايزه تجوزها لي، دي بنت تافهه وهايفه. انما نسرين دي حاجه تانية خالص، انا متاكد ان ربنا هيكمل لنا باذن الله. وبتمر الايام ونسرين بتفكر في الموضوع، لكن طبعا كان قاسم مسيطر على تفكيرها، بس هي وقتها اخدت الموضوع بشكل تاني وقالت انها لازم تفكر فيه من ناحيه العقل، وتركن قلبها ده شويه على جنب، لان هي بالنسبه لها قلبها ما جابلهاش غير وجع القلب. كل الحاجات دي خلتها توافق على الموضوع، وقررت بقى انها هتتكلم مع امها وابوها. استنت بعد الغدا وهما بيشربوا الشاي وفتحتهم في الموضوع، وقالت لهم على كل الظروف حازم. ساعتها هنيه قالت بفرحه، الحمد لله، يا ما انت كريم يا رب، دكتور في الجامعة ما شاء الله. تمام يا بنتي، انا ما عنديش مانع، خليه يجي ويجيب اهله ويتقدم عاد. تمام يا بوي، بس في مشكلة، انا لو اتجوزت الدكتور حازم عاد هعيش وياه في القاهرة ومش هعيش هنا في الصعيد. ازاي بقى الكلام ده؟ لا 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 مش هينفع، ارفضي ارفضي، انا بنتي ما تبعدش عني يا رأفت. واني بقى لما احب اشوفك اعمل ايه؟ ولا انت مش واخدة بالك ان انا واحدة مشلولة على كرسي؟ وقتها نسرين قربت من امها وباست ايديها وقعدت تحت رجليها وقالت، بعيد الشر عنك يا امي من الشلل، انت كل اللي رايداه بس عمليه بسيطه، واول ما تعمليها ان شاء الله هتقومي وتبقي كيف الرهوان. لكنني بقول ان الدكتور حازم زين بردك، واكيد يعني الواحده مننا بيبقى مطرحها مطرح جوزها. ما انت من القاهره، ولما اتجوزت ابوي جيتي وياها هنا، مش كده بردك يما؟ وقتها هنيه بصت بزعل قوي ناحيه رأفت وقالت، عندك حق يا نسرين، الحب بليه يا بنتي. المهم احنا في موضوعك دلوك، لازم حازم ده يعرف انك مش هتبعدي عني واصل، انا مقدرش استغنى عنك. واه كيف اللي هتقوليه ده يا هنيه عاد؟ انت رايده بنتك تقول لعريسها اني موافقه عليك، بس بشرط ما بعدش عن حضن امي عاد؟ ده كلام؟ دي كانها بتقول انا مش موافقه، بس بصنعه لطافه. اسمعي يا نسرين يا بنتي، لو موافقه على الموضوع كيف ما هتقولي، سيبك من حديث امك ده وخلي الراجل يجيب اهله وياجي ونتمموا الموضوع. طبعا، وانت هيفرق معاك ايه؟ ما انت راجل ورجاله دايما كده قلبها جامد. خلاص يما عاد، انا هقول له ما يجيش، وكل شيء جسمه ونصيب. لا لا يا حبيبتي، انا مش هقف قدام سعادتك ابدا، خليه ياجي، ده بردك دكتور في الجامعه، واني هبقى مطمنه عليكي وانت مع بني ادم متعلم، واكيد يعني هيكون راقي وهيبقى مقدر قيمتك. خلاص يا بنتي هاتيه، وانا بقى ربنا يعيني على فراجك. يعني خلاص يا نسرين هتوافقي على الدكتور اللي اسمه حازم ده؟ ايه يا بنتي يا عبيطه، انت مالك بتتكلمي مع اختك كده ليه؟ كانك مش طايقه الموضوع، هو في حاجه ولا ايه؟ نور وهي بتقوم تروح المطبخ، لا ما فيش شيء واصل، انا داخله اعمل فنجان نسكافيه، راسي هتنفجر عاد. دخلت نور، وساعتها طبعا رأفت ما كانش فاهم حاجه، بعكس هنيه ونسرين اللي كانوا عارفين نور مقلوبه كده ليه. ووقتها نسرين راحت ورا اختها المطبخ وقالت بعتاب، خبريه عاد يا نور، ايه شغل العيال ده؟ ده بدل ما تفرحي لي وتقولي لي الف مبروك، هقول لك مبروك على ايه يا نسرين عاد؟ على انك رايده تدمري حالك، هو انك واخده اللي اسمه دكتور حازم ده كوبري عشان تنسي بيه جاسم؟ طالما ما رايداش تتجوزيه، ليه الاستعجال يا بنت ابوي؟ ادي نفسك فرصه على الاقل تنسيه. انا ما رايداش اسمع حديث اكتر من كده عاد يا نور، انا خدت قراري ولا يمكن ارجع فيه واصل، ويا ريت الحديث ده ما يتكررش تاني قدامي. خرجت نسرين من المطبخ بعد ما قالت الكلمتين دول، وفعلا تاني يوم
بلغت نسرين قرارها لحازم اللي فرح قوي، وبعد أسبوع كان جاي هو وأهله علشان يتقدموا رسمي. وساعتها وهم قاعدين فادية، أم حازم قالت بلاوي تبوظ، أمال يا جماعة يعني العروسة لحد دلوقتي ما خرجتش علشان نشوفها وتقدم لنا العصير؟ أصلاً بصراحة الفضول قتلني، عايز أشوف مين البنت دي اللي خلت ابني يسيب بنات القاهرة كلهم ويجي هنا ويبقى عاوز يتجوز من بنات الصعيد. هو مالهم بقى بنات الصعيد، ناقصين إيد ولا ناقصين رجل؟ لا 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 يا هانم، أكيد طبعاً فادية ما تقصدش كده خالص، هي بس مستعجلة علشان تشوف عروسة حازم اللي خلته يسيب بنات مصر كلها ويجي هنا ويطلب إيديها. واضح إن بنتكم على خلق واحترام كبير قوي، ده من زوجك يا فوزي بيه عاد. عموماً نسرين جاية دلوقتي. وبعد شوية فعلاً خرجت نسرين، وكان حازم وأبوه مبسوطين منها قوي، لكن فادية ما كانتش أحسن حاجة. ساعتها هنية قالت وهي قصدة تغيظ فادية، تعالي يا حبيبتي ما شاء الله عليك زي القمر. طب يا جماعة بما ان احنا بقى هنا، بعد اذنك يا بابا احنا يا عمي جايين نطلب ايد البشمهندسة نسرين، وانا بنتهز الفرصة دلوقتي ونقرا الفاتحة واهلي موجودين، ايه رأيكم يا جماعة؟ وماله يا ابني نقرا الفاتحة. وفعلا قروا الفاتحة وصوت الزغاريد طلع، ولانهم قريبين جدا من ارض اصلا فمرزوق الحارس سمع، وهو زيه زي اي حد جري ناحية صوت الزغاريد علشان يعرف دي منين، وأول لما عرف جري على طول على بيت أصلان درغام. وبعد قراية الفاتحة طلب حازم إن هو يقعد شوية مع نسرين، وفعلا رأفت سمح له إن هو يقعد معاها قريب منهم. أنا مبسوط قوي يا حبيبتي بجد إن أنت دلوقتي بقيتي ليا، مش قادر أوصف لك سعادتي عاملة إزاي. متشكرة جدا يا دكتور. في إيه يا نسرين مالك؟ أنت بتتكلمي معايا كده ليه؟ هو أنت مش مبسوطة من خطوبتنا؟ لا مين جالك كده، بس أنا بس متضايقة من تصرف والدتك. واضح انها ما كانتش رايداك انك تتجوز من هنا، ولا بقى في شيء تاني انا ما خبرهوش؟ لا 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 الموضوع مش كده خالص، هي الحكايه بس وما فيها ان امي استصعبت المشوار شويه وقالت ان الطريق طويل، وهي متضايقه من الطريق لكن مش منك خالص يا حبيبتي. وبعد ما خلص حازم كلامه مسك ايد نسرين، وهي وقتها نفضت ايديها جامد وقالت بغضب، اوعك تعيدها مره تانية، أنا مش كيف بنات البندر ولا كيف أي بنت أنت كنت تعرفهم قبل كده، أنا خبرة أنك كنت هتدرس برا ووعيت لي بنات كتير، ويمكن كان فيه انفتاح زايد عاد، لكن أنا ما هقبلش بجده واصل، الخطوبة لها ضوابطها. حازم بإحراج لكن كان فرحان من جواه، أنا مقصدش والله أي حاجة، أنا اتصرفت بعفوية، وعموما يا ستي لو تصرفي ده ضايقك أنا آسف ومش هعمل كده تاني، أنا بس كنت بعبر لك عن شعوري مش أكتر. هي ريت ما تتضايقيش، انتي ما تعرفيش انا فرحان قد ايه، انتي بقالك كتير قوي في بالي، وكمان ملوش داعي الحديد ده دلوقتي، احنا المفروض الفتره دي بنتعرفوا على بعض مش اكتر من كده. في ايه يا نسرين؟ انا حاسس ان في حاجه مش مظبوطه. يعني ايه نتعرف على بعض؟ بس دي مشاعر واحاسيس، ولا انتي بقى مجبره عليا؟ انا بصراحه ما بقتش مرتاح. طيب لما مسكتي ايدك وانتي رفضتي قلتي اني اتسرعت، لكن كمان عايزه تعملي حدود في الكلام كده، يبقى كتير قوي. الحدود يا دكتور في كل شيء عاد، هو أي شيء ملهوش حدود يبقى بيندرج تحت مسمى تاني، أنا ما أحبش إني هقوله، وكيف ما قلتلك دي فترة تعارف والمشاعر تجي واحدة واحدة. تمام يا نسرين أنا كده فهمتك، وبجد أنت كل مدى بتكبري في نظري، ربنا يا حبيبتي يكملنا على خير ويديمك نعمة جميلة في حياتي. ساعتها نسرين بصت في الأرض وهي مخنوقة قوي، وحازم وقتها فسر كده إن هي مكسوفة وخجلانة زي ما هو متوقع، بس للأسف نسرين ما كانتش كده خالص. وفي أوضة المكتب عند أصلان كان قاعد بيراجع شوية ورق، ساعتها اتفاجئ بمرزوق الغفير داخل عليه وهو مش قادر ياخد نفسه وبيقول أصلان بيه يا أصلان بيه. خبريه عاد يا مرزوق، مالك داخل عليا كيف الجدل مستعجل كده ليه؟ ايه اللي جرى عاد؟ أنا كنت جاي أخبرك على اللي سمعته عاد، ما تنطق يا بني آدم، أنا هسحب الحديد من خشمك ولا ايه؟ هتحدث اهو، هاني من هبابة سمعت صوت زغريت جاية من يم بيت رأفت الأسيوطي، رحت عشان أشوف ايه ايه عاد، ولقيتهم هيجروا فتحت بيتهم. بيتهم مين؟ انت متوكد يا جلاب الشومنتة؟ ايوه متوكد، انا رحت لحد عنديهم قصاد البيت وسألت وتأكدت ان بيتهم جالها عريس دكتور في الجامعة، الدكتور اللي هيدرس لها عاد، وهو مش هنا، هو من مصر عشان كده جاروا الفتحة دلوقتي، يعني ابوه وامه هنا، هو ده اللي عرفته وجيت اخبرك به طوالي. اتنهد اصلا تنهيده طويله، نسرين خطبت عاد، طب غور من هنا دلوقتي وهملني لحالي. وفعلا بيمشي مرزوق، وساعتها بيقعد اصلا على المكتب وهو بيقول يا ترى يا ولد ابوي لما تعرف باللي حصل هتعمل ايه عاد، ربنا يعدي القصه دي على خير. وتاني يوم في المصنع عند رأفت كان بيشتغل وبيظبط بعض الحاجات اللي داخله وخارجه من المخزن، ساعتها جه عليه زكريا صاحبه وقال له اصلا به كان رايدك يا رأفت عاد،
خير يا رب، رايدني في ايه اصلا بيه؟ ما خبرش رايدك في ايه، روح شوفه وطمني. ما انت دلوقتي بقيت ابو نسب، يعني المواضيع بناتكم هتبقى كتير قوي. بعد عني يا زكريا عاد، انا ما نقصكش، وبطل حديثك المسخ ده، انا ما نقصش الضاع. اما روح اشوف ده كمان رايد مني ايه. وفعلا راح رأفت لمكتب أصلان، وأول لما خبط دخل وتفاجئ من اللي شافه على المكتب. ساعتها بص الأصلان باستغراب وقال كيف ده يا أصلان بيه؟ لكن أصلان قال له يا ترى رأفت شاف إيه أول ما دخل مكتب أصلان، ويا ترى نسرين هتقدر ترتبط بحازم ولا لما قاسم يعرف هيكون ليه رأي تاني، ويا ترى أصلان هيستغل الموضوع ده لصالحه ولا هيمر مرور الكرام. ده اللي هنعرفه في الحلقة الجاية. دمتم في أمان الله. ازيكم يا اجمل متابعين. وقفنا المره اللي فاتت لما رأفت دخل على اصلان المكتب، وده بعد ما بعت له، وساعتها اتفاجئ رأفت ان اصلان حاطط بوكس هدايا كبير قوي. وقتها رأفت قال باستغراب واه يا اصلان بيه، ايه ده؟ دي هديه بسيطه للبشمهندسه نسرين، ما ندريت ان خطوبتها كانت امبارح، مش كنت تخبرني يا راجل؟ انا كنت هفرح لك بردك. لا دي كانت قاعده بسيطه كده، وانا جريت الفاتحه، لكن لساتنا ما عملناش حاجه. أكيد كان في الفرحة الكبيرة كنت هعرفك يا أصلان بي. تمام، عموما مبروك، لكن أنا رايد أعرف فرحتنا كمان هتكون ميتة. حجتك بطلت عادي يا أستاذ رأفت، يا ترى أقدر أجي وأتمم موضوعي أنا ونور ميتة؟ أنا ما عنديش مانع واصل يا أصلان بي، بس هيبقى جرايد فتحة دلوقتي وبس، وبعد ما البيت تخلص السنة دي عاد نعمله الفرح. قلت إيه؟ أنت خابر زين يا أستاذ رأفت إن إحنا ما حدناش الحديث المسخ ده، لكن أني هكتب كتابي عليها عاد، والفرح يبقى بعد ما تخلص السنة دي، وأني كده عملت معاك الصح كيف ما هيقولوا. لكن موضوع الخطوبة ده هيبقى تجيل قوي على قلبي، هتبقى مرتي لكن هتفضل ضيفة في بيتك معززة مكرمة. قلت إيه؟ قلت لا إله إلا الله عاد، اللي تشوفه يا أصلان بيه، أني ما هنكشكش في شيء واصل. تمام قوي، خلاص استنظرنا أنا وأخوي وعمي رؤوف هنجيلكم النهاردة. وليه الاستعجال ده يا أصلان بيه؟ همني يمين تلاتة، ولا انت رايد بقى أهل البلد يقولوا رأفت مصابرش وعايز يخلص من بناته طوالي؟ خليها يوم الجمعة. أنا ماليش صالح بحديث الناس، اللي عايز يتحدث يتحدث، أنا ما هعملش شي عافش عشان الدرى منيه. أعمل حسابك يا رأفت، كيف ما قلتلك أنا النهاردة هكون عندكم في الدار وبجرى فتحتي على نور. ومش بس كده، ويوم الجمعة اللي هتقول عليه ده هكون جاي وفي يد المأذون وهنكتبه كتاب. يا ريت تعمل حسابك على كده، انا صبرت كتير وده ضد طبع عاد، والمفروض انك تقدر حاجه زي دي. حاضر يا اصلان بيه، اللي تشوفه يبقى نافذ، هتحدث وياهم النهارده في الدار وهستنظركم كيف ما قلت. عن اذنك لاني سايب المخزن لحالها. ولسه رأفت هيخرج نده اصلان عليه وقال الهديه يا استاذ رأفت، حاجه بسيطه كده، يا رب تعجب البشمهندسه. اخد رأفت الهديه ومشي، وساعتها اصلان قال بمكر والله خلاص يا نور، وهتبقي ليا، اوعدك يا زينة البنت كلاتهم اني هخليكي ملكة متواجة بحق القلب الحجر اللي اتحرك بس ليكي. اني ما هملكيش غير وانتي هتعشقيني عشق. الصبر يا بنت رأفت، والله لخلي الدنيا دي كلتها عنديكي كوم، واصلا درغام في كوم تاني خالص. واه كيف نسيتها المرة البومة دي، اما اتصل بيها عاد. وعند سماح لقيت تليفونها بيرن برقم أصلان، وقتها رفعت التليفون وهي خايفة وقالت أيوة يا أصلان بيه، إيه اللي حصل ده يا سماح عاد؟ كيف يعني ما تخبرنيش إن نسرين اتخطبت؟ وأعرف بالصدفة كيفي كيف أي نفر غريب، هو ده اللي إحنا متفقين عليه؟ هو ده اللي بدفع فيه كدك ده؟ خبريه عاد، أنت هتستقرضيني يا مرة؟ لا، ده أنت لو هتفكرك ده يبقى هتلعبي بعداد عمرك عاد، أنت ما خبراش مين هو أصلان درغام؟ لا 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 استقرضك ايه بس، لا سمح الله، الحكايه مش زي ما حضرتك فاهم خالص. اخر مره لما كنت بكلمك البومه ضرتي اللي اسمها هنيه سمعتني وهددتني انها لو عرفت اني كلمتك تاني هتقول لرأفت، ورأفت موت وسم الخيانه، علشان كده يعني تلاقيني خايفه اني اكلمك. لكن والله انا برضو عملت اللي يخليك تعرف، لكن من بعيد لبعيد. ما فهمش كيف يعني عملت اللي انا رايده من غير ما تظهري في الصوره؟ انا اللي فضلت زغرت امبارح جامد قوي لحد ما لمحت الغفير مرزوق، وانا اللي خليت الناس كلها تسال وتعرف ايه اللي بيحصل في بيت رأفت، وجاوبتهم لاني عارفه ان مجرد ما مرزوق هيظهر يبقى انت كده عرفت كل حاجه. فهمت بقى نقصد ايه؟ هافهم من حديثك ده يا سماح انك ما هتقدريش تتواصلي معايا تاني؟ للاسف اه، هنيه دي اصلها مستحلفالي، هو بقت مراقباني زي ظلي، بالرغم انها يعني مشلوله وقاعده على كرسي بعجل، لكن بومه منها لله. ده انت كنت بتديني فلوس حلوه قوي وخلاص راحت. عموما انا مش عايزاك تزعل مني،
زي برضو ما عايزاك ما تجيبش سيرة الاتفاق اللي كان ما بيننا ده لرأفت. ما تجلجيش يا سماح، ما حدش هياخد خبر بشيء واصل. لكن قبل ما اكفل هقولك نصيحة أخيرة، أنا خبرك زين زي برضك مخابر هنية زين، بس ده تحذير، اوعاك تأذي نور يا سماح، لأن اللي هيجرب من نور أنا ما هرحموش واصل. وإذا كنت أنا بتحدث وياكي فده عشان خاطرها برضك. لا 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 ما تقلقش، أنا عمري ما أذي نور، دي في النهاية برضو بنت جوزي، وبعد الكلام اللي انت قلته ده أنا هبقى حويطة جدا في التعامل معاها. ما تقلقش يا أصلان بي. تمام، بالسلامة انت بقى دلوقتي يا سماح، لأن ورايا شغل كتير. وفعلا قفلت سماح مع أصلان في وقتها وقالت بحقد وغيرة، والله وبضتلك في القفص يا بنت هنية، هتتجوزي واحد مال وجمال وطول وعرض وعزوة، وفوق ده كله هيموت عليكي. لا والتانية كمان هتاخد دكتور في الجامعة، هي الولية دي برغم كل اللي أنا عملته فيها مش هتتهد أبدا، برضو بتغزني حتى لو بغير إرادتها. وعند قاسم اللي كان قاعد في جنينة البيت ولقي الجنين هو ومراته بيتكلموا وبيقولوا: اسكتي يا بت يا سعاد، البشمهندسة نسرين دي تستاهل كل خير، حنينك ده ولسانها كيف الشهد، تستاهل الجوازة الزينة دي. على قولك يا صابر أنا أحبها قوي، خشمها بينجط عسل عاد، برضك دكتور في الجامعة حاجة كبيرة قوي، وهتعيش في مصر، ربنا يصلح لها الحال. وقتها قاسم لقط بودنه الكلام وراح عليهم وقال: هتتحدث عن مين يا صابر انت ومرتك؟ أنا سماكم وانتوا هتقولوا البشمهندسة. مين دي؟ أبدا يا جاسم بي، دي البشمهندسة نسرين، انخطبت عشية للدكتور بتاعها في الجامعة، وإحنا فرحانين ليها قوي، أصلها زينة وتستاهل كل خير. ساعتها قاسم ما كانش شايف قدامه من الغضب وقال لهم بصوت عالي: وانتوا هتشتغلوا بقى ولا هتتحدثوا عن مين اتجوز ومين اتطلق؟ يلا مشوا من هنا وشوفوا شغلكم، مش عايز رط حديد فاضي. مشي قاسم وهو غضبان واخد عربيته. وساعتها سعاد قالت بلاوي تبوز: ماله ده، كيف اللي جرس وحنش؟ عندك حق يا سعاد، جاسم به عمره ما كان عصبي ولا هيتحدد بالطريقة دي، الله اعلم. عاد عموما ملناش صالح، يلا على شغلك وانا كمان هخلص شغلي على ما تخلصي الغدا ونتغدوا سوا. وفي جامعة سوهاج كانت قاعدة نسرين مع حازم بعد المحاضرة، وساعتها حازم قال لها: حبيبتي انا كنت عاوز نخرج انا وانتي النهاردة سوا، ايه رأيك؟ لها ما هيصحش الحديد ده، مش معنى انك خطبتني يبقى خلاص من حقك انك تخرج وياي، والله اعلم الخطوبة دي هتتم ولا لا. هي ساتر يا رب، ايه اللي بتقوليه ده؟ الملف استعد يا بنتي، ان شاء الله هتتم وهنتجوز وكل حاجة هتبقى تمام، بس عادي يعني لو خرجنا مع بعض، ايه اللي فيها؟ انتي مالك يا نسرين مقفلة قوي كده ليه؟ انا لو ما كنتش عارفك كويس كنت وقتها قلت انك رفضاني، لكن من اللي شفته منك ومن اهلك واضح ان مفيش حد جبرك، بس انا مش عارف ايه الطريقة بتاعتك دي. هي دي طريقتي عادي يا باش مهندس، وهو ده اللي المفروض يتم. انا هقعد وياك في الجامعة هنا عشان ابوي خبرك ده، لكن خروج برا سور الجامعة ما هيحصلش واصل، دي الاصول وده اللي تربيت عليه من ابوي. ساعتها حازم سكت، لكن من جواه كان مبسوط ان في بنات اليومين دول بتحافظ على نفسها وعلى اهلها. وبعد شوية لما قعدوا مع بعض وردت فعلها هتبقى ايه، وبعد ما خلص المحاضرة اتصل بيها وقال لها بحب: حبيبتي انت خلصتي محاضراتك يا قمر ولا لسه قدامك حاجات تانية؟ يعني لو ينفع نقعد مع بعض شوية. لا لا انا هروح دلوقتي عالدار، اصل امي لحالها ونور في الدروس عاد، انت خابر انها اخر سنة السنة دي وهي رايدة تحصل مجموع زين. تمام، ربنا يوفقها. المهم انا كنت عاوز اسالك على حاجه كده، انت بعد ما سبتك رحتي على المحاضره على طول ولا خرجتي؟ لا 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 رحت على المحاضره طبعا، بس ليه هتسال السؤال ده عاد؟ هو في حاجه ولا ايه؟ لا مفيش حاجه، انا كنت بس بطمن عليكي. طيب روحي ولما توصلي بيكلميني. يلا سلام. قفل حازم معاها وكان مخنوق قوي وقال: معقوله البنت اللي شبه الملايكه دي تضحك عليا انا؟ يا ترى مين اللي كان قاعد معاها ده وعاوز منها ايه؟ معقول تكون بتقرطصني؟ بس مش باين عليها، انا لازم اعرف كويس قوي مين ده وايه حكايتها معاه. بس قسما بربي لو طلعتي مش مظبوطه يا نسرين لا هندمك على اليوم اللي شفتيني فيه، واكيد شكلي هندمك، طالما كدبتي عليا يبقى بتعملي حاجه غلط. ماشي انا هتصرف واجيب قرار الحكايه دي. وعند اصلان خلص شغل بدري ورجع على البيت، واول حاجه عملها دخل على مكتبه وبعت لقاسم اخوه، واول لما جه لاحظ اصلان ان قاسم متضايق قوي، ساعتها قال له: مالك يا جاسم عاد، ايه اللي بيك يا ولد ابوي؟ نسرين انخطبت وانا رحت لها النهارده الجامعه وتحددت وياها وقلت لها لازم تفشكل الخطوبه دي، هي ما هتكونش المخلوق غيري واصل،
لكن هي فضلت تقول لي حديث ماسخك ده. هو يانا انا خلاص راحت عليا؟ مش من حق عيشكي في الخلج ولا اني بقى لبست في حنان دي العمر كلاته؟ انت هتفضل كده طول عمرك عاد، كيف تروح لها الجامعة وتقول لها حديثك الماسخ ده؟ في طرق تانية كتير تقدر تجيبها في يدك، بلاش التهور ده عاد. اصلا انت خابر زي النسرين بالنسبة لي تبقى ايه يعني بلاها حديثك الماسخ اللي هتقوله ده؟ انت ما هتعرفش شيء، لانني اللي ماسك النار في يدي وملهاش حل يا ولد ابوي. لا خابر، زي ما خابر ان كل شيء وله دخلة، لكن الدخلة اللي انت دخلت بيها دي دخلة مش زينة. عموما حلك عندي، بس تسمع حديثي زين وما تعملش شيء الا ما ترجع لي عاد. اتفقنا يا ولد ابوي؟ اتفقنا يا سيدي، بس اسمع الاول. وفي بيت رأفت بعد ما رجع من الشغل قعد مع هنية ومراته وبناتها وقال النهاردة جهزوا حالكم عشان اصلا هيجرى فتحة بيتك يا هنية. ايه اللي انت بتقوله ده يا رأفت؟ انا توقعت انه صرف نظر. وبعدين ايه البوكس اللي انت حطه على الترابيزة هناك ده؟ شيالي النهاردة وقال لي الف مبروك لبيتك الكبيرة والهدية دي بمناسبة الخطوبة. انا ما خبرش اصلا ده رايد مني ايه. عموما دي هديته ليك يا نسرين. وكيف ما قلتلكم جهزوا حالكم لجراية الفاتحة، لانه كمان يوم الجمعة هيكتب الكتاب عاد، ولما تخلص نور السنة دي هيبقى الفرح. وده بالعافية على ما اقنعته والله. وده اللي هو ازاي بقى ان شاء الله؟ في ايه يا رأفت؟ هو جواز ولا سلج بيض؟ ازاي يعني هيجي النهاردة يجرى الفاتحة ويوم الجمعة هيكتب الكتاب واحنا ايه ملناش لازمة؟ هو انت ازاي راجل وتقبل على بيتك الاهانة دي؟ ما تكبريش الموضوع عادي هنية، اصلا جالهالي انا استنظرت كتير وحجتك بطلت عاد. بيتك الكبيرة اتجرت فتحتها، يبقى مفيش داعي نستنظره اكتر من كده. بزيادة انا عاد عطلة، وزي ما قلتلك اصلا مصر ان هو يتجوز بيتك، بس انا متوكد انه هيصونها ومش هيبقى كيف شاكر واصل. انا خابر انك خايفه ان هو يطلع كيف عمه، لكن احب اطمنك شتان بناتهم. هو انت ايه بقى ان شاء الله اللي مديك الامل الفظيع ده ان هو مش هيطلع زي عمه؟ يا حبيبي ده العرج ده استاس. لا لا شاكر كان بطبعه خاين، اما اصلا لا انا عشرته كتير. اللي يدي الناس اللي شغالة عندي كل مستحقاتهم اول باول ما يبقاش في طبعه الخيانة. وبعدين اصلا يده طايلة، يعني لو كان في طبعه الخيانة كيف ما هتقولي كان اخد بيتك غصب عنينا، خصوصا يعني انه خبر محدش هيقف قصاده. لكن هو راعى الاصول ودخل البيت من بابه، ودي تحسب له يا هنية. ودي كمان اللي مطمن قلبي من يمت اصلا ولا ايه هنية؟ عاد ساعتها ردت هنية بعد ما سكتت شوية وقالت والله يا رأفت انا ما بقتش عارفة اقول لك ايه. انت مع مين بالظبط يا راجل؟ عموما اللي انت شايفه اعمله. ابويا عندي حق يما، وكل حديثه مقنع عاد. وانت يا نور يا خيتي انا شايفك ده انه اصلا هيحبك قوي، يكفي انه راجل صريح وما هيلفش ويدور. انا من رايي انك تهملي له فرصه. تمام يا بوي وانا موافقه، وهدخل دلوقتي اجهز نفسي بالليل. ربنا يكملك بعقلك يا بنتي. وفعلا بيجي الليل وبتيجي معاه كل المفاجآت، وده لما دخل اصلا ومع عم رؤوف واخوه قاسم اللي كان طول الوقت قاعد بيدور بعينيه على نسرين. قعدوا كلهم مع بعض واتفقوا على كل حاجه، وساعتها اصلا طلب ان هو يقعد مع نور على جنب، ورأفت وافق وخلاهم يقعدوا في مكان قريب منهم. وساعتها اصلا قلب حب بيحاول يداريه، مالك عاد يا نور هتفركي يدك كتير كده ليه؟ معلش يا اصلا بيه اصلي ما متعوداش. بقى معقوله برضك واحده تقول لجوزها بيه؟ اسمعي لما اقولك عاد اني اصلا واللي بناتنا انت هتوعي له لحالك عشان كده رايدك تتعاملي وياي بدون خجل وبدون اي تكليف، واي حاجه تجي على بالك تطلبيها طوالي. فاهمه يا نور حديثي زين؟ بس انا لسه مش مرتك عادي اصلا بيه. هتبقي وهتبقي قريب كمان، انت ما خبراش انا عملت ايه وظهرت كيف قدام الخلج عشان اقعد وياك القعده دي. وقتها نور كانت مستغربه قوي، بقى معقوله البني ادم القاسي ده يطلع منه الكلام اللي يدوب التلج بالطريقه دي؟ ساعتها اصلا انتبه لنفسه وقال يعني انا اقصد ان حديث الناس كتير وهيقولوا يعني ان اتجوزت اللي كانت امها السبب في ان عمي يطفش ويهمل البلد كلها. فهماني يا نور؟ فهماك يا اصلا بيه. قصدي اصلا كيف ما انت رايدني اقول لك. وقتها اصلا ابتسم ابتسامه خطفت قلب نور، هي نفسها كانت مستغربه منها، وفضلوا يبصوا لبعض كتير. لكن قطع اللحظه الرومانسيه الجميله دي اتصال قاسم، وقتها رد اصلا وقال خبريه عاد اتوحشتني ولا هي رخمه وخلاص؟ خبريه يا بني ادم، بقالنا ساعه قاعدين هنا في الدار وهبابة وهنمشوا، انت سويت ايه بالظبط؟ مفيش حاجه حصلت يعني؟ انا قلت لك انك متهور ومتسرع، اهدى على نفسك كده وكل حاجه انا مرتب لها زين، خليك واثق فيا شويه. وهملني دلوقتي اللي انت رايده يحصل ما عادش عليه وقت.
وانت مستعجل كده ليه؟ مش المفروض اننا هنجرى الفتحة وهنعمله الحاجة التانية وهنمشي على طول؟ واضح بقى ان القعدة حداك زينة قوي، اني ما بجرش عاد. وانت مركز معايا كده ليه؟ اقفل دلوقتيت القصة وما فيها اني مستني الحاجة التانية اللي هتقول عليها، وما قعدتش بكيفي عاد. ولسه قاسم هيرد اتفاجئ بأصلان بيقفل السكة في وشه، وساعتها نور قالت باستغراب: مالك اتغيرت كده ليه؟ هو في حاجة حصلت ولا ايه؟ لا لا ما تاخديش في بالك. وعند رأفت كان قاعد هو ورؤوف وقاسم اللي ما كانش على بعضه حرفيا، بس اتفاجئوا باللي داخل عليهم وبيزعق بعيل وصوته. ساعتها رأفت قال: خبره عاد، هي زريبة ولا ايه؟ اتكلم الشخص وقال: ده انتم نهاركم اسود النهاردة، يا ترى ايه اللي حصل؟ ومين الشخص اللي جه ودخل عليهم كده وهم قاعدين؟ وهل نور الاحاسيس اللي هي حسها تجاه اصلان دي بجد، ولا عشان هي صغيرة واصلان بخبرته قدر ان هو يخليها تتشغل بيه؟ ده اللي هنعرفه في الحلقة الجاية. دمتم في امان الله. ازايكم يا اجمل متابعين؟ وقفنا المرة اللي فاتت لما دخل شخص عليهم وهم قاعدين، وده بعد قراية فتحة اصلان على نور. والشخص ده كان حازم اللي اول ما دخل قال: السلام عليكم، ممكن افهم ايه اللي بيحصل هنا بالظبط؟ اهلا يا ولدي، نسرين ما خبرتنيش انك جاي النهاردة، خير في حاجة؟ والله يا عمي المفروض ان احنا نسايب، ولما يكون في مناسبة سعيدة عند بيت خطيبتي هاكون انا اول الناس اللي تعرف، مش هتفاجئ واعرف بعد كده زي الغريب. وقتها جات نسرين من جوه على صوت حازم، واول لما شافته استغربت وقالت: اهلا يا حازم، خير؟ ما خبرتنيش انك جاي. تخيلي يا حبيبتي، لسه برضو عمي رأفت سألني نفس السؤال يا نونو. ما تتحشي مش ده انت، ايه ما مليينش عينك احنا ولا ايه؟ اه وحضرتك مين بقى ان شاء الله علشان تملي عيني او ما تملهاش؟ انا ممكن اعرف ايه اللي بيحصل هنا؟ في ايه يا حازم؟ والله انا جاي عشان اعرف في ايه، ما هو مش طبيعي ان واحد يجيلي في الجامعة ويقول لي روح شوف اللي بيحصل في بيت خطيبتك، انتوا كنتوا بتقروا فتحة نسرين ولا ايه؟ ده حتى الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا يخطب احدكم على خطبة اخيه، وانتم صعيدة ايه هتتعدوا الاصول؟ حاسب على حديثك يا حازم عاد، انا لحد دلوقتي مراعي انك خطيب بيتي وفي بيتي. هنية وهي بتبص لقاسم قوي كأنها بتقوله انا عارفة ان انت اللي ورا الموضوع ده، قالت: اقعد يا حازم، واضح ان في ولاد حرام ليهم مصلحة ان جوازة بيتي نسرين ما تتمش منك، عموما انت فاهم غلط، النهاردة خطوبة نور مش نسرين، احنا يا ابني ما نتعداش الاصول واصل، وده بقى العريس ان شاء الله. وقتها جه صوت من وراهم وقال: لا هاني العريس، ومبسوط جوي يا دكتور حازم اني اتعرفت عليك، ما احنا هنبقوا عداي العاد، مش بيقولوا بردك كده يا خلهانية؟ ها اه بيقولوها كده. جرى ايه يا جماعة؟ هو انتوا هتفضلوا واقفين كده؟ اتفضل يا حازم يا ابني، شوفي يا نسرين خطيبك يشرب ايه وخديه وقعدوا في الانتريه التاني. كيف يعني الحديد ده؟ ما يقعدوا قصادنا هنا، احنا هناكلهم اياك. اصلا بضحكة مكتومة على تسرع اخوه: خبريه عادي يا ولد ابوي، انا خابر زين انك ما هتحبش نفر يتعدى الاصول واصل، لكن هم احرار عاد، عموما بالاذن احنا يا جماعة دلوقتيت، لان حدايا مصالح بكرة بدري، وان شاء الله ليكي مني يا نور تليفون، هيكون عندك في اقرب فرصة عاد، بينا يا عم انت وجاسم. وبيمشي اصلا وهو زي ما بيقولوا كده ملخبط حازم على الاخر ومش مرسيه على بر. وطبعا طول الطريق ما تكلموش في حاجة علشان رؤوف كان موجود، وبعد ما وصلوا البيت ساعتها قاسم ما استحملش ان هم يدخلوا، أصلاً أخده في الجنينة في مكان متطرف وقال له بحزم: والله هتستعبط إياك يا أصلاً، اجده بردك بتسلم أخوك تسليم أهالي وتخليني واقف كف الأطرش في الزفة؟ واه يا ولد أبوي، قلت لك اهدى هبابة وانت هتعرف كل شيء، أكيد كنت هخبرك عاد. يا سلام، وأنا استفدت إيه باللي حصل من هبابة عنديهم في الدار؟ ولا حاجة، بالعكس إحنا هملناهم لحالهم، وأنا لساتني بناري عاد، ولحد دلوقتي أنا ما خبرش أنت عملت إيه. أنا هقول لك عملت إيه. فلاش باك الساعة 6 المغرب، كان قاعد حازم في بيته واتفاجئ باتصال بيقول له: ألو الدكتور حازم معاي؟ أيوة أنا الدكتور حازم، مين حضرتك؟ مش مهم أنا مين، لكنني من أهل البلد عاد اللي منها نسرين خطيبتك، وأنا بتحدث وياك دلوقتي عشان أقول لك إن بعد العشاء خطوبة نسرين على واحد غني جوي جوي من أهل البلد، أني لما شفتك إنك دكتور في الجامعة وحاجة لها قيمتها عاد قلت لازما إني أوعيك. أنت اتجننت يا راجل أنت؟ خطيبة مين دي اللي هيخطبوها لحد تاني؟ هي لعبة ولا ايه؟ وبعدين انا لسه خطبتي منها كانت امبارح، ولا هما بقى الناس دي ماشية كده كل شوية يخطبوا بنتهم لواحد شكل؟ هما معجبين بجمالها قوي كده؟ ساعتها الشخص اللي كان على التليفون قفل السكة، وطبعا حازم ما كانش شايف قدامه واخد عربيته وطار على بيت نسرين، واللي حصل شفناه من شوية. باك قاسم بإعجاب: وعير انت بردك يا ولد ابوي،
بس قولي مين بقى ده اللي اتصل على حازم وقال له الحديث اللي فور الرصد عاد؟ أسد. وانت خابر ان أسد يحب أجواء الأكشن دي. المهم في حاجة لازم تعملها عشان نضمنه ان اللي اسمه حازم ده يحل عن سمك خالص. وإيه هي بقى الحاجة دي إن شاء الله؟ الحاجة دي انك كل يوم والتاني تروح لنسرين في الجامعة. يعني أنا رايد ان حازم يشوفك كتير ويقلق منيك، ولما يقلق منيك هيدور وراك، وساعتها بقى هيعرف كل اللي احنا رايدين انه يعرفه. وايه هو بقى اللي رايدين نخبره له عاد؟ انا ما فهمش حاجة واصل. انت كانوا هيردعوك ايه عاد وانت صغير؟ احنا رايدينه يعرف انك اتقدمت لنسرين قبل سابق، ومش بس كده عايزينه يحس ان نسرين هتحبك عاد، وده مش هيحصل غير لما يوعلك كتير ويعرف وقتها ان في شيء مش مظبوط، وساعتها هيتحرك، ووقتها هيعرف حبك الكبير لنسرين، وهو ما هيسكتش، هيواجهها وهي هترتبك، وارتباكها هيديله إيحاء إن في شيء مش صح عاد. كل ده لما يحصل هيخلي نسرين تتضايق، واللي اسمه حازم ده يبقى بينكد عليها كل هبابة، والستات ما هتحبش كده، وهتكتر بينهم المشاكل، وهيهملوا بعض عاد. واه يا ولد أبوي، خطر برضك أنت، المفروض كانوا يوظفوك في الشرطة. أقول لك على حاجة، أنت الشيطان يتعلم منيك. إيه الدماغ السم دي؟ خبريه يا جاسم عاد، مالك هترغي كتير ليه؟ المهم اعمل اللي قلتلك عليه، بس برضك يا حلو خليك فاكر ان فيه طرف تاني انت ما هتفكرش فيه واصل، وحبك لنسرين مخليك تنساه. عمك رؤوف واعر، هو بيته ما هتسكتش واصل، ويا خوفي يروح في القصة دي ناس ما يستهلوش كده واصل. انت تقصد اميرة خيتك؟ مش كده برضك؟ اصلا وهو بيسيبه ويطلع علشان ينام. تصبح على خير يا ولد ابوي، نعسان وريدة تسبح ونام. مشي اصلا وطلع علشان ينام، وساعتها قاسم قال بقلق، اصلا عندي حج، ربنا يستر من اللي جاي. عم رؤوف وعر قوي ومش لحاله، حنان كمان ما هتهملش القصه تفوت عادك ده. وفي بيت رؤوف كان واقف في البلكونه بتاعته وبيتكلم مع حد في التليفون وبيقول اسمع اللي هقولك عليه، تبقى وراه كيف ضله. النمله لو جربت له تقولي فهمني يا ولد الفرطوس، هستنى منيك تليفون في اقرب وقت، ما تتاخرش عليا. وقفل رؤوف التليفون وفضل سرحان شويه. ساعتها جت هاديه مراته من ورا وقالت بيك ايه يا ود عمي، من وقت ما رجعت من عند الناس العفشة دي وانت سرحان وحالتك حالة، ايه اللي حصل؟ هماليني الحالي يا هادي عاد، انا راسي حاسس ان فيها شيء وعر قوي، ربنا يستر وما يطلعش اللي في بالي صح، لان وقتها هيبقى اتفتحت علينا ابواب احنا ما نعرفوش نسدوها. وتاني يوم في الجامعة كان قاسم رايح عند الكلية بتاعت نسرين وهي خارجة، وقفها وقال لها بمكر كيفك يا باش مهندسة؟ خبريها عاد يا جاسم، مش هنخلصوا منيها القصة دي؟ شيء وعرضت وانا رفضت، ودلوقتي انا مخطوبه لغيرك، يعني ملوش عزة اللي هتعمله ده، المفروض اني بنت بلدك، وانت اكتر مخلوق تحافظ عليا عاد، ولا ايه؟ طب تصدقي انك النبادي فعلا ظلماني؟ انا ما كنتش جاي لك النبادي، انا كنت جاي لواحده تانية. نعم واحده تانية؟ واحده تانية مين دي بقى ان شاء الله؟ انطق بدل ما اخلي الجامعه كلها تتفرج عليك واطلعك من هنا بفضيحه، انطق. ساعتها قاسم كان فرحان قوي من جواه، لانه اتاكد ان نسرين بتحبه وبتغير عليه كمان. وقتها قرب منها وقال لها بحب هبقى اقول لك بعدين. مشي قاسم وبعدها تليفون نسرين رن، واللي كان باسم حازم. ساعتها ردت وقالت الو، ايوه يا حازم، في حاجه ولا ايه؟ تعالي لي مكتبي دلوقتي انا عاوزك. ولسه نسرين هترد لقيت حازم قفل السكه في وشها، راحت على المكتب، واول لما دخلت مسكها حازم جامد من ايديها وقال مين اللي كنتي واقفه معاه دلوقتي؟ سؤال وجاوبي عليه. بعد عني، اتخبلت اياك، كيف تمد يدك عليا كده؟ والله اديني سبت ايدك، ممكن افهم مين اللي كان معاكي ده وايه علاقتك بيه، وماله كان بيكلمك بالطريقه دي كده ليه؟ واضح ان في بينكم وبين بعض حاجه، بس عندي انا وتيجي تقولي لا وبلاش، وانا ما اقدرش على كده وسيادتك مقضياها. انت بني ادم مش محترم عاد، كيف تتجرأ وتتحدث وياي كده؟ عموما انا ما هكملش فيه الموضوع ده، ودي دبلتك اهي. ورمت نسرين الدبلة لحازم ورجعت على البيت وهي بتعيط جامد. ساعتها شافتها سماح وهنية، وطبعا هنية دخلت ورا بنتها الأوضة وقالت لها بخوف ولهفة مالك يا حبيبتي، راجعة مفطورة من العياط كده ليه؟ ايه اللي حصل؟ انا فسخت خطوبتي ياما، رمت له الدبلة في وشه. طب ايه اللي حصل بقى خلاكي تعملي كده؟ ما رايداش اتحدد دلوقتي. بتحبيه يا بنت بطني، بتحبيه ودايبه في هواه. طب ما هو اتقدم لك، رفضتي ليه؟ هو اوعي تقولي انا السبب. ما قدرش ياما، كيف اتجوز راجل متجوز وعنديه ولد عاد؟ شكلي هيبقى وحش قوي. بصي بقى
أني خليت نور تسأل أصلاً على موضوع أخوه ده. الحقيقة أن جاسم مظلوم يا بيتي، متجوز واحدة تعبها ومضايقاه قوي، ولا حقوق بتديله ولا محسسها أن هو رجل يا بيتي. أني في الأول كده افتكرت أن هو رجل وحش عشان متجوز وجاي يتجوز تاني، لكن لما عرفت وتأكدت من الحقيقة قلت أن عنده حق. ما هو يا حبيبتي البني آدم طاقة، والراجل بالذات طاقته بتخلص بسرعة. قصدك إيه ياما؟ إن وافق واتجوزه؟ دي بالتعامل ياما، بالتعامل لكن مش مريحاه. هقولك على حاجة، كانت بكتاب نور وأصلان يوم الجمعة، أكيد جاسم هيكون موجود. اقعدي واتكلمي معاه وعرفي منه كل حاجة واعملي استخارة، والله لو لقيتي ربنا مسهل الموضوع ومشيه على خير يبقى خلاص نوافق ونتكل على الله، ولو لقيتي الموضوع متكعبل بقى وفي مشاكل كتير بلاها. لكن أنا من رأيي جاسم محتاج ياخد فرصة يا بيتي، إحنا الحب مش بنلاقيه كل يوم، واللي يعمل ده كله عشان واحدة يبقى أكيد بيعشقها عشق. أنت شايفة كده ياما؟ أني خايفة ومرعوبة من قدام. بصي أني هقولك على حاجة، اللي أنت خايفة منه ده طبيعي، بس أنا عندي فكرة كويسة لكن مش هقولك عليها غير بعد ما تفكري كويس وتعملي استخارة مرة واتنين وتلاتة. ساعتها بقى نقعد مع جاسم ونقول له طلباتنا، وانا متوكدة ان هو هيوافق، اللي يحب بالشكل ده هيوافق. وعند رؤوف كان قاعد مع احمد ابنه في مكان لتجارة الغلال وبيقول له اعمل حسابك عاد النهاردة هنروح نتفقوا على كتب كتابك انت وسعدية بنت الحاج خليل. تاني يا ابوي الحديد ده، قلتلك انا مرتاح مع اميرة ومريتش اتجوز عليها. ليه يا ابوي رايد تفرق بيني وبين مرة اللي احبها؟ واه انت كيف دمك بارد كده؟ ليه يا ولدي رايدنا ناخده على روسنا وما نردش عاد؟ جاسم ود عمك بدأ بالغدر، وتخيل يحب بالتهنية، يعني هنية هتاخد التنين لبناتها. راجعة وانيها قوية، ما كفهاش شكر اخوي حبة القلب، راجعة تكمل على الباقي. واني ماليش صالح بالحديد ده يا ابوي، قلتلك اميرة عندي بالدنيا. وعلى فكرة بقى جاسم لو هيفكر كده يبقى بيتك السبب، أنا كنت خابر هي هتعامله كيف، معاملة عفشة قوي يا بوي، مفيش راجل في الدنيا يستحملها عاد، أديله كتير متحمل وما هينطقش، فلما يجي ويحب وقلبه يدق أنا أقف قصاد وجه مرتي اللي ملهاش ذنب عاد. يا بوي الحديد ده عفش قوي، ما ينفعش رؤوف بيها عبد المتجلي يبقى بيفكر كده واصل، خصوصي يعني إن جاسم مش هيعمل حاجة عيب ولا حرام. دي حجة يا بوي، وإن كنت ناس أفكرك عاد، من 15 سنة لما اتجوزت من سعيدة الطباخة من ورا أمي، والأخير طلقتها بعد ما العيلة كلها وقفت جار أمي، عايز نسوق ده في مرت يا بوي؟ بزيادات حديثك يا أحمد عاد، اسمع لما أقولك كلمة ورد غطاها، يا تتجوز العروسة اللي جبتها لك، يا إما لا أنت ولدي ولا أعرفك. ومش بس كده، أنا هوريك نجوم السما على الأرض. ساعتها أحمد اتأكد إن أبوه ناوي على الغدر، روح البيت وأول حاجة لما دخل على الجناح مسك أميرة وقال لها خلاص يا أميرة احنا لازم نهمله البلد عاد، ما بقاش لينا قاعدة فيها، بزيادان الحد كده انا ما بقتش قادر خلاص. بيك ايه يا حبيبي وايه اللي هتقوله ده؟ نهمله هنا ونروحه فين عاد؟ ونهمله حياتنا ليه؟ وقتها احمد حكى لها على كل اللي عايزه ابوه يعمله علشان يتجوز عليها زي ما قاسم بيحب بنت هنية وعاوز يتجوزها. ساعتها اميرة ردت بصدمة وقالت كيف الحديد ده يا احمد عاد؟ عم رؤوف رايد يعمل فيا كده؟ طب انا ايه صالحي في القصة دي؟ بنته ما مريحاش جوزها، انا مالي عاد؟ حكيت كتير، المهم دلوقتي نلم خلاجاتنا وكل الحاجات المهمه، وانا النهارده هسحب كل الفلوس اللي في البنك وهنهمله البلد كلها ونروحوا بلد تانية نعيشوا فيها، اسكندريه ولا مصر ولا اي بلد، انا معايا فلوس كتير وانت كمان معاكي فلوس كتير، اي شيء هنقدر نتحمله طالما احنا مع بعض. لكن اللي ما هنقدرش نتحمله اننا نهمل بعض، احنا روح واحده يا اميره، واني ما هقدرش اشوف مرة غيرك واصل. طب وجاسم واصلان ما هخبرهمش؟ جاسم واصلان دول مش عاجبهم العجب في ابوي وخيتي اللي هنا في الدار، انا ما رايتش نفر يحس بينا واصل، جهزي كل حاجة عشان على الفجر هنكونوا ماشيين من هنا، ووعاكي حنان تحس بشيء واصل لا تخبر ابوي، ووقتها تبقى مشكلة كبيرة ما هنخلصوش منيها واصل. وفعلا اول لما بيجي الليل وقبل الفجر بيكون احمد مظبط كل حاجه ومتحرك بالعربيه هو ومراته وبنته فريده، وهو ماشي وخارج من البلد شاف مرزوق اللي جري على بيت اصلان وقال بلهفه يا اصلان بيه يا اصلان بيه. وقتها اصلان نزل من الجناح بتاعه وهو مخضوض قوي، واول لما شاف مرزوق قال بحده خبريه عاد يا ولد الهمله، انت ما فيش نوبه تجي من غير الغاغه بتاعتك دي؟ خير ايه اللي حصل؟ بيت مين اللي ولع عاد؟ لا الحكاية أكبر من كده، الست أميرة خيتك وجوزها أنا وعيت لهم من هبابة وهم خارجين من البلد بعربيتهم،
وشكلهم كده بيقول انهم مرجعينش هنا واصل، واحمد هياخد اميرة في الوقت ده ويروحوا فين عاد. وسابه اصلا وطلع على الدور بتاع اخته وابن عمه، واول لما دخل اتصدم من اللي شافه. الدواليب فاضية حرفيا، وواخدين معاهم كل حاجة تخصهم، وسايبين ورقة جنب الكومودينو. وقتها مسكها اصلا وفتحها وقرى اللي فيها، واللي كان مكتوب: حبايبي ونور عيني اخواتي الغاليين على قلبي، انا مخبراش اقول لكم ايه، عمرنا ما اتفرجنا عن بعض واصل، لكن اللي حصل ان عمي للاسف رايد يحملني نتيجة اهمال بيته الخيي، واني ماليش ذنب واصل، عشان كده مشيت انا واحمد من البلد كلتها، ولسه ما نعرفوش هنروحوا فين. ما رايداش انك تزعل مني اصلا انت وجاسم، انتم اغلى حاجة عندي في الدنيا، لكن كيف ما تعودنا يا ولد ابوي، المرة مكان ما هيكون جوزها هتكون هي، عشان كده انا مشيت مع احمد ووعدت ادور علينا عاد، لانك ما هتلاقيناش واصل، احمد هرب من عمي لانه هدده بحاجات وعرة قوي، لو ما طوعهوش في اللي رايده واتجوز عليا، واحمد ما يقدرش يعمل كده لانه راجل وهيحبني، انا احبكم واكيد هيكون لنا لقاء قريب، اختكم الصغيرة اميرة. وقتها اصلا قفل الورقة وهو حزين قوي، وساعتها طبعا على الصوت العالي اللي عمله مرزوق كان قاسم نزل تحت وعرف اللي حصل، وطلع اوضة اخته ولقى اصلا موجود وفي ايده الورقة اللي اول ما قراها زعل هو كمان جدا. انا كنت خابر زين ان عم رؤوف ما هيسكتش واصل، بس كيف عرف اللي بيني وبين نسرين؟ اكيد كان هيراكبك، هو انت ما خبرش عمك كلابه كتير؟ المهم ده مش موضوعنا، انا اتحددت ويا نور وعرفت ان نسرين فسخت خطوبتها، وهو ده اللي احنا رايدينه. جهز نفسك بعد بكره يوم الجمعه علشان كاتب كتابنا ونور، ولازم ما نهملهمش غير وانت جاري فتحتك على نسرين، ويا حبذا لو كتبت كتاب انت كمان، خلينا ننتهي من القصه دي، انا تعبت جوي منها عاد. طب واميره هنهمله خيتنا كده؟ واه يا جاسم عاد، اميره مع جوزها يعني في امان، واني مطمن عليها طول ما هي مع احمد، اللي هيعمل كل ده ويعادي ابوه عشان خاطر مرته يبقى راجل بجد. أميرة ما فيش خوف عليها يا ولد أبوي، لكن قصتك أنت اللي لازم تنتهي وفي أقرب وقت، ما رايدينش عمك يرتب لشيء واصل، رايدينه يتفاجئ كيف وكيف الغرب، فهمني يا جاسم، لازم تشد حيلك مع نسرين عاد وتخليها توافق في أقرب فرصة، وبزيادة أنا بقى لعبة القط والفار اللي هتلعبوها دي كفاية اللي حصل. وبيطلع النهار وبتعرف حنان باللي عمله أحمد أخوها، وطبعا هو خلاص كان ساب البلد ومحدش يعرف له طريق، وأول حاجة عملتها اتصلت بأمها وأبوها اللي جم في الحال لبيت أصلان، وأول لما دخلوا فضل رؤوف يزعق بعل وصوته ويقول: ولدي فين يا أصلان؟ هربته فين عاد؟ كل ده عشان ما يتجوزش؟ كل ده عشان بيتي بس هي اللي تنجهر؟ اسمع يا أصلان، أنا ما أهملش القصة دي تعدك ده، وهوصل لخيتك والولدي، لكن وقتها ما تلومش غير حالك في اللي هعمله فيهم عاد، أنا اتفاجئت كيفك يا عمي وما كنتش مرتب معهم القصة، مش اصلا والدرغام اللي يعمل شيء في الضلمة، انا مش جبان يا عمي، وبعدين انا ما احبش الصوت العالي واصل، وحديثك وياي انا ما هقبلش انه يكون بالطريقة دي، ولو حد مس شارة من خيتي انا هشيله من على وش الدنيا، وما هفكرش في شيء واصل مهما كان. هتشيل عمك من على وش الدنيا عادي اصلا؟ انت واعي لحديثك ده؟ واعي جوي يا عمي لحديثي، وانت اللي بدأت بالغدر عاد، واني هرد لو اي نفر جرب من عيلتي او اي حد يخصني، انا ما هرحموش يا عمي، وانت خابر اصلان زين لما يقول كلمة ما هيرجعش فيها واصل. تمام يا اصلان، تمام يا ولد اخوي. مشي رؤوف هو وهادية، وبعدها جه مرزوق غفير الغبرة على رأي قاسم وقال بلهفة: الحق يا اصلان بيه، مصيبة وعرة قوي، يلا بالعربية بتاعتك عشان نلحق. اصلان بصدمة: واه حصل ميتة ده؟ يا ترى مرزوق جه يجري بلهفة على اصلان علشان يعرفوا ايه، ويا ترى ايه اللي حصل؟ اصل مرزوق ده مش بيجي غير بالاخبار اللي تسد النفس الحقيقة دايما، ويا ترى رؤوف هينفذ تهديده ولا هيضطر يسكت وهيخاف من اصلان؟ وايه اللي هيتم بين قاسم ونسرين؟ وهل حازم كده خلاص هيسكت ولا هينتقم من نسرين وهيعتبرها انها اهانة ولازم ياخد حقه منها؟ وايه اللي حصل في كتب كتاب نور واصلان؟ وحنان هتقبل بالامر الواقع ولا هتعمل ايه؟ كل المفاجآت دي هنعرفها في الحلقة الجاية. دمتم في امان الله. ازيكم يا اجمل متابعين، وقفنا المرة اللي فاتت لما مرزوق جاي يجري بلهفة على اصلان وقال له حاجة خلاها يتنفض من مكانه، وده لما قال له: الحق يا اصلان بيه، المخزن الكبير هيقولوا فيه جماعة هجموا عليه، يلا هم بسرعة عاد، خلينا نروح نشوفه كيف حصد الحديد ده، عمرك يا مرزوق ما جبتلي خبر زين، يلا يا جاسم نروح نشوف المصيبة دي. وفعلا بيروح اصلا هو وقاسم اخوه للمصنع، لكن مش بيلاقوا اي حاجة خالص، الامن موجود وكل حاجة تمام،
تممه على المخازن ومفيش أي حاجة من اللي قالها مرزوق دي. وقتها وقف قاسم وقال باستغراب، هو ده اسمه إيه إن شاء الله عاد؟ اسمه رؤوف عبد المتجلي يا جاسم يا أخوي. أنت تقصد إيه أصلاً؟ أقصد إن عمك رايد بالحركة اللي عملها دي، إنه يقول لي إن جادر يوترني ويخلي عيني في وسط راسي، وإن هو أسهل حاجة عندي إنه يربكني، زي ما أسهل حاجة عندي برضك إنه يخلي الغفير بتاعي يجيب لي أخبار كيف كده. فهمت يا ولد أبوي؟ أنت قصدك تقول إن غلب حماره معاك عشان كده عمل الحركة الهايفة دي؟ لا، هي حركة مش هايفة، لكن هو هيستهيفنا بيها. عموما الأيام الجاية هتبين حاجات كتير. ويوم كتب الكتاب في بيت رأفت كانت الدنيا كلها فرحانة، لأنه كتب كتاب أصلا على زينة بنات البلد وهي نور، وفي جنينة البيت كانت قاعدة نسرين بعد كتب كتاب لوحدها سرحانة وبتفكر. ساعتها جه عليها قاسم وقال، هتفكري في إيه يا نسرين؟ مش بزيادانة يا بنت الناس؟ هقول لك إيه يا جاسم، بعد عني دلوقتي، أنا ما نقصاش، الدار مليانة ناس جوا، وأنا مريداش حد ياخد في سمعتي عاد، وكفاية اللي حصل لحد كده. خبري اوعي تكوني زعلانة عشان خاطر الدكتور، الله في سمايا نسرين، لو كان ده اللي في راسك لكسرها دلوقتي عاد. وقتها نسرين اتنرفزت منه قوي ولسه جاية تدخل، زعق فيها وقال لها، اوعاك يكون بتحدث وياكي وتهمليني وتمشي، اقعدي نخلصوا حديتنا عاد، عشان دي هتكون اخر قاعدة ما بيننا، وبعديها يبقى في حل من الاتنين، يا كل شيء ابتدى يا كل شيء انتهى. بزيادانا القصة ما هتمشيش، ولدك ما هيقبلش وما هيشوفش اللي كل الناس شايفاه، وعياله عاد ما هيشوفش غير امه وظلمها، وانا مش عايز اعمل فيه كيف ما حصل فيا عاد. ابوي لما اتجوز سماحة لامي، انا وخيتي نور كنا متضايقين قوي، عشان كده مش حابة والدك يشوف اللي انا شفته ولا يحس باللي حسيته. يا نسرين يا حبيبتي، القصة مش كيف ما انت خبرة، ده وضع وده وضع تاني خالص، نهايتي مع حنان متوقعة، عشان كده انا بقولك بلاش جلد الذات. اللي انا واعيله في عينيكي ده، النتيجة دي كده ولا كده كانت هتحصل. ارجوك يا نسرين وافجي، انا محتاجك قوي ويايا، وصدقيني ولدي هعرف اتحدث وياه، وهعرف وقت لما يفهم اوصل له الصورة كاملة من غير ما اجرحه في امه عاد. طب خلينا بس نعده النهاردة، وبكرة تجي ونتحدث، أقول لك على شرطي، ولو وافقت يبقى خلاص. ودي شرط إيه بقى إن شاء الله؟ الحقيقة هو مش شرط تاني، ده شرط أمي، وهي قالت لي لما تقعد معاك هتخبرك بيه. ربنا يستر عاد. وعند أصلان ونور كانوا قاعدين مع بعض بعد كتب كتاب، وأصلان مش عاوز يسيب إيد نور أبدا، وهي مكسوفة ووشها يقع في الأرض من كتر الخجل، ومش عارفة تسحب إيديها خالص. وقالت له وقتها من بين شفايفها، بزيادك يا أصلان عاد، هم اليد دي أنا ما قدرش والله، الموت أهون عليا من إني همالك دلوقيت بعد ما بجيتي ملكي. تعرفي أنا من يوم ما وعيتلك وأنا هستنظر اللحظة دي بفارغ الصبر، أنت الوحيدة يا نور اللي قدرت تحرك الجبل اللي قدامك ده، أنا حالي ومالي وروحي كلها رهن إشارتك، أنا خابر إنك صغيرة على الحديد ده، كيف ما نخابر إني استعجلت عليكي، لكن ما قدرتش يا نور أوعالك من بعيد لبعيدك ده، كنت رايد أجرب وما بعيدش واصل، كنت رايد إن أحطك جوا قلبي وأقفل عليكي بين ضلوعي، رايد إن محدش يوالي غيري، أني أحبك قوي يا نور أكتر من أي حاجة حبيتها وتمنيتها في حياتي. معقول يا أصلان أنت اللي هيطلع منيك الحديد ده؟ أنت قاسي وعنيد، وبصراحة كده أنا أخاف منك، لكن بعد حديثك ده أني ما بجدش خبر أي شيء واصل. هل يا ترى أنت القاسي العنيد اللي كل الخلق هتخاف منيه، ولا الطيب الحنين اللي كيف النسمة اللي قاعد قدامي؟ أنا مع كل الخلق كلتهم القاسي العنيد اللي هتتحدث عنه ده، لكن وياك أنت مستحيل. هقول لك أنت اللي حركت الجبل اللي قدامك، يعني أنت اللي روضتيه عاد، كيف هيكس عليك يا حبة القلب بعدك ده؟ مستحيل صح. ولسه نور هتنطق، قرب منها أصلا وأخدها في حضنه جامد وطبطب عليها وقال، أوعدك أنك عمرك ما هتلاقي الأمان من هنا وطالع غير في حضني يا نور، ربنا يقدرني واسعدك عاد. وطبعا نور ابتدت وقتها انها تحس بمشاعر جميلة قوي تجاه أصلان، لان زي ما بيقولوا كده الحب الصادق بيخترق القلوب وبيتحس بيه غصبا عن الواحد، وده اللي حصل. وبعد يومين في القاهرة عند بيت اهل حازم، كان قاعد حازم في البلكونة وهو حزين قوي بسبب اللي عملته فيه نسرين. وقتها جت عليه امه فاضية وقالت، هو في ايه بقى يا دكتور حازم؟ ما كانتش يعني اخر البنات، وبعدين بصراحة انا كنت معترض على موضوع انك تتجوز في الصعيد ده، والحمد لله بنت على حقيقتها، انت مش كنت واخدها علشان هي قطة مغمضة؟ اهي طلعت يا اخويا مفتحة قوي، والله اعلم في ايه تاني. اسكتي يا ماما، انت ما تعرفيش انا جوايا ايه، بقى معقولة البنت اللي شبه القطة دي تلعب بيا انا اللعب ده كله؟ بس انا مش هسكت لها. ايه يا حازم في ايه؟ ايه مش هتسكت لها دي؟ هتعمل فيها ايه يعني؟ هو انا مخلفة دكتور في الجامعة محترم، ولا مخلفة بقى رئيس عصابة؟
انت مالكش دعوة بيها خالص، ولو عاوز تفرح امك كمان وكمان يبقى تخطب بنت خالتك بكينام، هي اولى بيك دلوقتي، واديك شفت بنفسك اللي نعرفه احسن مليون مرة من اللي ما نعرفوش. بقولك ايه يا ماما، سيبي بس موضوع بكينام ده على جنب دلوقتي علشان مش هينفع خالص، اما موضوع ان انا انتقم ده فانا لازم انتقم، بس مش بالشكل اللي جه في دماغك. بس نسرين لازم تدفع التمن علشان تعرف بعد كده كويس قوي هي بتلعب مع مين. وعند احمد وأميرة كانوا قاعدين في بيت جميل قوي ومعاهم بنتهم فريدة. وقتها احمد قال لأميرة بحب: حقك عليا يا أميرة عاد، ما قدرتش احميك يا بنت عمي. واه كيف اللي هتقوله ده يا احمد عاد؟ بقى كل اللي سويته ده وما قدرتش تحميني؟ احنا كيف ما قلت لازم نبداوا صفحة جديدة. عندك حق يا أميرة، لازم نبداوا من جديد. وصدقني يا احمد انا متوكده ان قعدتنا هنا مش هتطول، وهيحصل اللي يخلينا نعود تاني وسط اهلنا وناسنا. قلبي هيقول لك ده، وانا قلبي عمره ما كدب عليا. يسلم لي قلبك يا حبه القلب. وعند نسرين وقاسم كانوا قاعدين قدام هنيه ورأفت، وساعتها هنيه قالت: بص يا جاسم يا ابني، انا عرفت عنك كل حاجه، وعرفت قد ايه انت تعبان في حياتك، وان من حقك انك تتجوز. وانا بعد ما توكدت من صدق مشاعرك تجاه بنتي، ليه عندك طلب واحد بس؟ بلاش يا ابني تجمع البيت كله في سله واحده، افصلوا عن بعضه. ايه الحديث الغريب اللي هتقوليه ده يا هنيه؟ قصدك ايه؟ انا فهمت قصدك يا حاجه، انت قصدك تقولي لي ان ما ينفعش ان نسرين وحنان يقعدوا في دار واحد، مش كده قصدك؟ ايوه يا جاسم يا ولدي، هو ده قصدي، لان حنان في النهايه بنت عمك وما ينفعش تخرج بره البيت. عشان كده انت لازم تعمل بيت مستقل لنسرين بنتي، وتبقى عارف انك هتبقى بين البيتين، ويا ريت البيت ده تعمله قريب مني هنا عشان ابقى مطمن عليها، بحيث طول ما انت مش موجود معاها تكون هي معايا وقصاد عيني. تمام وانا موافق، انا ما هيفرقش معايا اي شيء واصل غير نسرين وحبي ليها عاد. طالما اتفقنا يبقى نجرى الفتحة عاد. تمام يا عم رأفت، لكن بعد اذنك يوم الجمعة هجيب اخوي ونكتبه كتاب. لا انا مش مستعدة دلوقتي للخطوة دي. ما تقلقيش يا نسرين، انا مرتب اموري عاد، وافقي خلونا نفرحه، ولا بقى رايدين اصلا ياخد الفرحة كلها لحاله. وفعلا بتتم قراية فتحة نسرين هي وقاسم، ويوم الجمعة بيتم كتب الكتاب، لكن زي ما بيقولوا كده بيكون في سرية تامة. وبتمر الأيام وبيعيش الكابل الجميل ده أجمل حياة، لحد ما جت امتحانات نص السنة بتاعت نسرين، واللي وقتها قاسم ما كانش بيسيبها تروح الجامعة لوحدها خالص، بيوديها ويجيبها. وطبعا حازم كان بيشوفها من وقت للتاني. وبعد ما خلصت الامتحانات ووقت النتيجة كانت راجعة نسرين على البيت وهي بتعيط قوي. وقتها قابلها قاسم على الباب في المكان اللي بيستناها فيه كل يوم، ولما شافها كده أخدها في العربية وقعدوا في مكان على البحر، وقال لها بحب: أنا لو أعرف إني هشوف دمايتك دي في يوم الأيام وانت ويايا كنت حدفت نفسي تحت لوري دلوقتي، هتبقي ليه يا روح الروح. تخيل يا جاسم، حازم الواطي استقصدني في مادته ومش كده وبس، عاد جالها لي في وشي: انا وانتي والزمن طويل يا نسرين، ومش هخليكي تخرجي من الجامعه دي واصل، مش انا اللي تعملي فيا كده، انا هدفعك الثمن غالي، وهو ده اللي مضايقك؟ طب تعالي وياي على الجامعه دلوقتي. لا يا جاسم الله لا يسيئك، كفايه اللي حصل لحد كده، انا هحاول اتحدث وياه واقول له يشيلني من راسه عاد. الموضوع انتهى من قبل ما يلحق يبتدي، وهقول له بلاش يدخل الامور الشخصيه اللي كيف دي في الدراسه. اتخبلتي ياك يا نسرين ولا ايه؟ بقى حرم جاسم درغام تروح لواحد كيف ده وتتحايل عليه عشان ينجحها في مادته؟ انت ما خبراش انت مين ولا ما خبراش اللي هتتحدتي فيه. انا هجيب لك اللي اسمه حازم ده لحد عنديكي، ومش بس كده هخليه يتاسف لك عاد وينجحك في مادته ويديك الدرجه اللي تستحقيها. تعالي وياي. انا ما رايداش مشاكل يا جاسم عاد، ولا انا رايد المشاكل عاد، لكن هو اللي بدا وهو اللي يتحمل عاد. خليكي وياي وما تقلقيش ولا تخافي. وبعد ساعة في مكتب عميد جامعة سوهاج كان قاعد قاسم وهو غضبان قوي. وقتها العميد قال باحترام: والله يا جاسم بيه انا ما يردنيش اللي اتحددت فيه ده واصل، وطول ما انا عميد الجامعة ما هقبلش بان طالب يتظلم او ما ياخدش حقه. انا شيعت دلوقتي لدكتور حازم وهو جاي نفهم مني كل شيء. وفعلا بعد شوية دخل الدكتور حازم واتصدم لما شاف نسرين قاعدة هي وقاسم. وقتها العميد قال بصوت جهوري: اتفضل اقعد يا دكتور، ممكن تفسر لي كيف طالبه متوكده انها مقفله في الماده وتسقط وما تجيبش حتى درجه واحده؟ والله يا سياده العميد دي الماده بتاعتي وانا اللي بصححها، ودي الدرجه اللي تستحقها الانسه، ما هي بقى مش هتفضل تلعب طول الترم وبعدها عاوزه تجيب الدرجه النهائيه. اتحدى تعادل مع مرتي عاد، لا اما ما يحصلش زين واصل.
هو في ايه يا سيادة العميد؟ حضرتك جايبني هنا عشان الاستاذ يتكلم معايا بالطريقة دي؟ انا الباشمهندس جاسم درغام عبد المتجلي، واذا ما كنتش خابر مين درغام عبد المتجلي انا ممكن اخبرك بيه، ولا ايه يا سيادة العميد؟ طبعا طبعا يا جاسم بيه، مفهوم. وانت يا دكتور حازم بعد اذنك تجيب الورقة الخاصة بالطالبة نسرين رأفت الاسيوطي، واني بنفسي هجيب الدكتور فريد يصححها قدامي ونشوف بقى الدرجة مطابقة ولا لا، لانها لو ما كانتش مطابقة حضرتك هتتحول للتحقيق بتهمة استقصاد طالبة واللعب بدرجات امتحاناتها. دي كلية عملية، وانت خبر زين الكليات اللي كيف الهندسة بيتعاملوا فيها كيف. ايه يا سيادة العميد، انت خفت ولا ايه وجبت ورا؟ من امتى والدكتور حد بيقدر يناقشه في الدرجة اللي بيحطها للطالب؟ حضرتك يا دكتور حازم متحول دلوقتي للتحقيق، او التهمة الاساءة لعميد الكلية كلتها، واللي هو واني ماني ما هقبلش انك تتحدث وياي بالطريقة دي. وتاني تهمة انت خبرها زين، واللي هيوكد عليها هو الدكتور فريد اللي هيدي نفس المادة اللي هتديها في الكلية، وانا ما هتنزلش واصل عن التنين. وقتها حازم حس ان الموضوع دخل كده في سكة كبيرة قوي، لكن لما فر بعد شوية جه الدكتور فريد ومع ورقة نسرين وابتدى ان هو يصحح فيها، واللي اكتشفوه بقى ان نسرين المفروض درجتها تبقى امتياز، وطبعا بسبب الموضوع ده اتحول الدكتور حازم للتحقيق واتنقل خالص من الكلية. وطبعا اليوم ده كان طويل جدا، ونسرين رجعت للبيت على المغرب، واول لما امها شافتها قالت لها بخوف: حبيبتي يا بيتي عملتي ايه؟ انت كلمتيني بس انا كنت قلقانة عليكي. ما تقلقيش عليا يا ام عاد، طول ما اني مع جاسم لازم يكون الامان ملازمني. سيدي يا سيدي على الكلام الحلو، شكل الواد خد حقك تمام. واه ياما بزيادك حديدك اللي هيخجلني ده عاد. وعند قاسم كان راجع البيت، وكان وقتها حنان قاعده مع ابنها مروان. ساعتها قاسم قرب من ابنه وباسه ولسه هيطلع على جناحه، سمع حنان وهي بتقوله: واه يا ولد عمي، واني ماليش حضن حلو كده كيف ولدك، ولا خلاص الحديد الزين كله بقى لمرتك التانيه؟ لهمين قال: بس انا اليومين دول بالذات يا حنان هتعامل معاكي باحتياط، او كيف ما هيقولوا كده بحذر شديد، وما رايتش مشاكل وياكي يا بنت عمي. بقى كده برضك يا جاسم، انا ما خبراش انت كيف قلبك جسي عليا جوي كده، انت عمرك ما كنت جاسي، ولا اصلا عداك اياك، اتوحشتك جوي يا ولد عمي. انت ما خبرش انا هحس بايه كل ما افتكر انك مع واحده غيري؟ ايه رايك دلوقتي نطلع على جناحنا واني هعيشك اجمل ليله في الدنيا؟ اتاخرتي كتير يا حنان، لدرجة ان اي احتياج عندي بجيت الاقيه مع المرة التانية اللي هتقولي عليها. خلاص يا بنت عمي القصة خلصت، لكن انا عشان مظلمكيش اللي انت رايدها عملهولك، يلا على جناحنا. واني هشحت منيك اياك يا جاسم ولا ايه؟ عموما انا ما رايداش حاجة واصل، بس على فكرة انت كده بتخالف شرع ربنا، ومش بس كده ده انت بتلعب بالنار. تصبحي على خير يا حنان، انا راسي متدربكة لحالها ما نقصكيش عاد. وعند رؤوف بعدها بكام يوم كانت حنان قاعدة قدام أبوها وهي بتغلي وبتقوله: حلو جوي يا أبوي لحدك ده، مهمل ولد أخوك متنهم في العسل وبتك بتتكوي بالنار. ايه دي يا بنت، أنا ما نسيش القصة، بس ثانية هتعامل وياهم بالمثل اللي هيقول اتجل على الرز، بس وحياتك انت لخلي يوم الفرح اللي هيقولوا عنيه ده يوم نكد وغم على دماغتهم كلاتهم، وبكرة تشوفي. وبتمر الأيام وبتعدي السنة دي على خير، وبيجي بقى اليوم اللي المفروض الكل فيها يفرح، وهو يوم فرح أصلا ونور ونسرين وقاسم. وده طبعا بعد ما طلعت نتيجة نور اللي جابت مجموع كويس قوي وقررت تدخل كلية التربية، وفي أكبر مركز تجميل في محافظة سوهاج كلها كانت بتجهز نور هي ونسرين. وبعد شوية جه أصلا هو وقاسم علشان كل واحد ياخد عروسته ويروحوا بقى على الفرح الكبير. وفعلا بعد شوية كل واحد جه وأخد عروسته اللي انبهر من جمالها وراحوا على الفرح، وفندق كبير جدا كان بيتعمل أجمل فرح في الدنيا. وقتها كل واحد مشغول بعروسته، أما بقى هنية فكانت الفرحة مش طايعاها. وقتها قرب منها رأفت وقال لها: مبسوطة يا هنية يا حبيبتي؟ جوي جوي يا رأفت، ده أسعد يوم في حياتي، ربنا يكمل لهم على خير. أنا اللي خايفة عليها نور، هي اللي هتعيش في البيت عند أصلان، وخايفة البت مرات جاسم دي تنتجن في نور بسبب أختها. لا ما تجلجيش من القصة دي، أصلا راجل ويقدر يحمي مرته زين. أنا مش عارفة يعني كان إيه اللي هيحصل لو خد لنور بيت زي جاسم ما عمل مع نسرين، على الأقل كان ريح قلبي. ما احنا تحدثنا فيها القصة دي، وأصلا جالنا وضع غير وضع جاسم، وما ينفعش هم لدار العيلة كبير واخد دار برا. أيوة فضل يقول لي أنا كبير العيلة وجاسم خد بيت برا عشان هو متجوز. أو ماما خلاص يا رأفت، اللي حصل حصل. وفضل الفرح شغال، وأول لما هنية كانت لوحدها قربت منها سماح وقالت: حقك عليا يا هنية، أنا عارفة أنها جت متأخرة، بس أنا مش عاوزة نبقى متضايقين من بعض،
أو تبقي شايلة مني، وأنا مستعدة لأي طردية من أي نوع. طردية؟ لسه فاكرة تقولي الكلام ده يا سماح؟ عموما أنت وجودك في حياتي بقى أمر واقع، بس عايزة أقولك على حاجة، أني لو سايباك لحد دلوك على ذم جوزي بعد كل اللي حصل، فده عشان خاطر حاجة واحدة بس، هي ولادك، ولادك اللي شفعولك عندي، وأنا عمري ما أحرم أم من ولادها. أما موضوع أن سامحك ده فما أعتقدش يا سماح، ولا دلوقتي ولا بعدين، فبلاش بقى سكة إخوات ونرجع زي الأول، لأن اللي اتكسر ما بيتصلحش. عمرك يا هنية ما كنت قاسية أبدا، ليه كده؟ معلش، ما هو على رأي اللي قال كتر الجساوة بتقطع عروج المحبة، وانت جيتي عليا كتير قوي يا سماح. خلاص يا هنية، أنا مش هضغط عليكي أكتر من كده، وأنا عارفة إن الأيام بتداوي حاجات كتير، بس أنا مش هنسى جميلك اللي انت عملتيه فيا، وإنك ما قلتيش لرأفت على أي حاجة من اللي حصلت زمان ولا اللي حصلت قريب. وقتها هنية بصت جامد لسماح بصة عتاب، وبعدها رجع تاني للفرح. وخارج الفندق كان واقف رؤوف بعربيته الفخمة جدا ومعاه حنان بنته، وساعتها مسك التليفون واتكلم وقال: هما هيخرجوا دلوقتي، تنفذ وأنا وراكم عاد. وقفل رؤوف التليفون، وبعدها بص البنت وقال: مش كنت فضلتي ويا ولدك؟ ما كانش له لازم وجودك دلوقتي. لا، لازم أشوف جاسم وهو هيتحسر على عروسته بالفستان الأبيض، لازم أشوفه وهو هيبكي بدل الدموع دم، وهو مهجور كيف مهجرني لما اتجوز عاد. ونرجع تاني للفرح، واللي كان خلاص خلص، وكل واحد أخد مراته علشان يروح على بيتهم. مشي أصلا هو ونور على البيت الكبير، وبعدها أخد جاسم نسرين على البيت اللي عملوا ليها جنب بيت أمها. لكن وهم في الطريق كان قاسم راكب في الكرسي اللي ورا هو ونسرين، وتفاجئ بالسواق بيقول: الفرامل يا جاسم بيه. واه، في ايه يا جاسم عاد؟ اهدي يا حبيبتي اهدي، محصلش حاجة واصل. وعند رؤوف وحنان كانوا ماشيين ورا عربية قاسم من بعيد، وساعتها حنان قالت بفرحة: ايوه كده يا بوي، خلاص الفرامل ثابت على الاخر اهي، يلا بقى خلينا نخلصوا منها القصة دي. وقتها رؤوف داس بنزين جامد، لكن اتصدم بالعربية اللي مقابلاه في وشه، وصوت صريخ حنان وهي بتقول: حاسب يا بوي. وبعد 3 ساعات، واللي كان قرب اذان الفجر تقريبا، كانت عيلة عبد المتجلي كلها في المستشفى، نور بفستانها ونسرين بفستانها، ورأفت وهادية وأصلان وقاسم طبعا، ومستنين أي حد من العمليات يخرج يطمنهم. وبعد شوية خرج الدكتور وهو بيقول: للأسف رؤوف بيه ما قدرناش ننقذه عاد، البقية في حياتكم، أما بقى بيته فهي دلوقتي في العناية المركزة، ادعو لها. اتكلمت هادية بفزع وقالت: يا مري يا رجلي، لا لا يا رؤوف ما تهملنيش واصل، لا يا حبيبتي يا بيتي، إن لله وإن إليه راجعون. وتمم وقتها أصلا كل الإجراءات ودفن عمه، ودفن معاه كل الخبص والغل اللي كان جواه. يا ترى يا رؤوف لما تقابل ربنا هتقوله ايه على كل اللي انت كنت بتخطط له؟ اللهم احسن وقوفنا بين يديك، وتوفنا وانت راض عنا. وطبعا كل الاحداث اللي حصلت دي خلت اصلا وقاسم فرحتهم ما تكملش. وبعد اسبوع في المستشفى كانت حنان فائت، بس للاسف فائت وهي رجليها الاتنين مش هتقدر تمشي عليهم تاني. واول لما قاسم عارف كده قرر ان هو هيروح لها ويتكلم معاها. سلامتك يا حنان، الف سلامه. شمتان عادي يا ود عمي؟ لا ما شمتانش يا حنان، بس المفروض انك تكوني خبرة ان دي النهاية الطبيعية، كنت رايدة تموتيني انا وعروستي، لكن ربك سبحانه وتعالى ما رايتش اني اتحرم منيها، وانت اللي اتحرمتي من ابوكي. يا ريت يا حنان تكوني اتعلمتي من اللي حصل زين، فرامل العربية ما نهتش حياتي كيف ما انت كنت رايدة، ولان الطريق كان فاضي فربنا انقذنا. اما انت سبحان الله بسبب الخطط الشيطانية اللي عملتيها انت وعمي، ادي اخرتها وادي اللي جرالكم. عموما اللي فات فات، وانت اخدتي جزائك، واعتقد انك خلاص ما هتفكريش في الانتقام مره تانية. عندك حق يا جاسم، ما بجاش في وقت لاي شيء واصل. وفي بيت رؤوف كان اصلا قاعد مع هاديه مرات عمه اللي ما كانش بيسيبها خالص. وقتها قالت له: انا رايده ولدي يا اصلا، احمد لازم يعود على هنيه مره تانية، الدار هتفضل عليا كده. والله يا مرات عمي انا ما خبرش عنيه اي حاجه واصل، لكنني متوكد انه هيعاود في اقرب فرصه، واوعدك اني هعمل كل اللي هقدر عليه عشان اجيبه لحد عنديكي. وفعلا اهتم اصلا جدا بالموضوع ده، وقدر ان هو يوصل لاحمد ويخليه يرجع على بيت امه علشان يقعد معاها. وكان اصلا ما بيعملش اي حاجه غير ان هو يطبطب ويرمم الجراح بتاعه العيله كلها، اللي تقريبا ما بقاش منها غير هو واخوه واخته ومرات عمه وبنتها. وبعد شهرين في جناح أصلان دخل وتفاجئ من اللي شافه، الجناح متزين بطريقة جميلة جدا، ونور واقفة وبتقوله بحب: اتوحشت الجوي يا أصلاني، مش أكتر مني عادي حبة القلب، أني خابر إن من يوم ما اتجوزنا والأحداث كانت غريبة، لكن أوعدك إني هعوضك، أنت عوض يا أصلان، أنت كل حاجة جميلة كانت وهتكون، وربنا يخليك ليا يا سيد الناس كلتها.
ساعتها أصلاً أخدها في حضنه قوي، وعاشوا مع بعض أجمل ليلة من ليالي العمر وعند نسرين وقاسم. بصراحة بقى حنان صعبان عليا جوي، عشان نجدها أنا رايدة أطلب منك طلب ومش رايدك تردني فيه واصل. قولي اللي أنت رايداه يا حبيبتي، أنا رايدة أقعد مع حنان عاد، وأنا اللي ههتم بيها بولادها، أنا اللي أولى بده كلاته، ووعدك إني أحطها في عين التنين، هعمل وياها كيف ما كنت هعمل مع أمي. معقولة أنت كيف الملكك ده كل مدى حبك أكتر وأكتر؟ رايدة تسوي فيا إيه تانية بنت رأفت؟ أنا هعمل لك كل اللي أنت رايداه، لأني خبر زين قلبك الطيب. وفعلا أخذ قاسم نسرين عند حنان، وابتدت إن هي تشوف طلبات حنان ومروان كلها، وكانت شغلة نشاط من الجامعة للبيت لمروان لحنان، والكل كان بيحبها وبيقدرها، وكمان نور ما كانتش مختلفة عنها. أما أحمد بقى فهو استأذن من أصلان وأخذ أميرة وعاشوا مع هادية، واستمرت الحياة بالوضع ده، والكل كان بيطبطب على جرح التاني، وما كانش في مكان لا الغيرة ولا الحقد، وكان لازم ناس تموت وناس تفارق علشان الدنيا تتظبط. والحد هنا خلصت روايتنا، اللي يا رب نكون اتعلمنا منها إن حبل الشر وحش قوي ومش بيخنق غير صاحبه، والخير دايما هو اللي بينتصر في الآخر. أتمنى تكون عجبتكم، واستنوني في قصص تانية كتير. دمتم في أمان الله.